بسم الله وبعون الله وتوفيقه إن شاء الرحمن. الأهلي بيواجه الترجي في المباراة الأولى من النهائي الأفريقي 2018 بإذن الله. المباراة الأولى في مباراة ممتدة من دلوقتي على استاد برج العرب لحتى يوم 9 الجاري بإذن الله، الجمعة اللي جاية، على استاد رادس. المباراة الأولى مرتبطة بالمباراة الثانية، يعني هنتكلم كلام كتير جدا عن التفاصيل، لكن لازم أشكر طبعا محمد سعيد زميلي وأمير هشام برضو زميلي، الناس اللي عملت تغطية هايلة جدا، وكل المسؤولين على قناة الأهلي النهاردة في أبهى صورة بإذن الله. وليه لأ وانت بتتكلم على المشهد الأخير من أهم بطولة في إفريقيا. الأهلي هيواجه الترجي النهاردة الساعة 9، واللعيبة هتبدأ المباراة أكيد بافتتاحية وهي الفتحة، لكن احنا كلنا مع الأهلي النهاردة، سواء كنا محللين أو مذيعين أو مشاهدين أو الجماهير اللي موجودة في المدرجات أو اللي موجودة خارج برج العرب أو الموجودة عبر الشاشات، كلنا هنبدأ بالفتحة مع بعض. خليني أبدأ بها معاكم إن شاء الرحمن، وكل اللي بيشوفني دلوقتي وكل اللي هيبقى موجود بإذن الله تعالى ويشاهد اللقاء، وقبل ما يبدأ اللقاء بسم الله وتوفيقه بإذن الله نبدأ الفتحة. خلوني أدعي معاكم أو أبدأ قراية الفتحة وأنتوا كمان معايا بإذن الله، لأن مباراتنا مع الترجي هتبدأ من دلوقتي. نبدأ بالفتحة وبعد كده نكمل مشوارنا. افتتاحية كويسة بإذن الله للأهلي في النهائي الأفريقي موسم 2018 بإذن الله، والتسعة يا أهلي، كل الجماهير الأهلوية، كل الجماهير المصرية، كل الجماهير العاشقة للون الأحمر بإذن الله، يغطي مصر النهاردة كلها من كل أنحاء مصر، من سيناء والصعيد ومن البحيرة، يلي من البحيرة ومن آخر الصعيد، كله مع الأهلي النهاردة بإذن الله على قلب رجل واحد. إن شاء الرحمن تبقى التسعة بالنسبة للأهلوية، على الأهلي وعلى لعيبة الأهلي وعلى الجهاز الفني للأهلي. النهاردة مش بتلعب باسمك بس ولا باسم ناديك بس، أنت بتلعب باسم بلدك. اعمل اللي عليك، والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، والنتيجة مكتوبة عنده. فإن شاء الرحمن بإذن الله تكون حليف في النادي الأهلي التوفيق النهاردة، والتسعة تبقى مع النادي الأهلي. لكن حاجات كتير جدا وتفاصيل صغيرة وتفاصيل بتبقى هي اللي بتدي الأفضلية لغيرك من الفرق، وأهمها بالتأكيد هي الجماعية والروح والقتال حتى آخر ثانية وآخر لحظة. ما تستهونش بكورة ولا تستهون بضربة مرمى ولا ضربة ركنية ولا رمي التماس، كلها حاجات صغيرة قوي 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 قوي، لكن بتجمع حاجات كتيرة جدا، وفي النهاية بتجمع البطولة الأغلى والأهم والأقوى عبر القارة الإفريقية. النهاردة يوم حافل بإذن الله تعالى، وإن شاء الرحمن آخره نبارك لبعض كلنا، لكن أيا كان الوضع وأيا كانت النتيجة وأيا كانت اللي هيحصل في المباراة الأولى، لكن بالتأكيد 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 مش هي الختامية. الختامية هتبقى زي النهاردة في استاد رادس إن شاء الرحمن، فالختامي هو المباراة النهائية اللي هناك. النهاردة أنت بتحاول تعمل حاجة كويسة تساعدك على مباراة العودة، ويكذب عليك اللي يقول لكم ان المباريات النهائيه سواء كانت على مستوى القاره او حتى على مستوى المنتخبات كمنتخبات دوليه او انديه او حتى في البطولات المحليه، يمكن البطولات المحليه قد يكون كفه فرقه ارجح من فرقه، يعني امكانيات وقدرات فرقه اعلى من فرقه، فالنتيجه بتبقى شبه محسومه او شبه يعني متوقعه. لكن في المباريات القاريه والمباريات اللي هي خاصه بالمنتخبات الحاجات دي صعبه قوي، نادرا عبر التاريخ، والتاريخ اللي هو الماضي امبارح اللي بيخليك تتوقع اللي جاي، من احداث اللي فات بتتوقع اللي جاي، والخبرات بتيجي من هنا، يعني الخبرات بتيجي من المواقف اللي زي كده، ان انت تحسن الاختيار وتحسن القرار، والخبرات اللي بتاخدها او اللي انت بتتعامل معاها او اللي بتتعرض ليها بتخليك تاخد قرار كويس او تتعامل بشكل كويس، لان انت اتعرض عليك حاجات كتير جدا، فمفيش استعجال في الكلام ولا استعجال في ردة الفعل ولا استعجال كمان في قرار بتاخده، ومن هنا بتيجي الخبرات اللي بنشير ليها، وملهاش علاقه بالسن، هي ليها علاقه بالمواقف اللي اتعرضت ليها، ولاعيبه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي كثيرا من الخبرات والمواقف اللي اتعرض بالتاكيد عليها، لكن المباراه الختاميه هي الاساس، المباراه الختاميه اللي هتبقى في رادس هي الاساس، وزي ما قلت لحضراتكم حتى على مستوى المنتخبات طالما وصلت للمباراه النهائيه ففي فرقتين وصلوا، فرقتين طرفي النهائي، ده من مصر وده من تونس، الأهلي والترجي، فده عنده الإمكانيات والقدرات والمهارات اللي أهلته إن هو يكون في المباراة النهائية، وده عنده نفس الرصيد، الإمكانيات والقدرات والمهارات اللي وصلته إن هو يكون في المباراة النهائية، فبالتالي هتلاقي الفروق مش كتيرة قوي، يعني ممكن تتكلم على 8 ل 7 ل 9 ل 8 10 ل 9 مثلا يعني، لكن مش هتلاقي مثلا فرقة في القدرات 9 وفرقة تانية 5، مش هيحصل الكلام ده لأن الفرقتين عندهم الإمكانيات دي، لكن احنا كمان بروحنا بقى وعزيمتنا اللي
فرقانة عن أي حد وبنتغلب بيها عن أي حد، سواء كان محليا أو أفريقيا عربيا دولي أي حاجة أي حاجة. الروح دي محدش يقدر يغرسها فيك، أنت بتتولد بيها وبتخش مدرسة، فهي مدرسة النادي الأهلي بيعلموك إزاي تبقى بالشكل ده، إزاي تبقى متفاني جدا في شغلك، إزاي تبقى معطي بشكل كبير جدا، إزاي الجماعة أحسن بكتير جدا من الفرد، وإزاي إن أنت بتتعامل تحت ستارة أو تحت يعني اسم النادي الأهلي. عشان كده بتيجي كمان الأهلي فوق الجميع، مش شخصي ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة، لا أنت بتتكلم على الكيان كله. عشان كده ما تستغربوش من بعض الصور اللي هتشوفوها او بعض المواقف اللي هتشوفوها او بعض الحاجات اللي هتشوفها من شويه او بعد شويه، اسف، ناس رايحه بعجله وناس رجلها مكسوره وطفله عندها مثلا 3 4 5 سنين ولا حاجه مغطيه جسمها كله بعلم الاهلي، واحد واخد من بلده سواء كانت البحيره ولا اسكندريه ولا القاهره الحاجات القريبه ولا حاجه، واخد عجله ورايح بيها اللقاء، والناس اللي موجوده في سكه حديد مصر مثلا من الساعه 4 امبارح الفجر وعايزه تروح هناك، والناس اللي نايمه في الشوارع، والناس اللي هي متفانيه جدا 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 في اخلاصها، ما تستغربوش من حب الاهلي. تعالوا نشوف اول اللقطات اللي تبين لك يعني ايه الاهلي، يعني ايه الحاجه اللي لا يمكن تكون بمقابل، لا يمكن تكون لا مستنيين رده فعل، هم بس بيحبوا الاهلي للاهلي. افريقيا الكبار، افريقيا ما قبل 2000، دوري ابطال افريقيا ما قبل 2000، يعني غير ما بعد 2000. عشان كده الجمهور ده واعي جدا جدا، يعني تجمعه ده وهتافه وحتى الاغنيه اللي بيألفها بيبقى واعي جدا، الحسابات وازاي بتتصنف وازاي بيبقى بتروح للحاجه الاهم والبطوله الاهم. الكونفدراليه بعد الالفيه الثانيه مختلفه خالص عن دوري الابطال، يمكن ما قبل 2000 وهكلم مع حضراتكم بعد شويه عن الموضوع ده تحديدا، بعد سنه 2000 دوري الابطال بقى في حته ثانيه خالص خالص جدا 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 عن او مختلف جدا جدا عن السابق يعني. فالجمهور الواعي ده، المساند ده، المؤازر ده، اللي بيشجع ده، اللي لو عنده الاهلي اهم من اي حاجه في حياته، عنده التواجد في المدرجات اهم حاجه في حياته، مهما كان تعبه، مهما كان اجهاده، مهما كان سنه، مهما كانت الصعوبات اللي بيلاقيها في ان هو يوصل للاستاد، لكن بيتنفس اهلي، بيعيش الاهلي، بيعشق الاهلي، فرحته رغم كل الصعوبات اللي عنده، ممكن تكون عنده صعوبات ماديه وصعوبات تعليميه واسريه واجتماعيه وكل حاجة، لكن في النهاية ما بيتأخرش ثانية، أول ما يبقى فيه احتياج ليه في المدرجات في زي مباراة النهاردة ولا حاجة هتلاقيه كل الصعوبات دي وأكنها لم تكن، واحد عيان جدا، واحد مصاب، واحد تعبان، واحد المسافة بعيدة، واحد من أسوان، واحد من أسيوط، واحد ظروفه المادية صعبة، وكل الظروف اللي ممكن تكون واحدة منها كفيلة إن هي تخليك تقعد في بيتك وتتفرج على اللقاء برضه وتشوف وسط أهلك برضه مفيش مشكلة، لكن هو بيلبي النداء، بيلبي احتياج الأهلي لتواجده في المدرجات، والأهلي بجمهوره وإدارته ولاعبيه وتاريخه ومبادئه وقيمه وكل ده بيجمع في الآخر
يعني اسم الاهلي. ليه الاهلي مختلف؟ الحاجات اللي بقولها دي على طول، من اكبر واحد لاصغر واحد، مسؤول او في المدرج او في اداره تنفيذيه او خارج النادي حتى، عنده اسم الاهلي. اسم الاهلي اهم حاجه، اهم من الحاجات الشخصيه، واهم من الصراعات الشخصيه، واهم من الخناقات الشخصيه، واهم من مين يكون في الصوره، واهم من مين يكون في المدرجات، واهم من مين ياخد اللقطه. كل ده مش مهم، المهم مين اللي توج باللقب، مين اللي حمل اللقب، مين اللي تاريخه بيمتد. كل بيشتغل على كده. والنجاح، النجاح بيجيب مادة، وده حلو جدا، وأكتر حاجة تفرحك لما نجاحك يجيب المادة. يعني المادة تجيب نجاح، وارد وارد، يبقى إنسان عنده ماديات كويسة جدا فينجح، لكن لما النجاح يبقى يعقبه ماديات، أعتقد إن دي بيبقى ليها لذة كبيرة جدا جدا جدا، ان انت تشتغل وتجتهد وتعمل حاجات كويسة وتقابل صعوبات فتحلها، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بماديات وحاجة، اعتقد ان دي بتبقى حاجة حلوة جدا جدا. الاهلي من سنة 82 لحد دلوقتي، لحد 2018 اللي احنا فيها، خط كتير جدا من اللقاءات والمباريات والمشاركات و لكن الاهلي طول عمره الاهلي، الاهلي باللعيبة اللي كانت موجودة في الملعب، باللعيبة، الادارة اللي كانت موجودة، بالجماهير اللي كانت موجودة، كله تحت اسم الاهلي. النهاردة يوم مش عادي، النهاردة 2 نوفمبر 2/11/2018 يوم مش عادي، ان شاء الرحمن باذن الله يبقى فتحة خير للمباراة التانية ان شاء الرحمن. وعايز اتكلم في شويه حاجات برضو يعني عشان الناس تبقى فاهماها. المباريات النهائيه بتبقى حماسيه وفيها دوافع حلوه وانقضاض زي الفل وتمام التمام، لكن التنشنه مش مطلوبه. التنشنه دي في المدرجات، ولا التنشنه دي في الملعب، ولا التنشنه دي على الخط، ولا التنشنه دي في اي مكان، مش مطلوبه. العصبيه كتير جدا بيفقدوا تركيزك، او حاجتين ممكن يفقدوا تركيزك، العصبيه والاجهاد. لما تكون مجهد جدا، تعبان جدا، مش قادر، فتركيزك يبدا يقل، تركيزك يبدأ يقل، أو العصبية والتوتر والتنشنة، فالتركيز يبدأ يقل، بتتعامل مع الموقف في اللحظة، في الثانية، وأنت متعصب أو متنشن أو متوتر، فبالتالي القرارات بتبقى غلط، وأنت تعبان وأنت مجهد وأنت مش قادر، فبالتالي القرار بيبقى متأخر ثانية، فبيبدأ يبقى غلط. فعشان كده التعامل مع اللقاء النهاردة لازم يكون بحاجتين، بقلب وعقل، قلب وعقل. يعني دايما حماسي جدا ومتحفز وعايز تكسب وتاكل النجيله وتقطع نفسك وتموت نفسك، تموت نفسك يعني على الكوره يعني. فمهم قوي جدا جدا الكلام الحماسي ده، لكن كمان بالعقل. يعني انا في اول اللقاء عايز ايه، وفي نص اللقاء عايز ايه، وفي اخر اللقاء عايز ايه، واللي عايز اكسبه النهارده، اللي عايز اكسبه النهارده من خلال ادائي ومن خلال رتم اللعب، ما امشيش عكس التيار وما امشيش بعافيه، هي مش خناقه، مش هخش في حيطه واقوم خابط نفسي فيها وانا متاكد ان الحيطه هتفضل ثابته وانا اللي هتعور. ما ينفعش. يعني عندي مباراه ثانيه، وعندي احتياج ثاني، وعندي اسلوب ثاني ممكن اتعامل بيه في المباراه الثانيه. بقول الكلام ده ليه؟ لان الكره وارد فيها كل حاجه. ومع الترجي تحديدا بقى، الترجي صاحب اسم كبير واسم عظيم، وانا بحترمه جدا وقلت لك الكلام ده مرارا وتكرارا، لكن مع الترجي تحديدا يعني القوتين بيبقوا قريبين، فعشان كده لما بتروح رادس الموضوع بالنسبه لك عادي، مفيش مشكله، هو على ارضه وسط جمهوره صحيح، لكن انت كمان عندك شخصيه، فبالتالي الموضوع ما بيبقاش صعب عليك قوي، لكن ما تصعبش انت الامر على نفسك، ما يبقاش تعامل غلط داخل الملعب يبقى على اثاره مثلا تعمل حركه يعني ب 30 ملهاش 30 لازمه، وما تساويش 2 جنيه في عالم الكوره، وتعمل لي مثلا يعني رده فعل مع لاعب، رده فعل مع مدرب، رده فعل مع زميل، رده فعل يا لا قدر الله تتعور، يعني الردود الافعال اللي هي مش مناسبه خالص ولا تتناسب مع الحدث. يعني اهميه الحدث تخليك في قمه تركيزك من دلوقتي لحد نهاية اللقاء. مفيش غلطة، مفيش أي تسرع، مفيش أي توتر، مفيش أي يعني حاجة أعملها تضر الفرقة الأول وبعدين تضرني. حكم اللقاء مهدي بن عبيد، راجل حكم للنادي الأهلي 4 مباريات، عنده 38 سنة، هو جزائري، وأنا يعني من أول برنامج هنا قلت لكم، أو أول الناس اللي قالت في برنامجنا هنا في ملعب الأهلي، قلت لكم أقرب واحد، هي مش محتاجة فزورة ولا حاجة، هو موجود في الستة اللي موجودين، وقلت لكم كمان اللي على الشاشة ده عنده 38 سنة، وهو راجل حكم للأهلي 4 مباريات، واحدة قدام الأفريقي التونسي، واحدة قدام أورلاندو في الكونفدرالية الاثنين، دي كانت أول مواجهاته مع الأهلي، ومرتين من الأربعة قدام الوداد، مرة 1-0 بهدف لرامي ربيعة، والمرة الثانية كانت 2-0 الوداد المغربي، وما حكمش بعديها للاهلي. يعني على مدار مثلا السنه اللي فاتت حكم لنا مباراه واحده بس اللي كانت قدام الوداد المغربي اللي خسرناها في دوري المجموعات 2-0، والمباراه او السنه اللي قبلها حكم برضو مباراه واحده بس كانت قدام الوداد برضو والاهلي كسبها 1-0،
والمباراه او السنه اللي قبلها حكم مباراتين للاهلي قدام الافريقي في دور مقرر 16 وواحده كمان قدام اورلاندو لو تتذكروا في قبل النهائي. هو حكم يميل للابتسامات شويه، بيوزع ابتسامات في كل حته هنا وهنا وهنا وهنا، لكن في القرارات بياخدها يعني الراجل يعني ما بيتكسفش يعني بياخد قراراته يعني بشكل معظمها بيبقى سليم، معظمها بيبقى سليم. العجيب في الاجتماع الفني ودي حاجه برضو تبقى انتوا عارفينها ان مفيش ولا حكم، ودي اعتقد ان هي المباراه الاولى او الاجتماع الفني الاول في تاريخ الاتحاد الافريقي مثلا من ال 20 سنه اللي فاتوا، ما قبل ال 20 سنه ما اعرفش كانوا بيعملوا اجتماعات فنيه ولا لا، لكن من ساعه ما جت او من اول ما بدا فكره ان يبقى في اجتماع فني يسبق المباريات الافريقيه سواء كان دوري الابطال او الكونفدراليه ما يبقاش فيه ولا حكم، ولا حكم كان موجود. ايدي مايه الحكم اللي هو او الراجل المسؤول عن الحكام، وكان موجود المراقب، وكان موجود المنسق، المراقب من السودان والمنسق من ليبيا او العكس، لكن ما فيش ولا واحد من الحكام الاربعه اللي هيديروا اللقاء النهارده اللي هو مهدي بالعبيد والحكم المساعد اول عبد الحق، مش عارف اسمه عبد الحق ايه، لكن ده برضو يعني حكم كويس جدا، المساعد ده حكم هايل جدا، رغم ان هو ما حسبش للاهلي جول لو تتذكروا بتاع احمد عبد الظاهر في اورلاندو في 2012 المباراه الختاميه والنهائيه اللي الاولى كانت هناك في اورلاندو 2013 اللي ابو تريكه جاب فيها الجول، لكن في المباراه ديت كان احمد عبد الظاهر له جول هدف صحيح 100% كان اللي تم الغاءه، وكان جمال حمودي هو الحكم اللقاء والمساعد كان عبد الحق دوت، وكان جول صحيح كانت النتيجه هتبقى 2-0 قبل ما كان اورلاندو يتعادل 1-1 في النهايه في الدقيقه 93 ولا حاجه، كانت هتبقى 2-0 وكانت الموضوع هيتسهل على الاهلي، هو رفع الرايه بتاع التسلل، وهي كانت كره ما فيهاش اي حاجه خالص وجول صحيح 100% كان جابه احمد عبد الظاهر لو تتذكروا يعني. لكن في النهايه انت ممكن تغلط مره او تغلط مرتين او ثلاثه بقدراتك وامكانياتك والسي في بتاعك، اقول لا ده انت ما كنتش موفق، هو ما كانش موفق في اللعبه دي، لكن انا تقييم الشخصي ليه عبد الحق اللي هو المساعد الاول ده اعتقد ان هو يعني حكم جيد جدا او مساعد جيد جدا. المساعد الثاني هو رواندي، يعني اثنين من الجزائر واحد من رواندا، والثالث اريك، فاكرين لما قلت لكم الجابوني اريك انا كنت متوقع ان هو يدوا له المباراه الثانيه لكفاءته وامكانياته وقدراته الحكم الجابوني اريك، لكن النهارده هو ادوا له يكون حكم رابع موجود النهارده، وعلى تقنيه الفيديو كاول مره في دوري الابطال عملوها في السوبر، لكن النهارده كاول مره في دوري الابطال جسامه واثنين من السنغال هم المسؤولين عن تقنيه الفيديو. ايا كان بقى مين اللي موجود في الملعب، مين اللي موجود في تقنيه الفيديو، اعتقد ان هي هتبقى في صالح يعني اللي يستحق، يعني جاء جول هيتم احتسابه حتى لو كان الحكم لغاه، تسلل وتم احتسابه هدف مثلا ولا حاجه هيتم الغاءه، ان هي تقنيه الفيديو هتقول كلمتها يعني. وقلت مرارا وتكرارا للمساعدين وبنقول لكل الحكام المصريين مع تقنيه الفيديو مهدوا نفسكم ان انت ما ترفعش الرايه عمال على بطال، لان انت لو رفعتها وهي مش تسلل مش هنرجع في كلامنا، مش هنقول للزمان ارجع يا زمان وارجع يا مهاجم ونقعد نرجع بالبطيء كده، كفايه اللي احنا بناخده، هنرجع للدوري بكره، هنرجع للدوري بكره، خلينا في الحاجات الحلوه دي، خليها في الحاجات الحلوه الخاصه بنهائي افريقيا، بس من بكره نبدا نتكلم في الدوري ان شاء الله الرحمن يعني. طيب على العموم هي مباراه ما بتحتملش اخطاء، مباراه التركيز فيها عالي، مدرب ومساعد ومدرب حراس وجهاز معاون من الدكتور والمساعدين والتاهيل والعمال والاداريين كله في واحد في مكانه، كل واحد في اختصاصه، كل واحد في الدور اللي بيعمله، وطبعا نهاية باللعيبة داخل الملعب. إن شاء الرحمن المدرجات أنا عارف إنها هتبقى ملتهبة جدا، تهز برج العرب، هتهز برج العرب النهاردة مدرجات النادي الأهلي ومساندة النادي الأهلي ومشجعين النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، هيهز برج العرب، هيدب الخوف والرعب في قلوب كل لاعيبة الترجي مهما كانت خبراتهم وشخصياتهم وإمكانياتهم وكل حاجة، لكن هو أداة مساعدة كبيرة قوي النهاردة في اجتياز خطوة وعقبة مهمة جدا في المشوار الإفريقي بإذن الله. كلنا على ايد واحده او كلنا في ايدنا في ايد بعض وكلنا على قلب راجل واحد باذن الله، وزي ما بديت بالفتحه ان شاء الرحمن كلنا ان شاء الرحمن باذن الله تعالى نفرح في اخر اليوم، لكن ايا كانت النتيجه هي نتيجه معلقه لبعد مباراه الاهلي ورادس، فعالياتنا كتير، الكلام كتير، الاحساس اجمل، واللي جوه القلب احلى بكتير جدا جدا من اللي طالع على اللسان، اللي جوه القلب معنويات واسف ومعاني حلوه قوي ممكن يعجز اللسان ان هو يقولها، لكن تكمل بالفرحه ان شاء الرحمن، تكمل بصعود الاهلي، تكمل بسعاده جماهير النادي الاهلي، تكمل بالتسعه البطوله المحببه والغاليه والعزيزه جدا على كل الجماهير الاهلاويه واللي فرقت كتير جدا
عن ما قبل 2000. ما قبل 2000 الاتحاد الافريقي كان بيساوي ما بين دوري ابطال افريقيا وما بين ابطال الكؤوس، الاثنين بالنسبه له واحد، عشان كده كان بيخير الناس. لو انت عايز مثلا فرقه واخده الدوري والكاس في بلدها، فيقول لها يبعت لها جواب انت عايز تخش فين يا ستي، تقول له انا عايز اخش ابطال الكاس عشان انا واخده مرتين ثلاثه، فعايزه يعني الكاس احتفظ بيه، لانه كل ثلاث بطولات كان الفرقه بتاخده عندها او بتاخد الكاس عندها. فدوري ابطال الدوري كان زيه بالظبط زي دي ابطال الكؤوس، هما الاثنين واحد. حتى الاتحاد الافريقي لما صنف ولما قيم يعني قال ده اربع درجات وده اربع درجات، الاثنين واحد، الاثنين زي بعض. لكن ما بعد 2000 بقى الاتحاد الافريقي قال لك لا، دي بطوله في حته ودي بطوله في حته ثانيه خالص، يعني دي حماده وده حماده ثاني خالص. نطلع فاصل وبعدين تقرير عن النادي الاهلي، وبعدين نشرح شويه حاجات بقى كده بالارقام والتواريخ والحاجات الخاصه بالاهلي والعريس الافريقي او الغول الافريقي او الاسد الافريقي، بس المره دي اسد بجد، يعني اسد باسد، يعني اسد اسد. اوكي نتكل على الله. يوم فرحة ويوم نصر بإذن الله على كل الجماهير الأهلاوية وكل الجماهير المصرية، عشان هو يوم مختلف. النهاردة كمان إحنا لازم نكون عندنا حاجات مختلفة، في فقرات كتير جدا جدا. محلل الأداء أحمد ثابت هيبقى معانا بعد شوية، وكمان النص التاني من ملعب الأهلي أو النص الأهم في ملعب الأهلي الفني في الإطار الفني هيبقى موجود معانا، ثلاثة على مستوى عالي جدا طبعا في التحليل الفني، ويخصوا بالتاكيد قناه الاهلي، وكمان رؤيه فنيه خاصه بنهائي افريقيا، النهائي الاقوى والاقدر في التاريخ او في التاريخ الكره الافريقيه في العشر سنين اللي فاتوا تحديدا الاهلي والترجي. هيبقى معانا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني، وعشان هو يوم مختلف لازم تواصلكم معانا يبقى كمان مختلف عبر صفحتنا على الفيسبوك، صفحه قناه الاهلي وملعب الاهلي. احنا النهارده عاملين ثلاث تيشرتات هديه من برنامج، من اسره البرنامج والمعدين. محمود شوقي هو اللي هيدفع فلوس على فكره عشان تبقى على بياض كده يعني واضحين. فثلاث تيشرتات، ثلاث تيشرتات. اتوقع النهارده مباراه الاهلي والترجي، ومين هيكون متالق وهيحرز اهداف من خلال بقى يعني رسائلكم، من خلال اللي هتبعتوه هننقي او هنختار او هنعمل تصفيه او قرعه في اكتر ثلاثه بعته صح، اكتر ثلاثة بعته صح. توقع النتيجة والاهداف، توقع النتيجة والاهداف، احنا بنصعبها مش بنصعبها ولا حاجة، فانت توقع النتيجة ان شاء الرحمن والاهداف وتبقى يعني حظك كويس معانا، وفي ملعب الاهلي ان شاء الرحمن يبقى ليك عندنا استضافة كده ونسلمك تيشيرتاتك باذن الله. ثلاث تيشيرتات مش تيشيرت واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، يا رب يكونوا 3-0، يا رب يبقى فال كويس ويبقى 3-0. تاريخ الاهلي مع البطولات الافريقية تاريخ ممتد، ممتد من سنة 76 أول مشاركة للأهلي في دوري أبطال إفريقيا، لكن كانت مشاركة مختصرة شوية، خرج الأهلي بدري، لكن فعالياته بدأت في الثمانينات، في أوائل الثمانينات كده لحد 81 لما الأهلي كان مرشح إن هو يوصل للمباراة النهائية مع شبيبة القبائل، اللي لم تخن الذاكرة يعني كان مع شبيبة القبائل في الدور قبل النهائي، وبعدين حصلت حاجة في مصر طبعا، وفاة الرئيس والزعيم أنور السادات في 81، وتم الغاء او المباراه او تم انسحاب من المباراه. في سنه 82 كانت اول فرحتنا، في سنه 82 كانت اول فرحتنا على المستوى الافريقي في دوري ابطال افريقيا مع كوتوكو. المباراه اللي كانت اولها هنا هي مباراه ممتده لشوطين طبعا، الشوط الاول كان على استاد القاهره والنتيجه التاريخيه المعروفه 3-0، وكان الاهلي في مشواره في دوري ابطال افريقيا سنه 82 البدايه الاولى للنادي الاهلي في بدايات افريقيا كانت من خلال سنه 82 الاهلي لعب 10 مباريات في السنه ديت، وانت الناس تستغرب يعني ليه 10؟ ليه بنلعب دلوقتي 14 وزمان كانت 10؟ كانت 10 زمان عشان ما كانش فيه دوري مجموعات، ما كانش فيه دور الثمانيه اللي كان مجموعات، وبعد كده تم تعديل وبقى دور ال 16 هو المجموعات. فلما تلعب دوري المجموعات وتلعب دور 16 مجموعات زادوا اربع مباريات، لكن الاول كانت 10، كانت بتبدا مثلا يعني كان يبدا دور ال 32 ودور ال 16 ودور الثمانيه ودور الاربعه ودور النهائي، فبتبقى 10 مباريات، ال 32 ادي مباريتين، ال 16 مباريتين، الثمانيه مباريتين، ودور الاربعه مباريتين، والدور النهائي مباريتين، فبالتالي المجموع بيبقى 10. تفاصيل الرحله الاولى لدوري ابطال افريقيا والكاس الاول للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، واللي ادى افضليه للاهلي او كانت البدايه ان الاهلي ياخد نادي القرن الافريقي كانت سنه 82 من خلال 5 فوز في المشوار وتعادل 3 مرات وهزيمه مرتين، والاهلي
كان له 18 هدف وعليه 5 أهداف، عليه 5 أهداف وله 18 هدف. النتيجة الأولى كانت ما بين الأهلي وكوتوكو في استاد القاهرة 3-0، والعودة كانت 1-1. كنت أتمنى كمان يعني أقول لكم التفاصيل حتى تاريخية اليوم بالظبط، لكن هدافي الأهلي في البطولة ديت كان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي وكابتن علاء ميهوب، والراجل ده على المستوى الأفريقي يعني ممكن ما يبقاش واخد حقه بشكل كبير اللي هو علاء ميهوب ده، على المستوى الأفريقي عنده حاجات كتيرة جدا 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 كابتن علاء ميهوب، كويسة جدا على المستوى الأفريقي وبطولات الأهلي الأفريقية. البداية كان هداف البطولة كابتن محمود الخطيب وله هدفين أو 3 أهداف، 2 هنا في استاد القاهرة وهدف هناك، ادى الأفضلية والارتياحية في، يا سلام عليك يا حازم البرعي، تحية كبيرة لحازم البرعي، قال لي 26 نوفمبر المباراة الذهاب، 28 نوفمبر مباراة الذهاب، والعودة كانت 12 ديسمبر 12/12 سنة كام؟ 82 12/12 سنة 82. طيب يبقى هداف البطولة كان كابتن محمود الخطيب بست أهداف، وكان له من الستة دول 3 في النهائي كمان يعني، أو في المباراة الأولى كان هدفين، والمباراة الثانية الختامية كان هدف في 1-1 اللي ادانا طبعا أفضلية وارتياحية، لأن كتوكو ساعتها كان كسبان 1-0 بالهدف ده، موت اللقاء خالص كابتن محمود الخطيب. وموسم بقى 87 آسف كانت البطولة الثانية، البطولة الثانية يعني الأهلي قعد 4 سنين يعني ما بيشاركش في دوري ابطال الافريقي او دوري ابطال الدوري. ليه؟ لان الاهلي 83 كان موجود وخسر في النهائي قدام كوتوكو، سيناريو بيكرر مره ثانيه مع كوتوكو، لكن الافضليه كانت لكوتوكو في 83، وبعدين 84 و85 و86 الاهلي كان بيشارك في دوري ابطال الكؤوس في 84 و85 و86 وخدهم كلهم او حصل عليهم كلهم. في 87 الاهلي بعد ما احتفظ بالكاس، بعد ما احتفظ بالكاس، وبقول كده لاصحاب العقول المنيره يعني اللي بتفكر والمنطق، تخيلوا انا هقول لكم على حاجه في منتهى الاهميه، الاهلي راح من 86 ل87 راح من دوري ابطال الكؤوس او دوري او ابطال الكؤوس اسف لدوري ابطال الدوري سنه 87. ليه؟ لانه احتفظ باللقب فقال لك اروح للبطوله الثانيه، خد 84 و85 و86 ابطال الكؤوس، وبالتالي خلاص خد اللقب وخد واحتفظ بالكاس، فراح رايح للبطوله الثانيه اللي هي 87 عشان الناس بس تبدا تشغل دماغها. ليه الاهلي يعني بيقول ان التصنيف بتاع 94 في القرن ده كان مساوي ابطال الكؤوس والدوري كلهم واحد عند الاتحاد الافريقي، فعشان كده انا ممكن اشارك هنا او اشارك هنا، فكان بيبقى فيه حاجات في التفكير او اختيار او القرار مرتبطه بالمعايير اللي حطها الاتحاد الافريقي. سنه 87 الاهلي بيخوض البطوله من خلال 10 مباريات، بيتكرر الارقام ديت، وانا من هواه الارقام، فهتلاقي نفس عدد الفوز اللي كان في سنه 82 هو نفس عدد الفوز في 87، التعادل 2، الهزيمه 3، كان له في 82 18 هدف وله في 87 برضه 18 هدف، لكن في 87 كان عليه 6 اهداف، كان في 82 عليه 5 اهداف فقط. الهدافين بقى والمباراه الاولى كانت ما بين الاهلي والهلال، والثانيه طبعا بالتاكيد كانت ما بين الاهلي والهلال السوداني، المباراه الاولى في السودان 0-0 والمباراه الثانيه كانت في مصر 2-0. هداف البطوله كابتن محمود الخطيب مره ثانيه ب5 اهداف، ال 82 كانت 6 اهداف، وكابتن ايمن شوقي 3 اهداف، والراجل ده برضو له هدف في المباراه الثانيه كان هدف مهم جدا جدا جدا، ادى ارتياحيه للنادي الاهلي بعد ما الثعلبي لو تتذكروا اللاعب السوداني كان احرز الهدف الاول في مرماه، رجع كابتن ايمن شوقي عشان يدي افضليه وارتياحيه شديده جدا من خلال اللقاء 2-0، فبيصعب الامر على الهلال السوداني. دي كانت 87، يبقى 82 و 87. اللوجو بتاع الاهلي هتلاقيه مختلف شويه، اللوجو بتاع الاهلي هتلاقيه مختلف شويه عن الفتره اللي احنا فيها، ويعني هيجي حلقه كده هقول لكم تغيرات سواء كانت في لوجو الاهلي او حتى في طريقه من طرق الاهلي من خلال المشوار، بس نخليها حلقه لوحدها، خلينا النهارده في العرس الافريقي الكبير للنادي الاهلي. دي كانت البطوله الثانيه، البطوله الثالثه غابت عن الاهلي 14 سنه من سنه 87 لحد سنه 2001، 14 سنه كامله الاهلي غاب عن المشهد الافريقي، كان دي اخر حاجه موجوده بالنسبه له في دوري ابطال افريقيا، ورجع من خلال 93 في دوري او بطوله ابطال الكؤوس سنه 93 لما كسبها الاهلي على فرقه افريكا سبور، الفرقه المرعبه
جدا في كوت ديفوار، وكانت مرعبه طبعا في التوقيت ده او في الزمن ده بالنسبه لافريقيا. يرجع الاهلي من جديد سنه 2001 بجيل اقرب، ودي اقرب بطوله على فكره، اقرب بطوله للبطوله اللي احنا عايشينها في الوقت الحالي. موسم 2001 هي اقرب بطوله للاهلي في موسم 2018، اقرب بطوله بعد سنه 2000 ورحيل بعض النجوم عن النادي الاهلي، كان كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن وكابتن سمير كمونه وكابتن محمد يوسف في الوقت الحالي وفي وقتها وزمانها وفيليكس ومحمد عماره ومجموعه كبيره من النجوم والاسماء اللي كانت موجوده، سمير كمونه كبير جدا او عدد كبير جدا من الاسماء رحلت بعد التسعينيات وذهبت للاحتراف او للاعتزال، واسامه عرابي ومجدي طلبة، عدد كبير جدا من الاسماء ما كانش موجود، كابتن احمد شوبير، كل الاسماء اللي انا قلتها. تيجي سنه 2001 بجيل من الشباب مع مدير فني هو الاحق والاقدر والامهر وصاحب الشخصيه الكبيره والقويه جدا في عالم التدريب وخصوصا في القاره الافريقيه في الوقت اللي احنا فيه او حتى في السابق، يعني في الوقت الحالي من خلال التاريخ، يعني كان مانويل جوزيه يتولى القياده الفنيه للنادي الاهلي بجيل شاب جدا مكون من احمد ابو مسلم ومكون من رضا شحاته ومكون من صندي وحسام غالي وعادل مصطفى ومجموعه ووائل رياض شيتوس وناس كتيره جدا جدا، بعض العناصر اللي عندها خبره يعني كان عصام الحضري وكان سيد عبد الحفيظ وكان خالد بيبو وكان هادي خشبه ووليد صلاح، المجموعه دي الدمج ده ادانا البطوله في 2001 اللي هي اللي انا بقول ان هي اقرب بطوله لموسم 2018 اللي احنا فيه. من خلال 14 لقاء خاضهم الاهلي رجع بقى او كان بدات تخش حته دوري المجموعات فتزيد عدد المباريات، فاز الاهلي في 8 وتعادل في 3 واتغلب في 3 وكان له 23 هدف وعليه 10 اهداف، والمباراه الختاميه كانت ما بين الاهلي وصن داونز، ويمكن انا بقى ممكن اقول لكم التواريخ ساعتها هي مش موجوده لكن اقولها لكم، كانت المباراه الاولى 8/12 والمباراه الثانيه 21/12، يعني كانت سنه 2001 المباراه الاولى كانت هناك في جنوب افريقيا بريتوريا تحديدا، كانت ما بين الاهلي وصن داونز 1-1، كنت انا الحمد لله رب العالمين ربنا كان كرمني بالهدف هناك، وهنا كان خالد بيبو يعني واحد من النجوم و اللعيبه الفازه جدا في مشوار الاهلي وخصوصا في الالفيه الثالثه وبداياتها، كان خالد بيبو كان هداف الاهلي في الوقت ده بست اهداف ومنهم بس ثلاثه في النهائي، ثلاثه في النهائي من السته دول، نص الاهداف اللي جابها خالد بيبو له كل التحيه والتقدير، عمل بطوله هائله جدا جدا وكان عامل فارق شديد جدا مع النادي الاهلي في البطوله ديت، وكان علاء ابراهيم كمان يعني هداف ثاني مع خالد بيبو بخمس اهداف. دي كانت البطولة التالتة للنادي الأهلي. تيجي من البداية اللي هي 2001 لحد وقتنا هذا والأهلي متسيد أفريقيا، الأهلي مرعب أفريقيا، الأهلي أسد أفريقيا، الأهلي غول أفريقيا، كل الحاجات اللي ممكن تقولها تصنيف أو تشبيه، وهنا بقى أسماء مملوكة مش في غير موضوعها، لا في موضوعها، الأهلي أسماء مملوكة في موضوعها مش في غير موضوعها أبدا. تيجي بطولة 2005 الأهلي بيغيب 2002 و2003 و2004 وبيرجع من خلال البطولة ديت 2005 في بطولة هي مش الأهم، هي الأحق عن كل الدرجات اللي ممكن تشيد بيها من خلال الأرقام الغير طبيعية اللي صعبة تتكرر ومن خلال الفوارق الفردية والمهارية والجماعية والتدريبية وكل حاجة. بطولة 2005 ديت من الثانية الأولى للثانية الأخيرة في البطولة وكل الناس بكل ميولها بكل جنسياتها بكل بشرتها بيضة سمراء ايا كان شمال افريقيا وسط افريقيا زي ما انت عايز قول، الاهلي كان هو المرشح الاقوى في بطولة 2005 لدرجة ان المدير الفني للنجم الساحلي في المباراة الختامية لعب الاهلي من نص ملعبه، يعني ما كانش بيضغط على الاهلي حتى في التلت الاخير من الملعب، بيسيب الاهلي قدام في النص الملعب كامل من خوفه انه هيتغلب من الاهلي في المباراة الختامية اللي كانت في سوسة، والمباراة الختامية الثانية كانت هنا في القاهرة بالتأكيد وفاز الأهلي 3-0 من خلال كانت في 12 نوفمبر. يا سلام عليك يا أبو راعي، 100 100 ليك سندوتش. أوكي، من خلال 14 مباراة هتلاقوا أكبر عدد فوز كان في 2005 للكلام أو ترجمة الكلام اللي أنا بقوله، أكبر عدد فوز كان 9 مباريات. النهارده ان شاء الرحمن الاهلي ممكن كمان يوصل او يقرب لده لو كسب الترجي رايح جاي ان شاء الرحمن باذن الله تعالى يعني، لكن من خلال 9 فوز ومن خلال 5 تعادل ولا هزيمه وله 23 هدف وعليه 5، بصوا الفرق عامل ازاي عشان تعرفوا ان فرقه من
14 لقاء يدخل مرماها 5 اهداف بس وليها 23 هدف. والمباراه الختاميه جامعه الاهلي والنجم الساحلي وهداف البطوله كان محمد بركات، واحد من الناس برضو اللي لازم تاخد حقها سواء محليا او افريقيا، واحد من الناس اللي انا كان سعيد الحظ جدا جدا وتشرفت جدا ان انا لعبت معاه او حتى اشتغلت معاه. محمد بركات واحد من الناس المميزه جدا المسؤول جدا. ويبقى القناص هو الهداف الثاني عماد متعب باهدافه وتواجده خلال موسم 2005، ودي كانت من بدايات عماد متعب كمان في السنه ديت، وبعد كده له اثر كبير جدا في البطولات اللي بعد كده. البطوله اللي بعد كده الرابعه كانت موسم 2006، على طول الموسم اللي بعده على طول، والاهلي بيحتفظ باللقب مره ثانيه من خلال 14 مباراه. عدد الفوز بيقل مره، هنا اللي فات كان 9، المره دي 8، تعادل 4، هزيمه 2، له 24 وعليه 7. والمباراه الختاميه جمعت ما بين الاهلي والصفاقسي التونسي في مباراه تعادل فيها الاهلي هنا 1-1 بهدف طبعا لمحمد ابو تريكا، الهدف الفاول اللي دخل في المرمى مباشره، ومن خلال النجم الاسطوري للنادي الاهلي في ما بعد موسم 2005، الراجل ده محمد ابو تريكا بعدد اهداف 8 اهداف كان هداف البطوله، وبرضه يجي معاه القناص عماد متعب ب5 اهداف. دي كانت البطوله الرابعه. البطوله الخامسه موسم 2008 او سنه 2008، بعد ما الاهلي خسر من النجم الساحلي موسم 2007، فعدد تكرار نهائيات ممتد من 2005 و2006 و2007 و2008، 4 سنين في بطوله واحده دوري الابطال هي الاقوى. فبالتالي كان حاجه كبيره جدا وعظيمه جدا للنادي الاهلي. في برضه في ايام مشابهه للي احنا فيه ده سنة 2008، الأهلي بيخوض المباراة الأولى قدام القطن الكاميروني في البطولة الرابعة أو البطولة الخامسة بقى للنادي الأهلي. مظبوط البطولة الخامسة كده ولا إيه؟ إحنا وصلنا دي البطولة السادسة بقى، دي البطولة السادسة من خلال يعني الأهلي والقطن الكاميروني في نفس اليوم اللي إحنا فيه ده، يعني من عشر سنين بالظبط بالتمام والكمال، من عشر سنين في نفس اليوم اللي إحنا فيه ده الأهلي كان بيواجه الترجي او كان بيواجه القطن الكاميروني، وكنت يعني سعيد الحظ برضو ان انا كنت بعمل الاستوديو التحليلي في الوقت ده. موسم 2008 كان الاهلي والقطن الكاميروني، والاهلي كسب القطن الكاميروني 2-0. الاهداف كانت لفلافيو ووائل جمعه في اول ربع ساعه لو تتذكروا في استاد القاهره 2-0، وكان فلافيو ضيع عده اهداف كانت كفيله انها تريح الاهلي جدا جدا. لكن من خلال 12 مباراه، انا مش فاهم ليه 12 بقى المره دي، يعني 12 هي كده 14 بس 12 ازاي؟ في حاجة مش مظبوطة هنا يا باشا. 12 مباراة الأهلي فاز 6 ويعني تعادل 5 وخسر 1، بس 12 ليه؟ 12 دي غريبة شوية. 12 ماشي أوكي، له 17 وعليه 10 أهداف. الأهلي بيفوز باللقب السادس بالنسبة له بعد ما تعادل في جروة لو تتذكروا، الأهداف كانت لأحمد حسن وشادي محمد من ركلة الجزاء، وكان الحكم جزائري هو الكابتن جمال حمودي اللي بعد كده أدار عدة نهائيات للنادي الأهلي، وكان هداف البطولة أمادو في فلافيو وب5 أهداف وأبو تريكا 3 أهداف. تيجي البطولة السابعة للنادي الأهلي موسم 2012، فظل الصعوبات والأزمات واحوال مش مستقره وعدد كبير جدا جدا من اللعيبه الغايبه وفي نفس الوقت اللي مش جاهزه، وبطوله الدوري على كف عفريت ومهب الريح ومش موجود يعني استقرار مادي بشكل كبير جدا في السنه ديت. الاهلي بيخوض موسم 2018 في ظل كل الصعوبات ديت، بتيجي يعني مواقف الاهلي او شخصيه الاهلي او سمات الاهلي ولعيبه الاهلي اللي بتتحدى اي حد وبتتفانى في اي شيء عشان بس توصل لهدفها ولقبها. فوصل الاهلي من خلال 14 مباراه لعدد فوز 7 تعادل 5 وهزيمه 2 وله 22 هدف وعليه 13 هدف. ومواجهه الترجي التونسي كانت اولى مواجهات الاهلي مع الترجي التونسي في النهائيات، مش من خلال الادوار، في النهائيات كانت 2012، ومحدش كان يعرف ابدا سبحان الله ان هيتكرر النهائي ده مره تانية بعد الاهلي والنجم الساحلي مرتين في 2005 و2007. بيواجه الاهلي والترجي مره تانية انديه من تونس مرتين 2012 و2018. المباراه الاولى كانت يوم
المباراة الأولى مع الترجي كانت يوم 4 نوفمبر، والمباراة الثانية كانت 17 نوفمبر، المباراة الأولى كانت 1-1 والمباراة الثانية كانت 2-1. طبعا 1-1 هنا بهدف لسيد حمدي، و2-1 بهدفين لمحمد ناجي جده، وطبعا يعني كابتن وليد سليمان أو الحاوي وليد سليمان في مباراة هي الأجمل على المستوى التكتيكي والفني والسيطرة وكل شيء في عالم كرة القدم، من أجمل النهائيات، من أجمل النهائيات اللي أداها الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. الأهداف والهدافين كانوا محمد أبو تريكة بستة أهداف، وكان أضاع ركلة الجزاء لو تتذكروا مع معز الدين بن شرفية في اليوم ده، كانت ممكن تبقى 3-1، ومحمد ناجي جده يعني أحرز خمس أهداف، منهم أربعة من الخمسة اللي أحرزوا محمد ناجي جده في بطولة 2012 في قبل النهائي والنهائي. في قبل النهائي كان مع صن شاين جاب هدفين من الأصل ثلاثة، ومباراة العودة كان كسب الأهلي 1-0 وكان هو صاحب الهدف، ومباراة النهائية والختامية اللي كانت في رادس كان أحرز هدف محمد ناجي جده. آخر بطولة حصل عليها الأهلي موسم 2013 كانت قدام أورلاندو اللي هو بطل جنوب إفريقيا، وكان الأهلي ساعتها بيأكد أو بتزيد الصعوبات عند النادي الأهلي من خلال دوري موقوف أو شبه يعني منتهي ومش متواصل، ولعيبة مش جاهزة، كل تجهيزهم كان على البطولة الأفريقية، بل بالعكس احنا كنا بنعمل كمان مباريات مش لاقيين فرق، لأن الفرق كان معظمها واخدة أجازات ومش موجودة خالص على الساحة. كنا بنعمل مباريات في الديرة كده في الاستخبص، كنا بنعمل مباريات في الاستخبص. على العموم من خلال 14 مباراة موسم 2013 الأهلي كسب 7، والأرقام بتتكرر مرة تانية. في موسم 2012 الأهلي كان كسب 7، وفي 2013 الأهلي برضو كسب 7، تعادل 6، هزيمة 1، كان له 19 وعليه 12 هدف، والهزيمة دي كانت الوحيدة سبحان الله تحت الظروف صعبة جدا وكانت مش طبيعية قدام أورلاندو، كانت في رمضان الساعة 2 الظهر، وكان ساعتها يعني الأهلي تم طرد أحمد عبد الظاهر من الشوط الأول، كان حكم جزائري برضو اللي بيدير اللقاء. الأهلي كان بيواجه أورلاندو في المباراة الأولى إن لم تاخد 2 نوفمبر برضو، أنا كنت لسه هقول كده، إن لم تاخدني الذاكرة كانت برضو يوم 2 نوفمبر، وده برضو فال حلو، أدي الرقم هو 2 نوفمبر أو التاريخ 2 نوفمبر بيتكرر معانا مرتين، ودي الثالثة، إن يبقى نوفمبر أهلاوي و2 نوفمبر أهلاوي بإذن الله. فإن شاء الرحمن بإذن الله تبقى السعادة للنادي الأهلي من خلال مواجهة الأهلي مع القطن الكاميروني في 2008، ومواجهة الأهلي مع أورلاندو في 2013، ومواجهة الأهلي مع الترجي في 2018. الهدافين كانوا محمد أبو تريكة، وبصوا الراجل ده عدد أعمال قد إيه مع النادي الأهلي، يعني هتلاقي يا إما هداف يا إما وصيف محمد أبو تريكة في بطولات الأهلي الأفريقية، كان له يعني كان له بصمة كبيرة جدا في البطولات الأفريقية بالنسبة للنادي الأهلي الأخيرة. وعماد متعب الراجل ده برضو محتاج ان هو مش محتاج يعني لازم ياخد حقه في العالم، عالم كرة القدم، وخصوصا مع كل الأهلاوية وكل الناس المتابعة في البطولات الأفريقية. عماد متعب دي كانت آخر بطولة للنادي الأهلي في البطولات دوري أبطال إفريقيا من أصل 8، النهاردة إن شاء الرحمن هتبقى 9 بإذن الله تعالى، هتبقى 9 من خلال لعيبة النادي الأهلي اللي موجودة لأصحاب الخبرة وليد سليمان وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور وعمرو السلية ووليد أزارو وكل العناصر الشابة المندفعة اللي عايزة تحقق بطولة قارية وبطولة مهمة جدا في النادي الأهلي، سواء كان أحمد حمودي ولا ميدو جابر ولا إسلام محارب أو المجموعة اللي موجودة ورا، سواء كان سعد الدين سبير بخبراته ولا أنا، إن شاء الرحمن هيبقى له حاجة كويسة جدا على المستوى النهاردة بإذن الله، سواء كان كرات عرضية علينا أو لينا مهمة. وأنا قلت لكم هنا من خلال ملعب الأهلي، قلت لكم الناس دايما بتروح لأصحاب المهارات أو الناس اللي بتخلص، الناس اللي هي بتجيب أهداف، لكن في لعيب بيبقى مهم جدا، مهم جدا، في فرق بين اللعيب الأهم واللعيب الأخطر. اللعيب الأخطر الحتة المهارية اللي بيبقى على الجول كويس وحواليها ندندن، حوالين المرمى بندندن كتير قوي عشان نوصل بشكل كويس قوي للمرمى، لكن في لعيب بيبقى مهم قوي محدش يحس بيه غير الناس المهنية، غير الناس الحرفية، غير المدرب، غير الناس المسؤولة. كل لعيبة النادي الأهلي النهاردة هي لعيبة مهمة من مركز حراسة المرمى حتى يعني وليد أزارو. كل التوفيق للأهلاوية، التسعة، التسعة أهلاوية. قبل ما نتكلم مع بعض ونكمل كلامنا ناخد فاصل ونرجع لكم من جديد. طبعا بتبقى حاجه يعني مؤسفه جدا جدا وشديده في الحزن في وسط فرحتك او في وسط استعدادك لحاجه حلوه جدا لكل الجماهير المصريه وكل الشعب المصري، بيجي خبر زي اللي سمعته من شويه، يعني طبعا حادث ارهابي بشع وحقير بالتاكيد بيحصل في المنيا، كل الشهداء وكل الناس اللي توفاها الله ربنا يتقبلهم في رحمته باذن الله. حادث ارهابي يعني ربنا
يعني يوفق مصر وكل القائمين عليها وكل القادة اللي فيها في مواجهة إرهاب غاشم لا أصل له ولا ملة. فعلى العموم الواحد بيبقى بيستعد وبيحضر الكلام لحاجات معينة وبيجي خبر زي ده يعني، لكن في النهاية واثق جدا جدا من تكاتف الشعب المصري ومن كل الناس اللي موجودة في مصر، مش حكومة أو قيادات بس، كمان شعب بإذن الله في مواجهة الإرهاب ده بإذن الله تعالى. كمل كلامنا على الأرقام. من خلال الأرقام ديت طبعا قناة الأهلي بتنعي الناس كلها، يعني قناة الأهلي والقائمين عليها والمسؤولين بتنعي شهداء حادث المنيا الغاشم ده. دي أبطال أو كان لهم شرف إن هم ياخدوا البطولة الإفريقية من الأرقام الأكبر فالأصغر، أو من الأكبر أو من الأعلى للأدنى. الأهلي في المقدمة بثمان مرات فوز، سنة 82 و87 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكان الوصيف ثلاث مرات، 83 و2007 و2017، 83 قدام كوتوكو طبعا، و2007 قدام النجم الساحلي، و2017 قدام الوداد المغربي. الزمالك بخمس ألقاب، موسم 84 و86 و93 و96 و2002، ومنهم ثلاث مرات بركلات جزاء هي اللي حسمت اللقب للزمالك، وكان الوصيف مرتين. مازيمبي خمس مرات بطل ومرتين وصيف. هافيا كوناكري ده كان موجود في غينيا، هافيا كوناكري كان ثلاث مرات بطل ومرتين وصيف، ودي كانت من سنة 72 حتى سنة 78. والراجل ده او النادي ده لو كمل كان هيبقى له شأن كبير جدا، يعني ما اعرفش اختفى ليه كده، لكن تخيلوا ان هو سنة 72 و75 و77 يعني خد البطولة قبل الاهلي ما ياخد البطولة. سنة 82 خد البطولة ثلاث مرات، وكان الوصيف مرتين، 76 و78. هافيا كوناكري اللي من غينيا يعني ارقامه كانت مرعبة الصراحة في السبعينات، مرعبة. سنه 1972 و75 و77 حصل على اللقب، وكان وصيف 76 و78، يعني في ست سنين كان متواجد في النهائيات خمس مرات، ارقامه مرعبه جدا الحقيقه جدا. طيب الرجاء البيضاوي بثلاث القاب ووصيف مره، وكان يونيويندي بثلاث مرات فوز ومن غير وصافه ولا مره، يعني ثلاث مرات اللي وصل للنهائي خد البطوله. كوتوكو مرتين بطل وخمسه وصيف، الترجي مرتين بطل واربعه وصيف، الوداد المغربي مرتين بطل ومره وصيف، شبيبه القبائل مرتين بطل ومن غير وصافه، ووفاء الصيف مرتين بطل ومن غير وصافه، ونيمبا مرتين ومفيش وصافه، وهارتس فوك مره وكان الوصيف مرتين، والنجم الساحلي مره وكان الوصيف مرتين، وفيتا كلاب اللي هو اخرج المصري البورسعيدي من دور قبل النهائي في الكونفدراليه كان وصل ان هو ياخد البطوله مره، وكان مرتين وصافه، واسك مره بطل ومره وصافه، والاسماعيلي مره بطل ومره وصافه سنه طبعا 69 الاسماعيلي وكان وصيف في 2003. صن داونز نفس الكلام، مره بطل ومره وصافه 2016 و2001 كان وصيف قدام النادي الاهلي لما الاهلي كسبه، تعادل معاه هناك 1-1 وكسبه هنا 3-0. اورلاندو يعني بطل جنوب افريقيا مره بطل ومره وصافه، دي كانت الاسماء. المولديه الجزائر مره بطل ومن غير وصافه، وريكس دوالا اللي هو من الكاميرون، كارا برازافيل اللي هي الكونغو برازافيل برضو مره بطل ومره وصافه، ساد ابيدجان مره بطل ومره ومن غير وصافه، والجيش الملكي مره بطل بس، والنجم الافريقي او النادي الافريقي التونسي مره بطل سنه 91 بس وبعد كده غاب بشكل كبير جدا. هارتلاند اللي هو بطل نيجيريا ما خدش البطوله لكن مرتين وصافه. كل اللي جاي ده بقى كله وصافه، يعني شوتنج ستارز والهلال السوداني ومولديه وهران وكوتن سبورت وافريكا سبورت وغزل المحله، وكل دول يعني كل دول ما فهمش بطوله خالص، يعني اخرهم دينامو زهراري في 98 من غير بطوله، كلها وصافه. يعني هدافين الاهلي عبر تاريخه الافريقي كان كابتن محمود الخطيب ب 37 هدف، ابو تريكه 32 هدف، عماد متعب 28 هدف،
فلافيو 18 هدف، وحسام حسن 17 هدف، محمد بركات 17 هدف، أيمن شوقي 15 هدف، وليد سليمان 14 هدف، طاهر أبو زيد 13 هدف، علاء ميهوب 12 هدف، علاء إبراهيم 12 هدف، عبد الله السعيد 12 هدف، بيبو خالد بيبو 11 هدف، أسامة حسني 11 هدف، عمرو جمال 11 هدف، محمد رمضان 10 أهداف، ووليد أزارو 10 أهداف. وليد لو كمل مع النادي الأهلي إن شاء الله الرحمن يبقى رقمه كويس جدا جدا يعني. عجيبة جدا، مش حاطين ليه في الموضوع ده؟ أنا جايب ثلاثة يا ابني جوان، ثلاثة جوان يا ابني. ثلاثة بس، طب ثلاثة كويسين يعني، حط جنبهم صفر محدش ياخد باله يعني. ثلاثة لو 30 إيه المشكلة يعني؟ طيب. مشاركات الأهلي في البطولات الأفريقية 340 مباراة، 260 دوري أبطال، و44 كأس أفريقيا للأندية، و28 مباراة كأس الكونفدرالية، و8 مباراة كأس السوبر الأفريقي. لعب 340، فاز في 171 وتعادل 92 وهزيمة 77، عنده من الأهداف 506 وعليه 260. مشاركات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 260 مباراة، فوز 128 تعادل 76 وخسارة 56. الأهداف 393 هدف وعليه 202 هدف. بطولات الأهلي والترجي، أو الترجي القارية، مقارنة ما بين الأهلي وبطولاته الأفريقية مع الترجي التونسي بطل تونس. الأهلي في دوري أبطال أفريقيا زي ما قلت لحضراتكم عنده 8 ألقاب، الترجي عنده لقبين. كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس الأهلي عنده 4 والترجي عنده لقب وحيد. كأس الكونفدرالية الأهلي عنده لقب والترجي عنده لقب. كأس السوبر الأفريقي الأهلي عنده 6 الترجي عنده لقب. كأس الأفرسوي أو الأفرسوية كان الأهلي عنده لقب سنة 88 والترجي التونسي عنده لقب. دي كانت مقارنة ما بين أبطال الأهلي القارية والترجي القارية. تاريخ مواجهات الأهلي مع الترجي، لعبوا 18 مرة، الأهلي فاز في 7 منهم 4 في رادس، وفاز في 3 داخل مصر، وتعادل الفريقين 8 أو 8 مباريات. فاز الترجي في 3 مباريات فقط، والأهلي هدافه أو هداف الأهلي أو أهداف الأهلي 17 هدف، وأهداف الترجي 11 هدف. تاريخ النادي الأهلي أو بطولات النادي الأهلي، البطولة بطولة الدوري هي إجمالي، الإجمالي بتاع الأهلي 135 بطولة، الدوري الممتاز 40 بطولة، كأس مصر 36، كأس سوبر المحلي 10، كأس سلطان حسين 7، دوري منطقة القاهرة 16، كأس الجمهورية المتحدة 1، وكأس الاتحاد المصري 1، دوري أبطال أفريقيا 8، أفريقيا الأبطال الكؤوس 4، كأس الكونفدرالية 1، وكأس السوبر الإفريقي 6، كأس الأفرسوية 1، العربية الأبطال أو دوري أبطال العرب مرة، ودوري أبطال الكؤوس العربي مرة، وكأس السوبر العربي مرتين موسم 97 و98. تاريخ بطولات النادي الأهلي أو تاريخ آسف بطولات النادي الترجي التونسي 57 بطولة، يبقى الأهلي يعني يسبق الترجي التونسي بحوالي 80 بطولة. الأهلي 137 بطولة، مظبوط كده، أو 135 يعني انت بتتكلم في حوالي 88 بطوله كده، مظبوط 88 بطوله ولا انا غلطان؟ ايه 80 بطوله بالظبط، 80 بطوله، ايه 78 بطوله. الفرق ما بين الاهلي والترجي في عدد البطولات، الترجي عنده 57 والاهلي عنده 135، لكن بطولات الترجي 28 دوري عام، وكاس تونس 15، كأس السوبر المحلي 3، دوري أبطال العرب 3، كأس السوبر العربي 1، دوري أبطال أفريقيا مرتين، أبطال الكؤوس مرة، كأس الكونفدرالية مرة، كأس السوبر الأفريقي مرة، كأس الأفرسوي مرة، وكأس شمال أفريقيا مرة. دي بطولات الأهلي أو مقارنة ما بين بطولات الأهلي والترجي. كلها أرقام وكلها حاجات تنحاز للنادي الأهلي وكلها رايحة في اتجاه النادي الأهلي بالتأكيد، مفيش كلام، مفيش فصال. الأهلي هو صاحب الشعبية وصاحب التاريخ وصاحب التواجد المحلي والإفريقي، لكن يبقى طبعا توفيق ربنا في الملعب، دي قصة ودي قصة تانية خالص، دي نقرة ودي نقرة تانية خالص. فالنهاردة مواجهة إفريقية عربية، نهائي عربي إفريقي ما بين أحسن فرقتين وأقوى فرقتين على المستوى الإفريقي وعلى المستوى العربي بالتأكيد، الأهلي والترجي التونسي، في مواجهة نارية
في دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا. الاهلي في مواجهه الترجي التونسي بكل حساباته بكل لعيبته بكل الاشياء اللي معاه. وعندنا خبر، هل ايمن بن محمد اللي حذرنا منه هيكون موجود ولا لا؟ كل الصحف هناك وكل المواقع بتقول هيلعب حسين الربيعي، هيلعب ايمن بن محمد، هيلعب حسين الربيعي. المهم ان الدنيا تبقى لطيفه وظريفه مع النادي الاهلي، والتوفيق يبقى حليف النادي الاهلي. هطلع فاصل وبعدين هستقبل ضيفي المحلل الاداء احمد ثابت، هنتكلم من خلال ارقام ومن خلال صور ومن خلال بعض الاشياء الخاصه جدا جدا رقميه او مواجهيه او مقارنيه ما بين لاعيبه الاهلي والترجي التونسي بعد الفاصل اللي جاي. اهلا بكم من جديد. ومن خلال المواجهه الرقميه ما بين لاعيبه الاهلي والترجي التونسي وما بين كمان التشكيله اللي ممكن تكون خلاص اتعرفت في الوقت الحالي، معانا ومعاكم يعني محلل الاداء ومحلل الفني يا احمد ثابت. احمد كابتن ولا دكتور ولا ايه؟ الاثنين. الاثنين؟ بتميل ليه اكتر؟ اي حاجه، ده لما ببقى هنا وهنا. من ده على ده. طيب كنت قلت ان في 2006 ليه الاهلي لعب 12 مباراه يعني، فبرضه عشان الواحد يبقى يدي للزميل محمد مصطفى حقه، مجتهد جدا. انا افتكرت بقى في دور كان في فرقه هتواجه الاهلي وانسحبت، صح؟ خليكم معايا على طول كده، الراجل يعني تعبان معانا فلازم نديله حق. اوكي. طيب دكتور، مواجهه رقميه ما بين الاهلي والترجي التونسي في اخر 8 سنين او مش 10 سنين، اخر 8 سنين اللي بداها الاهلي مع الترجي، والترجي من موسم تقريبا يعني 2010 بدات يبقى له تواجد رهيب جدا على المستوى الافريقي من خلال الادوار. المواجهات واللقاءات اشرح لنا بالتفصيل من خلال ارقامك. طبعا في البدايه طبعا لازم واجب العزاء يعني لاهالينا الشهداء في المنيا، حدث ان شاء الله مصر قادره ان هي تواجه الارهاب ده وان شاء الله نخلص منه سريعا يعني. طبعا كلنا كمان مش قياده بس طبعًا. او حكومه بس، لا كمان البلد كلها بشعبها بكل شبابها ورجالتها وكل الناس باذن الله. طبعا تاني حاجه بوجه تحيه لحضرتك على الاداء اللي حضرتك عامله على قناه الاهلي، يعني رجعتنا فعلا نشوف قناه الاهلي تاني ومن تقدم لتقدم ان شاء الله. الله يخليك، متشكر جدا يا محمود. في البدايه طبعا المباريات النهائي، يعني احنا هنتكلم في الاول بتاريخ المواجهات كده ايه بشكل مختلف شويه، ولكن طبعا لازم نعترف في الاول ان تاريخ المواجهات ده ونحطه على جنب تماما طبعاً. لان النهايات حاجه تانيه، النهايات حاجه مختلفه، وماتش النهائي دايما بيعتمد على تفاصيل صغيره، احداث صغيره كده بتحصل في المباراه لازم يعني هي اللي بتفصل دايما. اي فرصه خاصه الفرص، اي فرصه تجيلك لازم تغتنمها. لازم. السنه اللي فاتت النادي الاهلي كان عامل احسن بطوله شفتها، يمكن احسن كوره لعبنا، احسن كوره كسبنا النجم 6، كسبنا الترجي في رادس هناك، لعبنا احلى كوره وما خدناش البطوله. ليه؟ فرق ان انت في النهائي حصل معاك تفاصيل صغيره، سواء مثلا الحكم كان وحش شويه، الفنيا المدرب حسين عموت قفل قدامك صح بشكل مميز جدا ولعب بتكتيك مميز وضيعت فرص. والسبب الثالث هو اهدار الفرص، يعني صحيح. فرصه مثلا زي مباراه الذهاب السنه اللي فاتت كان في اول ربع ساعه كنا نبقى كاسبين 2 بانفراد ازارو، اول ست دقائق كمان كنا نبقى كاسبين 2-0 الماتش خلص. برضه في مباراه العوده كره مؤمن زكريا الانفراد بتاع مؤمن زكريا. فالنهارده لازم اي فرصه لازم نغتنمها، دي في البدايه. مهم جدا ان احنا ان شاء الله النهارده اللعيبه على قد ما تقدر ان هي تحاول تقلل اهدار الفرص، ده رقم واحد لازم. كويس قوي. بالنسبه للمواجهات احنا يمكن هناخدها بشكل مختلف شويه، يمكن احنا مركزين مش في تاريخ المواجهات بشكل عام، لا احنا في تاريخ المواجهات داخل مصر ما بين الاهلي والترجي في المباريات اللي اقيمت داخل مصر، يعني سواء في برج العرب، سواء في استاد القاهره، سواء في استاد السويس مثلا. هنلاقي ان في الثمان مواجهات هنلاقي ان الترجي اتعادلوا معانا 5 مرات والنادي الاهلي كسب الثلاثه الباقيين. لكن لو عرضناها هنلاقي ان في سنه 1990 اول واحده دي كانت البدايه على فكره مع الاهلي والترجي. الاول اتعادلنا 0-0، ده كان في دور ال 16. سنه 2001 في نص النهائي كان 0-0، وحضرتك جبت ليه جون في العوده؟ لا هناك في رأس هناك المنزه. على فكره في ناس كتير بتفتكر ان الجون ده في النهائي، لكن هو كان في نص النهائي. هو واخد الشعبيه اللي عايشين عليه، انا عايش على الجون ده. عايش على الجون ده، اتفضل. 2007 كان في دور المجموعات النادي الاهلي كسب 3-0. اوكي. 2010 في نص النهائي النادي الاهلي كسب 2-1. تمام. 2012 اتعادلنا 1-1 في النهائي. 2015 في دور المجموعات كان في الكونفدراليه النادي الاهلي كسب 3-0. 2017 في ربع النهائي اتعادلنا 2-2 السنه اللي فاتت. 2018 السنه دي في دور المجموعات كان 0-0. كل ده طبعا المباريات اللي اقيمت في القاهره بس. من 8 مباريات اذا هم متعادلين ما كسبوناش، فدي حاجه تدعو للتفاؤل ان هم ما بيكسبوش الاهلي في داخل مصر، ولكن برضه هم تعادلوا معاك 5 مرات من 8، فده رقم بياكد ان الترجي بيلعب في داخل مصر. صحيح.
بشكل مميز او بيعرفوا يلعبونا جوه مصر، واحنا طبعا ما شاء الله بنعرف نلعبهم في رادس، هم برضو عندهم الحته دي ان هم بيتفوقوا، برضو عندهم حته يعني ايه ان هم بيعملوا معانا نتيجه كويسه، شخصياتهم بتبقى كويسه يعني، ودي شخصيه الفرق الكبيره سواء النادي الاهلي او الترجي. صحيح. تمام. تاني حاجه معانا يمكن النتائج على مدار البطوله. اوكي. الاهلي ده يعني على مدار البطوله هنلاقي يمكن في الارقام هنلاقي ان الاهلي لعب 12 ماتش والترجي لعب 14. ازاي؟ لان الترجي لعب مع الوئام الموريتاني في دور ال 64 ماتشين زياده. اوكي. فالنادي الاهلي طبعا الاثنين كسبوا 8، الاهلي تعادل ماتشين، الترجي تعادل 4، الاثنين خسروا مباراتين. اهم حاجه في الارقام ديت يعني في الصوره اللي قدامنا دي ان الترجي ما بيسجلش خارج كثيرا خارج ارضه، سجل مرتين، سجل تمتد يعني. هنلاقي ان هو لا جاب 3 اجوان من 22 جون، يعني هم جابوا 22 جون في خلال البطوله منهم 3 اهداف بس بره ملعبه. فدي حاجه بتاكد ان الترجي يعني ما بيسجلش اهداف كتير بره ملعبه، 3 بس من 22 جون. بالنسبه للاستقبال ما بيستقبلوش برضه بره ملعبهم كتير، يعني هم استقبلوا في البطوله 9 اهداف منهم بره ملعبهم 2، بيستقبلوا في رادس اكتر. فدي حاجه بتاكد ان الترجي ما بيسجلش بره ملعبه كتير وما بيستقبلش، يعني هم فريق بيحاول ان هي بره ملعبه يحاول يطلع بتعادل، تعادل سلبي، يحاول يحافظ ده. يعني الارقام دي بتاكد ايه؟ ان الترجي بره ملعبه بيقفل بشكل مميز قوي، خرجت 1-0 للفريق الثاني، خرجت 0-0، ده اللي بياكده الارقام في البطوله الحاليه. طبعا هنلاقي ان الترجي جايب 22 هدف، النادي الاهلي جايب 23، النادي الاهلي جوه ملعبه جايب 17، الترجي جايب 19 جوه ملعبه، النادي الاهلي استقبل 8 اهداف داخل ارضه 3، الترجي استقبل 9 اهداف بره ملعبه كان 2. بالنسبه للشباك النظيفه النادي الاهلي كان 8 ماتشات كلين شيت منهم على ملعبنا 5، لكن الترجي 7 مرات شباك نظيفه على بره ملعب الترجي 5. عدد كويس جدا، فده عدد كويس بيأكد ان فرقه الترجي بره ملعبه مركزه جدا، مركزه جدا ودفاعيا كويس، يمكن هي ما بتسجلش ولكن بتقفل بشكل كويس جدا. ده يمكن حاجه بسيطه كده بالنسبه لتاريخ المواجهات والنتائج بتاعه السنه دي، وده يدي لك بقى مؤشر ان هم كمان بيبقوا عارفين كويس قوي هم خارجين بره ارضهم عايزين ايه. الخطوط قريبه جدا، التركيز عالي جدا، بيدافعوا بشكل مميز قوي بطريقه الكومباكت. هم لما بيحبوا يعملوا جيم دفاع بيعملوه على فكره. يعني فعلا. مشكلتهم لما بيبقوا عايزين يعملوا جيم هجومي، والمدرب كمان اللي معاهم معين الشعباني ده مميز دفاعيا. يعني هو النهارده مليون المية هو مدافع اصلا، هو مدافع يعني هو مميز دفاعيا. يعني النهارده هنقابل دفاع منطقه خطوط متقاربه الثلاثه بتاعتهم، سواء لعبوا لما نعرض الطريقه ب 4-3-3 او 4-2-3-1 بتحاول الشعلالي كصانع العاب، دي يعني دي الطريقه اللي هتبقى قدامنا. النهارده هيلعبوا دفاع منطقه ويحاولوا يعتمدوا على الكاونتر اتاك من خلال سرعات انيس البدري ومهاره يوسف البلايلي. يمكن التشكيل المتوقع بنسبه 99% للترجي. طب معلش قبل ما تعرض التشكيله، اللي ده طبعا يهم كل جماهير النادي الاهلي وكل جماهير تونس عامه، مش الاهلي مش في مصر بس، كل الجماهير العربيه والافريقيه في مواجهه افريقيه نهائيه رهيبه ناريه ناريه ما بين الاهلي والترجي التونسي. ان شاء الله الرحمن يكون التفوق مصراوي اهلاوي باذن الله في اللقاء الاول، ويمتد حتى رادس في الجمعه القادمه باذن الله 9 نوفمبر. ده اتوبيس اللاعبين، اتوبيس اللي هينقل اللاعبين من عم نور السواق. اهو مساء الفل عليك عم نور. فعم نور السواق والاتوبيس بتاع النادي الاهلي وقدام اوتيل النادي الاهلي، عاده ممكن يبقى قدامهم مباراه الساعه كام؟ الساعه 9. الاهلي هيتحرك على 7 7 و10 كده، 7 7 و10 بالكثير جدا، لازم يكون موجود قبل المباراه بساعه ونص كامله. دي قواعد الفيفا او قواعد الاتحاد الافريقي، وطبعا حتى الفيفا كده لما بنروح كاس العالم للانديه لازم تكون موجود قبليها بساعه ونص. ده اتوبيس اللاعبين وعم نور. ان شاء الله الرحمن وشك يبقى زي الفل عم نور. مش عارف ده طارق شوقي ولا ايه العامل، طارق شوقي معاه، مش عارف بقى هو طارق ولا مين اللي واقف قدامه ده، لكن في النهايه كل التوفيق للاهلاويه. ده طارق شوقي، اتفضل يا ابو حميد. بالنسبه لتشكيل الترجي بنسبه 99% طبعا هم حصل عندهم اصابتين امبارح، ايمن بن محمد و ممكن اصابات على فكره، ممكن بس مش هتفرق كتير. يعني حتى لا، ايمن محمد يفرق، ايمن محمد يفرق، لكن الثاني الجويني بيستخدموا كورقه رابحه على الدكه يعني. فبالنسبه لنا يعني مش هتفرق كتير برضو. حتى ايمن بن محمد طبعا مهاري جدا وعنده السرعات ناحيه الشمال، ولكن برضو حسين الربيع هو اللي هيبدا النهارده بنسبه 99%. ده التشكيل. طيب نعرض التشكيل. يعني معز الدين بن شرفيه زي ما قلنا هنا وشرحنا من يومين، معز الدين بن شرفيه، شمس الدين الزوادي، وخليل شمام، وسامح الدربالي، وحسين الربيع لو ايمن بن محمد ما بداش كان متعور، وصدق كلامهم او كلامهم كان صحيح من خلال عدم مشاركه ايمن بن محمد عشان اصابته. لو لعب ايمن بن محمد يبقى خلاص حسين الربيع ده مش موجود، اللي هو الباك ليفت. في نص الملعب مفيش تغيير، كوم وكولوبالي والشعلالي، وقدامه الثلاثي طبعا انيس البدري والبليلي
وطه ياسين الخميس. الطريقه دي ممكن تتحول ل 4-2-3-1، يعني ممكن تبقى 4-2-3-1 او 4-3-3. ازاي؟ ان جيلين الشعلالي ممكن يستخدمه ككونكتور، يعني ما بين قدام الاثنين الارتكاز، يبقى اثنين كده وراس مثلث، يبقى الشعلالي راس مثلث وتتحول 4-3-3 بدل ما هم الثلاثه بالعرض. عشان كده حضرتك قبل كده في الحلقه اللي فاتت او اللي قبل اللي فات لما حضرتك كنت بتحلل، لما قلت الشعلالي بيجي ناحيه اليمين، ده عشان الطريقه كده بتتحول. ان هو بيستخدمه ككونكتور قدامهم الاثنين، هو بيميل كعامل يمين شويه، يعني بيستخدمه ككونكتور، بيبقى ارتكاز ثالث مساند قدامهم. عندك كولوبالي طبعا وفرانكو كوم والشعلالي قدامهم، البدري ناحيه اليمين والبلايلي قدام الخنيسي. دي يمكن التشكيله. بالنسبه بقى لو اتكلمنا على الترجي، نقاط قوته ايه ونقاط ضعفه ايه، ايه النقط اللي نقلق منها النهارده؟ طبعا رقم واحد اخطر لاعب عندهم هو انيس البدري. انيس البدري طبعا ايمن اشرف، 7 اهداف و3 اسيست، ولاعيب مهم قوي، لاعيب مؤثر، لاعيب كمان لاعيب فعال على المرمى، اللعيبه اللي هي عندها شخصيه اللي هي الاكثر تاثير، لعيب جايب 7 تجوان، هداف البطوله، وليد ازارو 6 اهداف. انيس البدري لما يبقى عندك جناح ناحيه اليمين مسجل 7 اهداف، فده رقم مميز جدا. صحيح. ده اخطر لاعب عندهم من وجهه نظري هو انيس البدري، واهم لاعب انيس البدري لو عرضنا ارقامه مع وليد سليمان حتى، يمكن هنا اللعيب الابرز هنا واللعيب الابرز هنا، زي ما بنقول وليد سليمان نجم النادي الاهلي، عندهم انيس البدري نجم الترجي. يعني هم لو لا قدر الله اخذوا البطوله هيبقى انيس البدري هو رجل البطوله، ولو وليد سليمان والنادي الاهلي اخذوا البطوله ان شاء الله هيبقى وليد سليمان رجل البطوله. صحيح. طبعا من عدد اهداف وليد سليمان في البطوله 4، صنع 2، لكن انيس البدري جايب 7 وصنع 3. بالنسبه للدور الدفاعي، التدخلات الدفاعيه، هنلاقي ان وليد سليمان دوره اعلى دايما، عنده الدور الدفاعي مميز بيه قوي، عكس انيس البدري 9. المراوغات الناجحه انيس البدري بيتفوق 1.3 كل 90 دقيقه، لكن وليد سليمان 6 من 10. نسبه الفوز بالالتحامات الثنائيه، ودي حاجه مهمه جدا، لعيب بتحطه على الطرف بيتفوق في الالتحامات بيديك الاستحواذ، وليد سليمان طبعا. وليد سليمان كمان نسبه ليه، لانه بيشتغل كصانع العاب في اخر المباريات، بقى بيلعب صانع العاب، فنسبه الالتحامات عنده مميز قوي فيه. طب مكمل معاك يا دكتور، لكن هروح من هناك من قدام الاتوبيس، وكريم احمد مراسلنا بوش سمح. مساء الفل يا ابو كريم. يا كريم، كريم، ايه اللي حصل لكريم؟ برو كان ماشي كويس يا جماعه، كان ماشي كويس زي الفل. لكريم جاهز البدايه، وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن زي ما بنقول طبعا لحظات بسيطه جدا، وينطلق حافله النادي الاهلي ان شاء الله الى استاد برج العرب باذن الله، ان شاء الله نكون موفقين، مباراه باذن الله تكون في مصلحه النادي الاهلي، كل الامور يا كابتن سيد ان شاء الله في مصلحه النادي الاهلي. استعداد كان مكثف الحمد لله رب العالمين، اللعيبه في حاله تركيز كبيره، اعضاء مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب متواجدين كالعاده في مسانده دائمه لفريق النادي الاهلي، وكالعاده كابتن سيد اكون مستمرين معاك من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وملعب الاهلي، ولحظه بلحظه ان شاء الله وعقب انتهاء هذه المباراه فرحه كبيره تكون مع الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. ماشي يا كريم، تسريح النهارده العصر. يا كريم ماشي، بالتوفيق ان شاء الرحمن لكل المنظومه اللي موجوده الاعلاميه اللي موجوده هناك، كل الناس ان شاء الرحمن باذن الله ترجع فرحانه، لعيبه وجماهير وجهاز ومصر كلها، مصر كلها بمختلف ميولها صغيرها وكبيرها مستني اللقاء على فارغ الصبر ان شاء الرحمن باذن الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي. كنا بنستعرض مقارنه ما بين وليد سليمان رجل الاهلي في الاوان الاخيره والبطوله تحديدا، يعني بشكل كبير جدا من خلال ارقامه وتواجده وفعالياته، وكمان انيس البدري. طبعا انيس البدري مهم قوي، معانا فيديو ليه. انيس البدري مميز ايه؟ ان هو دايما بيستغل المساحه ما بين الباك الشمال والمساك الشمال، بيقطع فيها، وتلاقي هذا الفيديو، بص حضرتك هم دي طريقه الضغط بتاعتهم، الضغط اللي هنشوفه، هنلاقي فرانكو كوم دايما بيغطي سواء كولوبالي او الشعلالي 4-3-3 او 4-1-4-1، نفس الكوره بالظبط، نشوف اتحولت وجت جون ازاي، ده قدام الوئام الموريتاني، هنلاقي الضغط، فرانكو كوم طبعا مميز بحته الالتحام، قاطره في وسط الملعب، بص بقى التحول من الدفاع للهجوم، وانيس البدري قطع ازاي ما بين المساك وما بين الباك الشمال، وفعال جدا على المرمى، هداف، يعني جناح يمين رغم ان هو بيلعب برجله اليمين صعب، يعني دايما يقول لك اللي بيلعب برجله اليمين بيبقى مميز قوي ناحيه الشمال اكتر، ولكن انيس البدري متقن طبعا بيجيد الاثنين، ولكن هو دايما بيلعب ناحيه اليمين، دايما بيقطع ما بين الباك وما بين المساك الشمال. ده كان في دور ال 64 قدام الوئام الموريتاني، هو قطع، وبص حضرتك مميز قوي هو بسرعه التحول من الدفاع للهجوم، انيس البدري عنده الحته دي مميز قوي، وهو هداف الترجي في البطوله، عنده 7 اهداف، هو هداف البطوله كلها، هداف البطوله طبعا. فدي حاجه، هو مميز وبيلعب بيمينه وشماله كمان، يعني لعيب مميز ولعب مع منتخب. صحيح. تونس، لعب كاس عالم، ف
فلعيب مميز. انا قلت كمان، انا قلت ان هو ساعات بيبدل مع البلايلي، بس البلايلي عدلته ناحيه الشمال. البلايلي عشان مهاري دايما عنده القطعه والتسديده للعمق شويه، للعمق دايما بيدخل كمهاجم تاني. فدي يمكن ده كان في مباراه الوئام الموريتاني، ده انيس البدري مميز قوي بالحته دي. يمكن الناحيه الثانيه بقى، النقطه القوه الثانيه، وهو يوسف البلايلي. يوسف البلايلي معانا ليه رقم مميز جدا. يوسف البلايلي اللي هو الجناح الثاني، يعني طبعا لازم يكون ايمن اشرف واخد حذره من تحركات ايمن، من تحركات انيس البدري. لما بيقطع ما بينه وما بين كولوبالي لازم يكونوا واخدين حذرهم بشكل كويس، ولازم ايمن النهارده يكون قليل شويه في الايه، يعني في التقدم، عشان خطوره انيس البدري. الناحيه الثانيه بقى، احمد فتحي عنده مواجهه ثنائيه مع مين؟ مع يوسف البلايلي. يوسف البلايلي ايه مستو؟ هو اهم لاعب في البطوله في معدل المراوغات الناجحه، يعني في المهاره احرف لعيب في البطوله هو يوسف البلايلي. عامل كام؟ عامل 2-2 في المباراه الواحده، يعني بيعدي مراوغتين ناجحتين كل مباراه. واعلى لعيب في البطوله عامل صانع فرص، دي يمكن ارقامه مميزه قوي ناحيه الشمال. صانع فرص مش صانع، مش صانع اهداف. لا، صانع فرص مش اهداف، مش اسيست، فرص لزمايله. بيديك في الماتش الواحد 2.7، يعني بيعدي الفرصتين ونص في الماتش. فده ياكد لك ان ده لعيب مميز برضو. الناحيه الثانيه احمد فتحي، ان شاء الله قادر. احمد فتحي تفوق عليه في المباراتين في دور المجموعات، واحمد فتحي موعود دايما باللعيبه اللي ديت، سواء مانديلا مثلا. كل اللعيبه المميزه بتيجي عند احمد فتحي، لان دايما الجناح الشمال بيبقى مميز في اي فرقه. فاحمد فتحي عندنا ميزه في النادي الاهلي ان هو ما شاء الله مميز جدا دفاعيا، وراجل جدا ومقاتل. فطبعا هيواجه خطوره جامده جدا من يوسف البلايلي. اوكي، تعرضين كمان مواجهه ما بين الباكين بقى، الباك رايت هنا والباك رايت هنا. ده رقم ثلاثة. النقطه الثالثه في قوتهم انطلاقات سامح الدربالي. الجبهه اليمين عندهم قويه قوي. ليه؟ لان فيها سامح الدربالي وانيس البدري، بيقطع للعمق وبيفضي مساحات دايما لسامح الدربالي. فالاثنين دول طبعا ايمن اشرف واللي هيلعب قدامه سواء ميدو جابر سواء كان محارب، لازم يكون واخد حذره. محارب على فكره النهارده ممكن يكون نقطه تحول في المباراه لو في حالته، لسببين. لان هو بيلعب قدام نقطه القوه بتاعتهم ونقطه الضعف. ازاي؟ سامح اسلام محارب لما ينزل يسقط ويرجع يغطي مع ايمن اشرف ويقفل الجبهه بتاعه سامح الدربالي وانيس البدري، يبقى انت كده قفلت نقطه القوه بتاعه الترجي دفاعيا. ونقطه الضعف عندهم المساحات اللي ورا سامح الدربالي. وطبعا اسلام محارب مميز بحته ان هو لو تتذكر في مباراه الاتحاد معانا حالات هنعرضها برضه، ودي خليها في نقاط الضعف. ماشي، فهم طبعا سامح الدربالي ده ثالث اخطر لاعب عندهم، انطلاقات مميز قوي من ناحيه اليمين. لو عرضنا المقارنه زي ما كنا عرضنا، هنلاقي ان هو ارقامه مقاربه قوي لاحمد فتحي. يعني احمد فتحي واحد من اهم اللعيبه في النادي الاهلي، وسامح الدربالي برضه. هنبص نلاقي ان احمد فتحي مسجل جون وصانع جونين، سامح الدربالي مسجل جون وصانع جونين، فالارقام متقاربه بالظبط. هي زي بعض بالظبط، زي دقه التمرير 75-72 مش فارقه. التدخلات الدفاعيه 14-12. طبعا تشتيت الكوره بتاع احمد فتحي اعلى شويه، الضعف 24 والتاني 13. نسبة الفوز بالالتحامات الثنائية 67-61، فالأرقام متقاربة جدا. يعني أحمد فتحي وسامح الدربالي في الأرقام متقاربة بشكل كبير جدا، سواء في صناعة الفرص على المستوى الهجومي وصناعة الأهداف ودقة التمرير، أو على المستوى الدفاعي في التدخلات الدفاعية أو تشتيت الكورة أو نسبة الفوز بالالتحامات، فالاثنين يعتبروا مشابهين لبعض. أوكي، طيب يمكن سامح الدربالي، سامح الدربالي كانوا خدوا قرار خلاص ان هو مش هيبقى موجود في الترجي التونسي. سامح الدربالي كان واحد من الناس اللي موجوده في 2011 وفي 2012 و2013، كان موجود بشكل مستمر مع الترجي التونسي. لكن لما ظهر وبدا يبقى بان في الصوره ايهاب المباركي، كان صغير في السن وبدا ياخد خبرات وبدا يبقى عنده امكانيات وقدرات وفعاليات داخل المباريات او داخل المستطيل الاخضر، خدوا قرار في الترجي التونسي ان سامح الدربالي خلاص تتم اعارته ويتم انتهائه مثلا من خلال اهلي طرابلس. لكن لما اتعور ايهاب المباركي هو اللعيب الاساسي، رجعه سامح الدربالي عشان خبراته الافريقيه، ومن خلال الارقام اللي عرضها دكتور احمد ثابت يبين الكلام اللي بنقوله. صح، على سامح كان مميز قوي مع كابتن طلعت يوسف. ايهاب المباركي كان مميز جدا دفاعيا مع اهلي طرابلس، كان مميز لانه بيلعب على طول، متعود، عنده خبرات ومتمرس افريقيا، لعيب خبره فعلا زي ما حضرتك بتقول كده. لما اتصاب ايهاب المباركي كان عندهم دايما السريع، وكان موجود السنه اللي فاتت، استعانوا بسامح الدربالي. هي مباراه مش سهله في كل بكل جوانبها، في الاستاد هنا، في المدرجات، في برج العرب، في السويس، في رادس، في اي مكان هيتلعب عليه اللقاء هو صعب على الفرقتين، على الاهلي وعلى الترجي. صعب حتى في الاستوديوهات التحليليه، عشان كده احنا بنتكلم بقلبنا، بنتكلم باحساسنا، بنتكلم باللي جوانا. واعتقد ان في حاجه لو فيها او اي حاجه فيها روح، فيها حلاوه، بتدي انطباع جيد عند الناس. التحضير جميل والارقام رائعه والدنيا زي الفل وتمام التمام، لكن اهم من كل ده هي الروح اللي بنتكلم بيها واللي واصله لحضراتكم. هنشوف لقاء مع الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وتقرير عن الجمهور، ونرجع نكمل كلامنا. مستمرين معاكم كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان على
على شاشه قناه النادي الاهلي كواليس مباراه النادي الاهلي والترجي التونسي. المهندس محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي من مطار شرم الشيخ لمطار القاهره الى برج العرب، مجهود كبير جدا لكن في حب النادي الاهلي اكيد كراجل مسؤول وكراجل كمان مشجع ليه للنادي الاهلي. مهندس محمد الجرحي يمكن ده كعادتك طبعا حب النادي الاهلي في ظهر النادي الاهلي كالعاده، مجهود كبير كنت حضرتك في مؤتمر الشباب العالمي لكن اصريت ان انت تيجي لمسانده فريق النادي الاهلي في هذه المباراه الصعبه جدا. احنا يعني ميزه المجلس ان احنا يعني أهلوية مدرج، كلنا كنا بنروح وبنحضر الماتشات وكلنا متواجدين مع النادي الأهلي في أي بلد، فما كانش ينفع النهاردة ما نبقاش موجودين. إن شاء الله بإذن الله يا رب إن شاء الله النهاردة نحسمها النهاردة من القاهرة بإذن الله. جمهور النادي الاهلي يمكن عليه عامل كبير جدا في هذه المباراه، الناس يمكن كانت بايته في الشارع، الناس بتتهافت على شراء التذاكر في حب النادي الاهلي ونظرا لاهميه هذه المباراه، وايضا كمان الشكر لمجلس الاداره لاستيعاب هذا العدد، من فتره كبيره جدا ما شفناش العدد ده استاذ محمد. يعني احنا موضوع الجمهور مر بمراحل كتيره قوي، يمكن حصل مناقشات مع الامن فيما يتعلق بالعدد، وفضلنا يعني احنا في الاخر خالص واخدين وعد ان شاء الله باذن الله ان الاستاد يبقى مليان النهارده. طبعا كبيره عندنا قوي ان الجماهير فضلت موجوده قبلها بيوم، قبل فتح باب التذاكر بيوم، وان شاء الله باذن الله الجمهور ده يعني يستحق يفرح النهارده. حاله التركيز اللي انت شايفها لعيبه النادي الاهلي في الفندق الاقامه ازاي الحاله؟ كمان كابتن محمود الخطيب وحضوره ومجلس الاداره، كابتن محمود يمكن متواجد من كام يوم كمان ده كعادته ان هو يكون مساند لفريق النادي الاهلي، بينعكس عليكم ازاي كواحد من شباب اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي؟ كابتن زي ما بتقول كابتن خطيب موجود بقاله يومين بيحضر التمرينات في زي معسكر مغلق على اللعيبه، اللعيبه مركزه جدا ان شاء الله. يعني احنا عينينا على اللقب، احنا اللقب غائب بقاله 4 سنين، نفسنا نطلع كاس العالم للانديه ان شاء الله، ربنا يوفقنا النهارده. اخيرا رساله تحفيزيه لكل لاعبتنا ان شاء الله قبل هذه المباراه، المهندس محمد الجرحي تحب تقول لكل اللعيبه؟ يعني دايما في الماتشات المصريه اللعيبه دايما بيكونوا قد الثقه وعند حسن ظن مجلس الاداره وجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله موفقين النهارده، هم رجال وان شاء الله نحسمها من القاهره باذن الله. اشكرك. شكرا. بنشكر اكيد المهندس محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ان شاء الله الحسم يكون في 90 دقيقه الاولى والتسعين من خلال مواجهه رقميه ومقارنات رقميه ما بين فرقتين عشان تعرفوا مميزات الفرقتين هنا وهنا في الاهلي والترجي، والارقام قريبه برضو عشان تتاكدوا ان المباراه صعبه جدا على الفرقتين سواء كان على استاد برج العرب او حتى لما هتقام في رادس. اتفضل يا احمد كامل. طبعا احنا قلنا النقطه الاولانيه انيس البدري، النقطه الثانيه يوسف البلايلي، النقطه الثالثه الدربالي، النقطة الرابعة في قوة الترجي قوة خط النص عندهم سواء فرانكو كوم سواء كولوبالي، يمكن أخطر واحد فيهم فرانكو كوم، فرانكو كوم مميز دفاعيا ومميز هجوميا، ملوش رقبة ابن اللذينة بس عقل مدبر، وهو هو دايما اللي بيسقط ما بين الاثنين المساكين، يعني قوي جدا. يعني النهارده وليد سليمان لو نجح ان هو يخليه ياخد انذار هتفرق قوي ان هو هيغيب عن مباراة العودة، الثلاث لعيبة اللي عندهم انذار شمس الدين الزوادي وجيلاني الشعلالي وفرانكو كوم، لو اي واحد فيهم اخذ انذار يغيب عن مباراه رادس، دي تفرق برضه خاصه فرانكو كوم، فرانكو كوم بالارقام مقارنه ما بينه وما بين حسام عاشور هنلاقي ان يمكن الاثنين متساويين في دقه التمريرات، حسام عاشور 85% فرانكو كوم 84 مقاربه، نسبه الفوز في الالتحامات الثنائيه يمكن فرانكو كوم اعلى عشان القوه البدنيه عنده طبعا 57%، عاشور 40، فدي يمكن فرانكو كوم اقوى شويه في حته الالتحامات وفي الفوز بالكره الثانيه. بالنسبة لتشتيت الكرة الدور الدفاعي أكتر عند عاشور، شتت الكرة 15. بالنسبة لارتكاب الأخطاء فرانكو كوم بيرتكب أخطاء كتير قوي، 25 فاول في 8 ماتشات، بيرتكب أخطاء كتير جدا عشان كده هو معاه كارت أصفر، فالنهاردة لو لعبنا على الحتة دي إن أنت ممكن تخليه ياخد إنذار، هو هيبقى حذر شوية في تدخلاته إن هو لو أخد إنذار أو يعني ممكن تأثر عليه لو هو في تشتيته إن أنا معايا إنذار فرانكو كوم هتفرق معاه. بس برضه هتقلل من مستواه. انا لما ابص الارقام من حته دقه تمريراته هنا او هنا لما توصل للعيب اللي هو في النص اللي هو بيعمل الربط المبدئي البدايه الربط النهائي اللي بيعمله رقم 10 ولا حاجه لكن ده عاده بيبقى الربط البدائي يعني الاولي فده 84 وده 85 ده يبين لك اهميه الاثنين في الفرقه طبعا سواء كان للاهلي او للترجي هما الاثنين بدايه الهجمه من عندهم يعني كولوبالي دايما او سعد بيحضروا على عاشور اللي بيبدا يعمل عمليه الاستحواذ وعمليه التمرير من خلال عاشور والسوليه بتبدا من عند عاشور الناحيه الثانيه برده فرانكو كوم التمرير بيبدا من عنده ما بين السردباكين بينزل يسقط وبيعمل دايما التمرير الطولي فرانكو كوم مميز قوي في الحته دي فرانكو كوم يعني باذن الله النهارده لو اخد كارت يغيب عن العوده هتفرق جامد لان هو واحد من نقاط يا رب اخطر لاعب عندهم ما تقطعش اخطر لاعب عندهم لان كولوبالي خفيف لطيف كولوبالي بدنيا بيقل شويه الشوط الثاني كولوبالي صح
كولوبالي بدنيا شويه بيقل الشوط الثاني، يمكن هو برده حتى الدور الدفاع عنده مش قوي، ما عادش زي الاول يعني. في السنتين اللي فاتوا كان قوي قوي، قل شويه بدنيا في السنه الاخيره تحديدا. طبعا جنان الشعلالي مميز هجوميا اكتر، لكن فرانكو كوم هو المتكامل على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي. انت عارف فرانكو كوم ده كان موجود اصلا في النجم الساحلي اصلا، وبعدين راح الدوري الالماني وبعد كده رجع، كان هم خدوه من المطار بتوع الطرق. كان رايح النجم وبعد كده هم خطفوه من المطار. من المطار مفاوضات، مش خطفوه ولا حاجه، بس هي مفاوضات. هو فضل الترجي التونسي، الترجي التونسي عنده فاعليه يعني. ده اللي احنا عملنا، او اسف فرانكوم عنده فاعليه. ده اللي احنا اتكلمنا على الكولوبالي او الشوط الثاني. الاداء بص الترد خفيف قوي. هم الفرقه عامه الترجي عيبها التراجع البدني، دايما بيتراجعوا بدنيا في الشوط الثاني دايما. يعني في السنه اللي فاتت جبنا جونين احنا في الشوط الثاني 12 دقيقه. والسنه دي برضو تراجعوا بدنيا في الشوط الثاني، سواء في مباراه الذهاب اللي هي في دور المجموعات او العوده. صحيح. بيتراجعوا دايما، وفي مباراه النجم الساحلي في الدور الثمانيه كان لنا جول في مباراه الذهاب في دور المجموعات، بس ما فيهوش حاجه خالص. الحكم ما كانش حلو في المباراه دي، الحكم بيفرق جامد جدا. يمكن بقى لو اتكلمنا بقى على نقاط الضعف، ازاي نستغل الحاجات اللي عندهم نقاط الضعف. نمره واحد احنا عاملين كده مخطط بيبين هم دخل ازاي يستقبلوا اهداف في البطوله، هنلاقي ان يمكن اغلب الاهداف من تسديدات. بسبب ايه؟ بسبب ضعف حراسه المرمى. يمكن لو عملنا الرسم البياني بتاع ازاي استقبلوا الاهداف، هنلاقيهم استقبلوا 9-4 منهم تسديدات، منهم 2 من ضربات ثابته و2 من لعب مفتوح. فده ياكد ان هم عندهم مشكله في حراسه المرمى، سواء معز بن شرفيه او رامي الجريدي. طبعا اللي هيبدا النهارده معز بن شرفيه الاقرب يعني. بالنسبه لجونين في المساحه ورا ظهر سامح الدربالي، جونين دربكه دفاعيه في العمق، اخطاء غريبه كده زي الجون اللي جابه ازارو، حصل دربكه كده نفس الجون اتكرر مرتين، وفي ضربه ثابته اتلعبت عرضيه. يمكن ده بيبين ازاي هم بيستقبلوا الاهداف او ايه نقط الضعف اللي عندهم. من خلال الرسم البياني اللي قدامنا هنلاقي ان التسديدات عندهم مشكله في حراسه المرمى بيستقبلوا. يعني النهارده لازم وليد سليمان يجرب، لازم اسلام محارب يجرب، لازم التسديدات تفرق، لان هم استقبلوا 4 أهداف من 9 في البطوله من تسديدات. فدي يمكن رقم واحد بسبب ضعف حراسه المرمى عندهم، سواء معز بن شرفيه او رامي الجريدي، الاثنين مستواهم قليل. حتى رامي الجريدي على انتقادات كتيره جدا بسبب اخر مبارتين، وعشان كده هيبدا النهارده بمعز بن شرفيه. معز بن شرفيه السنه اللي فاتت استقبل الهدفين اللي احنا لسه عارضينهم من شويه، هو برده ضعيف في العرضيات. اذا عندهم مشكله في حراسه المرمى واضحه، لازم النهارده نجرب عرضيات، لازم نجرب تسديدات، لانهم متوقع ان هم هيقفلوا، فنقدر نخترق من العمق من خلال التسديدات ومن خلال الاطراف من خلال العرضيات. طيب عشان برده اليوم سريع جدا يعني هيمر ثانيه في لحظه، انا عارف كويس قوي الايام اللي هي بتبقى مهمه جدا والمنتظره بتمر في اوقات لما بتكون احداثها طبعا لا قدر الله مش كويسه كالجبال والسنين الطويله جدا، لكن ان شاء الرحمن احنا في انتظار يعني مواجهه افريقيه عربيه ما بين الاهلي والترجي بكل المقاييس هي الاقوى في القاره الافريقيه خلال العشر سنين اللي فاتوا. لكن بنتنقل من هنا من ملعب الاهلي واستاد برج العرب وملعب وفندق الاقامه واللقاءات ما بين مجلس اداره النادي الاهلي المتواجدين والمؤذنين والمساندين لفرقه النادي الاهلي او حتى من الجماهير او حد من المنظومه. عشان كده هنطلع لكريم ومعاه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورايه في اللقاء، واهم ارجع لكم نكمل. الاهلي والترجي التونسي استاد برج العرب في الساعه 9 مساء، توافد مجلس الاداره كالعاده والمسانده الدائمه لفريق النادي الاهلي وكل الالعاب الرياضيه، الالعاب الجماعيه، الالعاب الفرديه. لكن احنا بصدد طبعا مباراه النهائي، بيسعدنا بنضمنا طبعا استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الحمد لله على السلامه. انا يمكن لسه ما غيرتش خدناك كده على طول، انا عارف بس طبعا في البدايه سيد والاستوديو كله جميل اهلاويه، كلنا بنقول يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله. انطباعك الاول على الحضور الجماهيري، الناس يمكن بايته هنا في اسكندريه، الناس بتتهافت على شراء التذاكر، مسانده ان شاء الله تكون قويه جدا من جمهور النادي الاهلي لفريق النادي الاهلي. في البدايه عايزين نتكلم على الجمهور، بتشوف دور الجمهور النادي ازاي طريقي؟ مصر كلها اهلاويه النهارده، الطريق الصحراوي كله اهلاويه، تليفونات عماله تيجي الواحد من الناس. الحمد لله كم الكثافه الموجوده، ونامل ان شاء الله وعشمنا وده اللي متاكدين منه ان جمهور الاهلي كعادته هيكون النهارده كل التشجيع المثالي والقوه الدافعه الضاربه هو نمره واحد. الجمهور حاجه تفرح يعني، واللي حصل الايام اللي فاتوا ولهفته مع التذاكر، ناس بالليالي بايته قدام المنافذ، حاجه جمهور الاهلي ليس له مثيل. حاجه يا رب النهارده الفرقه تكون على القدر ده، وواثقين منهم ان شاء الله هيكون على قد كده. يتبقى توفيق ربنا ودعاء ان شاء
شاء الله. يمكن كمان كان موجود كبير جدا من مجلس الاداره في الحضور العدد الكبير جدا من جمهور النادي الاهلي، ده بقى لنا فتره كبيره ما شفناش العدد الكبير ده، على ما اعتقد في الكواليس كان في مجهود كبير جدا ان يكون في العدد ده طريق. لا الحمد لله، يعني مجلس اداره بقياده كابتن محمود الخطيب من فتره ومشكل لجنه لمتابعه تنظيم كل المباريات، اداره تنفيذيه على اكمل وجه بتقوم بدورها. وكلنا كان نفسنا نلبي كل طلبات اللي يعني بقول مصر فيها الحمد لله اكثر من 80 مليون اهلاوي، يعني كل الطلبات دي كانت تلبى. عايزين مدينه رياضيه تسع عدد كل الاهلاويه يتفرجوا على ماتشات الاهلي، فيا رب ان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد ويوم مفرح على مصر وعلى الاهلاويه كلهم ان شاء الله. جانب المجلس استاذ محمد كامل رئيس شركه بريزنتيشن موجود، مستر حسام صلاح المدير التنفيذي لشركه اعلام المصريين موجود، كابتن هاني ابو ريده، الكل بيساند النهارده النادي الاهلي بيمثل مصر بجانب مجلس الاداره، بتشوف الحضور ده كمان ازاي بالنسبه للمسؤولين في الرياضه المصريه؟ مصر كلها النهارده عائله الاهلي، كل مصر عائلة الأهلي، وده طبيعي لينا تواجد في أفريقيا، الفريق الوحيد اللي ليه تواجد، فطبيعي إن كل مصريين بمسؤوليها بكل تنفيذيها كل مصري يكون النهاردة خلف النادي الأهلي. عشان تغير أنا عارف. ربنا يخليك ويا رب التوفيق، تحتنا الكابتن سيد والاستوديو. شكرا طارق. بنشكر اكيد الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، الكل في دعم النادي الاهلي زي ما شفنا مستر محمد كامل، كل الحضور ان شاء الله يكون في دعم النادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن سيد كالعاده من خلال الملعب الاهلي ولقاءات خاصه ان شاء الله عقب انتهاء هذه المباراه بفوز النادي الاهلي في ال 90 دقيقه الاولى. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. اهلاوي ماشي، نتواصل مع الناس بعد اذنك بقى شويه يا دكتور. يعني خليني اقول لك احنا النهارده عاملين ثلاث تيشرتات لاكثر ناس هتتوقع صح نتيجه واهداف، مين اللي يحرز الاهداف ومين وتتوقع النتيجه عامله ازاي. فتوقع النتيجه والاهداف باذن الله وثلاث تيشرتات محمود شوقي هو اللي هيدفعهم. طيب عصام اسماعيل بيقول الاهلي يفوز 4-1، وليد سليمان ووليد ازارو نجوم الماتش. نصر فرج افريقيا اهلي حارب على البطوله، لعب برجوله موت على الكره، افريقيا للكبار. طيب ياسين ننتظر، يعني فيها اخطاء املائيه انا شايف انها كده. يعني يا كابتن سيد ان شاء الله وش حلو على الاهلي يكسب 2-0 والتسعه يا اهلي. ده سامح ايمن العب برجوله موت على الكره نفس الرساله. طيب اهلي اهلي يا رب. عبد الرحمن ان شاء الله الاهلي يكسب 3-0 وليد ازارو وصلاح محسن ووليد سليمان. احمد عيسى فوز الاهلي 2-0 حمودي وازارو. احمد عيسى مره ثانيه دي نفس الرساله. مي سليم ان شاء الله الاهلي يفوز 2-0 افريقيا اهلي. محمد سعيد حبيبنا يا عرب ربنا يخليك، وليد سليمان 2-0 مع ازارو. محمد 3-0 باذن الله وليد سليمان ووليد ازارو. عمرو العب برجوله والعب بروح الفانيلا الحمراء وانت تكسب ان شاء الرحمن. محمد ابو زيد ان شاء الله الاهلي يكسب 3-0. ابو عمر بيقول 3-1 وعمار او عماره اسف يقول الماتش هيتذاع يعني ان شاء الله الرحمن معانا لحد اخر يوم. مصطفى يا رب الاهلي يكسب. رسائل كتير جدا ابعته عشان تكسب فانيلا وعشان كمان يبقى ليك حظ في توقعك الصح ومن خلال مشاركتك معانا على صفحه الاهلي على قناه الاهلي وصفحه ملعب الاهلي. نكمل كلامنا. وبرج العرب في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه خلاص على اخره، يعني كل جماهير النادي الاهلي وكل جماهير مصر وتحديدا طبعا جمهور النادي الاهلي وكل الناس المنتميه حتى لانديه ثانيه بتآزر وبتساند وبتشجع الاهلي في الوقت ده. وسيبكم من العقول التعبانه والعقول الضعيفه والمريضه، يعني اصل احنا مش عارف ايه والمقارنه ايه والدنيا ماشيه ازاي، اصلا الموضوع ما فيهوش مقارنات، انت بتتكلم دلوقتي باحساسك باللي جواك. فخلينا بعد شويه اعرض لكم شويه صور لبرج العرب وهو تواجد جماهيري رائع جدا جدا ومساند، وليه لا، وناس بايته من امبارح وناس يعني مكسوره او دراعها او ايديها او رجليها ومع ذلك موجوده في الاستاد، وبنات صغيره وبنات كبيره وناس موجوده في الاستاد ورجاله وسيدات وكل الناس موجوده في الاستاد. قبل ما اعرض الصور اطير على كريم احمد ويقول لنا ايه اخر الاجواء. كريم معانا ولا تليفون؟ كريم اتفضل يا كيمو. مفيش مشكلة.
البدايه طبعا بنعتذر لكل الساده المشاهدين، كابتن سيد عبد الحفيظ هنا من فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي. لحظات بسيطه وتنطلق طبعا حفله النادي الاهلي ان شاء الله الى استاد برج العرب. في البدايه طبعا حابين نتكلم على الاجواء والكواليس ونطمن كل جمهور النادي الاهلي. يمكن في حاله تركيز كبيره جدا بيفرضها الجهاز الفني بقياده كابتن محمد يوسف، مستر باتريس كارتيرون، محاضرات مستمره مع اللاعبين يمكن بشكل جماعي بشكل فردي، الكل يمكن على قلب رجل واحد زي ما احنا عارفين. كمان يمكن حضور كابتن مؤمن زكريا رغم خروجه من القائمه الخاصه بالمباراه، لكن مسانده دائما من كل لعيبه النادي الاهلي. ايضا كمان كابتن ناصر ماهر واحد من نجوم النادي الاهلي متواجد لدعم فريق النادي الاهلي. كمان الاستاذ محمد كامل رئيس شركه بريزنتيشن متواجد من البدايه ومن صباح اليوم، الكل طبعا بيدعم النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب بمجلس الاداره، ويمكن الحقيقه كمان كابتن محمود الخطيب ورسائله الهامه جدا للاعبين وحضوره بشكل مستمر ودائم وداعم لفريق النادي الاهلي بينعكس بشكل كبير جدا يا كابتن سيد على كل اللاعبين. حاله من التركيز كبيره جدا، خلاص يمكن لعيبه النادي الاهلي في المحاضره يمكن دقائق بسيطه ونتوجه بشكل كامل مجلس الاداره لعيبه النادي الاهلي الجهاز الفني الى استاد برج العرب. بل اروح معاك لجمهور النادي الاهلي، الحقيقه يمكن جمهور اكثر من رائع زي ما احنا عارفين وبنقول وبناكد، جمهور النادي الاهلي السند الحقيقي والدائم لفريق النادي الاهلي في حاله. طبعا يمكن اول ما التذاكر اتطرحت يا كابتن سيد تهافت كبير جدا على التذاكر 60,000، اتوقع ان يكون في العدد اكبر من كده كمان يا كابتن سيد. 60,000 طبعا تم طرح 60,000 تذكره، لكن المنظر اللي احنا شايفينه في حضور كبير ومكثف جدا. بنتمنى من جمهور النادي الاهلي الالتزام كالعاده، التشجيع فقط باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده محتاج جمهوره بشكل كبير جدا. مباراه مختلفه اختلاف كبير عن كل المباريات الماضيه امام نادي الترجي. 90 دقيقه الاولى ان شاء الله النادي الاهلي يستثمرها بشكل كبير، يحقق نتيجه ايجابيه. الاداء في المباراه النهائيه على ما اعتقد مش مطلوب بشكل كبير جدا، على قد ما مطلوب ان تحقق نتيجه كبيره تريحنا باذن الله في رادس، لان هيكون الملعب ممتلئ على الاخر. انت عارف يا كابتن سيد خبره كبيره جدا وتواجدت اكتر من مره في ملعب رادس، هيكون الملعب ممتلئ على الاخر، الظروف هتكون متغيره بشكل كبير جدا. لكن ثقتنا الكبيره في لعيبه النادي الاهلي، فايضا كمان في مجلس الاداره يكون موفق النهارده في اختيار التشكيله المثاليه اللي لحق بيها نتيجه ان شاء الله تسعد جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. كمان يا كابتن سيد من خلال رؤيتنا للتدريبات فريق النادي الاهلي، لو بنتكلم على التشكيل اللي اقرب بشكل كبير جدا هيكون متواجد ومعروف لكل جمهور النادي الاهلي، الشناوي، احمد فتحي، سليف كولوبالي، وسعد سمير، وايمن اشرف في خط الظهر، في المنتصف حسام عاشور، عمرو السوليه، اسلام محارب، حمودي، وليد سليمان، ووليد ازارو. لو في تغيير هيكون في اضيق الحدود، لكن على ما اعتقد بنسبة كبيرة جدا يا كابتن سيد هيكون ده هو التشكيل الأخير لفريق النادي الأهلي. الحقيقة يمكن حالة التركيز الكبيرة اللي بنأكد عليها اللي شايفينها في وجوه كل لعيبة النادي الأهلي وفي عيون كل لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله النهاردة تحقق في المباراة، تحقق في الملعب. 180 دقيقة بنأكد من جديد يا كابتن سيد، 90 دقيقة الأولى هنا في القاهرة بإذن الله تريحنا في مباراة رادس، ومباراة رادس إن شاء الله في تونس نرفع كأس البطولة، بطولة غالية غايبة عن فريق النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي بقالها سنين، ومنها إن شاء الله إلى كأس العالم للأندية وهو حلم جمهور النادي الأهلي. كالعادة يا كابتن سيد نكون مستمرين معاكم ومع كل جمهور النادي الأهلي من خلال ملعب الأهلي بإذن الله، لحظة بلحظة بننقل كل كواليس فريق النادي الأهلي هنا من فندق الإقامة وحتى ملعب المباراة، وعقب المباراة إن شاء الله بإذن الله تكون لنا فرحة كبيرة مع جمهور النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي، لعيبة النادي الأهلي. عودة ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ وكل نجوم الاستوديو التحليلي. منور يا كيمو باذن الله، منور. تعالى لي بقى كده، احنا حالنا زي بعض انا وانت، يعني انت مربي شعرك النهارده فارق عني شويه، فانا وانت زي بعض كده ان شاء الله وشك يبقى سمح زي كالعاده يا كريم، وتبقى ان شاء الله الرحمن انتصار كويس ونتيجه كويسه باذن الله تعالى. انا عايز اطير على برج العرب على طول عشان الناس ننقل احساسنا بيهم واحساسهم بينا اللي موجودين في برج العرب، والناس اللي بره برج العرب، والناس اللي بتشاور عقلها ولسه ما دخلتش برج العرب، والناس اللي موجوده على المقاهي او في الشوارع او في البيوت، ننقل لهم الصوره ده قبل الماتش بثلاث ساعات. الصوره دي تقريبا من ساعه فاتت قبل الماتش بثلاث ساعات، نهاية افريقيا، المنظر اللي وحشنا واللي نفسنا يتكرر ونشوفه في الدوري ونشوفه في الكاس ونشوفه في افريقيا ونشوفه في البطوله العربيه، نشوف المنظر ده، العلم الاحمر مغطي مصر كلها، علم تيشيرت النادي الاهلي وعلم النادي الاهلي مغطي مصر كلها، واللون ده بيدي رعب، اللون ده بيدي رعب على المستوى الدولي مش على المستوى المحلي بس، على المستوى الدولي هتلاقي اعظم الفرق الاوروبيه واعظم الفرق العالميه بترتدي التيشيرت الاحمر، كل الفرق العالميه وكل الفرق القاريه وكل الفرق اللي موجوده كابطال بنسبه كبيره جدا في البطولات المحليه، مساء الفل عليكي، يعني لابسه احمر والجاكيت بتاعها احمر، وان شاء الرحمن باذن الله تعالى يبقى اليوم كله رايح في الاتجاه الاحمر اللي هو النادي الاهلي. دي صور الناس في مدرجات التيشيرت او اللون اللي بيرعب كل الناس، وده مؤمن زكريا، يا سلام على الروح ويا سلام على الجمال. واللي معاه ده عم
عم نور السواق الاوتوبيس، التواصل اللي موجود ما بين كل الناس ما بين كل المنظومه، بالباراشوت يعني افريقيا هتجيلنا بالباراشوت ان شاء الرحمن، بس احنا اللي بنجيبها، احنا اللي بنقتنصها، احنا اللي بنجيبها لحد عندنا في دولاب النادي الاهلي. افريقيا اهلي باذن الله تسعى لكل الاهلاويه، تسعى لكل النجوم، تسعى لكل الجهاز الفني، تسعى لمجلس اداره الاهلي، تسعى لكل عشاق الاهلي، تسعى لكل مصر في كل مكان ان شاء الرحمن، من البحيره واخر الصعيد، التسعى عشان خاطر الناس دي، التسعى عشان اللي نايم ده في عز البرد ولا موجود من بلد لبلد، التسعى عشان الروح الحلوه دي، التسعى عشان الاخلاص ده، عشان التفاني ده، عشان الجمال ده، يعني قد ايه الانسان المصري والانسان والبصه دي كمان، والانسان المصري بطموحه واهدافه تحققها باذن الله، والبصه الحلوه دي لكارترون تحقق الثنائيه ان شاء الرحمن، خدتها مع مازيمبي ومستنيينك تاخدها مع الاهلي باذن الله في 2018، كارترون والنظره والامل والحلم والهدف الكبير بالنسبه له، واللي عشانه جه مصر هنا يمرن النادي الاهلي من اول عباراته واول تصريحاته لما تولى المسؤوليه في شهر 6 اللي فات، قال انا جاي عشان البطوله الافريقيه، قطع 75% من المشوار لحد ما وصل للمباراه النهائيه، فاضل على الحلو دقه وفاضل على الكاس مباراتين، فاضل على الكاس ترجي، فاضل على الكاس ترجي. فاضل على الكاس ترجي، فاضل على الكاس ترجي، ويحقق الاهلي التسعه باذن الله في تاريخه القاري والافريقي. احمد اتكلمنا على الهجوم واتكلمنا على نقاط مميزه جدا للترجي، لكن يبقى عندهم حالات دفاعيه وحالات ضعف. طبعا اول حاجه لما اتكلمنا عليها في نقاط الضعف هي حراسه المرمى، وقلنا ان التسديدات عنصر مهم جدا النهارده. تاني نقطه وهي سامح الدربالي، زي ما قلنا الباك اليمين بتاعهم مميز جدا هجوميا ولكن ضعيف جدا وصغره دفاعيه، لازم النادي الاهلي النهارده ان شاء الله يستغلها، لازم وليد سليمان يعمل تمرير طولي، عمرو السوليه يعمل تمرير طولي لاسلام محارب اللي لازم يقطع من وراه. يمكن لو عرضنا الصور بتاعه سامح الدربالي هنلاقي ان هم استقبلوا هدفين في البطوله دي، اول هدف اهو دي مباراه تاون شيب، بص حضرتك بيسرح دايما، ده تمرير طولي من وراه في ظهره جون، دي الهدف الاول في كمباله تقريبا واتكررت مع الاتحاد، دي اول صوره معانا. لو عرضنا الصوره اللي بعدها هنلاقي برضه هدف من وراه، هنلاقيه هو غلط وقع، الضغط عليه سهل جدا، عشان كده بقول لحضرتك اسلام محارب النهارده لو في حالته على المستوى الدفاعي والهجومي هيفرق جامد جدا، لان انت بتتكلم في نقطه قوه سامح الدربالي وانيس البدري ناحيه اليمين، وبتتكلم في نقطه ضعف المساحات اللي وراه. سامح الدربالي مميز هجوميا وقوي بدنيا ولكن ضعيف على المستوى الدفاعي وعلى المستوى البدني، ودي حاجه خروج الاهلي يا احمد، معلش يا دكتور احمد، خروج الاهلي من قاعده المحاضره، خلاص التشكيله علن دلوقتي، تشكيله الاهلي اللي هيخوض بها اولى المباريات النهائيه او المباراتين اللي على استاد برج العرب الاولى باذن الله بعد ساعتين من دلوقتي، خلاص كارترون قال وقلت لكم الاهلي هيتحرك على 7 و10 عشان قواعد الاتحاد الافريقي اللي لازم تكون موجود هناك قبلها بساعه ونص. الاهلي في مواجهه الترجي التونسي والتشكيله علنت وهنقولها بعد شويه يعني، ومش هتخرج من الحالات اللي هنقولها بعد شويه مع الجمله في التحليل كابتن شريف عبد المنعم وكابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني، هنتكلم على التشكيله المتوقعه، مش هتخرج عن ال11 اللي هنقولهم باذن الله مع كباتننا في الاستوديو، لكن الصوره دي صوره حيه قدامكم مباشره من ملعب او من فندق الاقامه، اقامه بعثه النادي الاهلي ومن خلال ملعب الاهلي، ومش هتشوفوا الكلام ده غير في قناه الاهلي، فخليكم متابعونا او مستمرين معانا بعد حتى نهايه اللقاء، ما تروحش في اي مكان، هتشوف كل تفصيله وكل صغيره وكبيره خاصه باللقاء والتحضيرات للمباراه اللي بعد كده اللي هي هتبقى يوم الجمعه في اسبوع ممتد، اسبوع افريقي، اسبوع افريقي خالص تسعى لاهلي باذن الله تعالى، وهنتكلم بكل يوم بالتاكيد عن كل الاشياء الخاصه بالاميره الافريقيه. مؤمن زكريا يعني رغم ابعاده ورغم ان هو مش موجود في ال 18 والبعد الفني اللي هو فيه ولا التشكيله الاساسيه ولا الاحتياطيه، لكن دي روح النادي الاهلي، دي روح تجيب بطوله، مؤمن زكريا دي روح تجيب بطوله. اتفضل يا ابو حميد. هو كمان مش مؤمن بس، ده كمان كابتن حسام غالي رايح، كابتن صالح جمعه، اكتر من حد يعني، محمد فضل، كابتن محمد، ودي اكبر مسانده على فكره طبعاً. المسانده الكبيره جدا ان انت تكون موجود ومشارك ومؤازر لفرقتك وناديك، الموضوع طبعاً. ما بيبقاش شخصي خالص، وقلت لكم في الاول من اول ما بدات الحلقه النهارده الموضوع ما بيروحش لحسابات شخصيه، والاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق الجميع، علي النعم الاهلي فوق الجميع. كمل يا ابو حميد. تمام، زي ما قلنا لو عرضنا كمان بقيه الصور بتاع سامح الدربالي، ثغره دفاعيه واضحه جدا، لازم النهارده نستغلها، لازم اسلام محارب يتحرك بشكل كويس، ازاره دايما ازاره بيتحرك ناحيه اليمين، النهارده كمان لو اتحرك ناحيه الشمال هيستغل الثغره اللي ورا سامح الدربالي، عندهم النقطتين دول يعني السرعات البطء بتاع سامح الدربالي نقدر نستغلها، عشان كده مؤمن زكريا النهارده برده لو كان موجود وان شاء الله حتى لو كان موجود في مباراه العوده يقدر يستغل الثغره اللي وراه، سواء بقى مؤمن سواء اسلام محارب سواء ميدو جابر.
طبعا احنا بنعرض يا احمد برضو وانت بتتكلم كده سعد السمير والرجاله كلهم، الرجاله كلها طالعه، شريف اكرامي ومجموعه اللي كان موجود فيها صبر الرحيل وكان اسلام محارب، الرجاله كلها طالعه من الفندق، الرجاله طالعه من الفندق. احساسك بشخصيتك ومكانك وامت مصر بالنسبه لك وامت النادي بالنسبه لك كلها في تفانيك ولعبك واجهادك. النتيجه بتاعت ربنا، الاخلاص هو اللي بنحاسبك عليه، الاجتهاد هو اللي بنحاسبك عليه، المجهود هو اللي بنحاسبك عليه، لكن التوفيق ما باليد حيله، ما تقدرش تتكلم فيه، التوفيق ده بتاع المولى عز وجل. اتفضل يا ابو حميد. طبعا وجمهور النادي الاهلي دايما زي ما عودنا النهارده ان شاء الله اكتر من 60,000 زي ما شفنا في الصور ماله الاستاد، جمهور الاهلي دايما في الموعد ان شاء الله. اول ربع ساعه تحديدا هتفرق جامد جدا مع النادي الاهلي والحماس الجماهيري الموجود، لو قدرنا نستحوذ وقدرنا نسجل اعتقد ان هي هتسهل علينا كتير جدا. اول ربع ساعه ان شاء الله الرحمن لو سجلنا هدف هتسهل علينا كتير جدا، زي ما اتكلمنا وقلنا في نقاط الضعف، قلنا حراسه المرمى وقلنا سامح الدربالي. النقطه الثالثه في نقاط الضعف، هي ممكن يعني ممكن تكون نقطه قوه ولكن هي على مدار البطوله كانت نقطه ضعف، وهي طه ياسين الخنيسي. طه ياسين الخنيسي المهاجم الاساسي للترجي ما احرزش ولا هدف في خلال 14 مباراه متتاليه وفي خلال البطوله، تراجع تهديفي كبير جدا لطه ياسين الخنيسي. يكمل كده ان شاء الله الرحمن. ولكن طه ياسين الخنيسي في نقطه قال ان هو كعبه عالي على النادي الاهلي، دايما بيسجل في النادي الاهلي جايب هدفين. تف من بقك يا عم احمد، هجايبينك هنا وعمال تتكلم تف من بقك يا ابو حميد. فطبعا طه ياسين الخنيسي مميز قوي بالتحرك، بيعرف يسرق المدافعين بشكل مميز طبعا. جدا الخطوه الاولى في التحرك بالنسبه له، بيسرق السرد باك في لحظه في ثانيه. طبعا مميز جدا بتحركاته، حتى في الضربات الركنيه بيقطع على القريبه. لازم نكون حذرين، مش معنى ان هو ما سجلش ولا هدف، لا لازم نكون حذرين منه جدا، لانه مهاجم دولي ومهاجم خطير بشكل مميز جدا. في مهاجم في بعض المباريات الكبيره بيبان، منهم طه ياسين خنيسي، لازم نكون كل الحذر من طه ياسين خنيسي. اوكي ابو حميد كنت منورنا. ده نور حضرتك وشرف ليا التواجد مع حضرتك. العكس، ده انت حد جميل جدا ومتفاني جدا وحد في المستقبل هيبقى له شان، افتكروا كلامي كويس جدا. وانا ليا نظره في البني ادم وليا نظره في الانسان عامه يعني بشكل كبير جدا جدا، الاخلاص والتفاني والشغل يعني ليل نهار وتركيزك كله، ويبقى توفيق المولى عز وجل. وانا من اشد انصار النجاح اللي بيجيب ماده، مش الماده اللي بتجيب نجاح، النجاح اللي بيجيب ماده. شكرا يا ابو حميد. شكرا. بعد الفصل اللي جاي والجزء التحليلي الفني، كلام كله كوره مع كابتن شريف عبد المنعم، كابتن احمد بلال، وكابتن اسامه حسني، لكن يا ريت كمان نشوف الاوتوبيسات ونشوف الحركه ونشوف الروح اللي موجوده. ملعب برج العرب نهائي افريقيا ما بين اكبر فريقين على المستوى الافريقي، الاهلي والترجي التونسي. الاهلي عم الانديه الافريقيه ووحش افريقيا واسد افريقيا من خلال 8 بطولات دوري ابطال افريقيا، في مواجهه الترجي شيخ الانديه التونسي في اول اللقاءات النهائيه باذن الله على استاد برج العرب. فلقاء ممتد، اول مره اشوف نهائي يقعد اسبوع كامل، هتبقى النهارده نهائي وبكره نهائي وبعده نهائي وبعده نهائي، وان شاء الرحمن 9 نوفمبر يبقى الاهلي يتوج بالتسعه باذن الله. النهارده لايف مساء الفل يا اسامه، احنا على الهواء. طيب في الجزء الخاص بالامور التحليليه الفنيه، كل تفصيله صغيره او كبيره بتمثل او بيمثل ملعب الاهلي النهارده من الشمال لليمين، يعني على اساس القامه والقيمه والمكانه والسن والادميه والزماله والكابتنه وكل حاجه لازم ناخد طبعا. كابتن شريف اللي الكاميرا بتحبه او تحس وانت بتسمع او بتتفرج على ترافولتا الكره المصريه ان الكاميرا رايحه له وبتحب. مساء الفل يا كابتن شريف. مساء الفل يا كابتن سيد، كل التوفيق. والواحد بيتمتع بصراحه بالتقديمات اللي انت بتعملها، فبالتقديمة الحلوة دي إن شاء الله نبارك لبعض بفوز كبير النهاردة إن شاء الله. يا رب إن شاء الرحمن. تحياتي لكابتن فؤاد. واحد لو كان في الأيام دي كان سعره كان راح لبعيد قوي قوي قوي، يعني كان زمانه دلوقتي معاه قول مثلا يعني 20 جنيه 30 جنيه. واحد من النجوم بجد الكرة اللي بتعرف رجلها المرمى ماشي إزاي، واحد من النجوم اللي لعبت في خط ال 18 أو جوه خط ال 18 أو جوه منطقة ال 18، أحمد جوال، وكمان من المحللين الرائعين جدا بتستمتع وأنت بتتفرج على أحمد بلال أو بتسمع أحمد بلال. مساء الفل يا أبو حميد. ربنا يخليك كابتن سيد، ربنا يعزك يا رب إن شاء الله، يا رب توفيق النهارده ان شاء الله للنادي الاهلي، ونتيجه واداء باذن الله تعالى يفرقوا معانا كتير جدا ان شاء الله المباراه اللي جايه باذن الله. وبستمتع بيك دايما طبعا على طول الحاجات بتاعتك ما خلصش منها. والكابتن طبعا شريف كابتن اسامه حسني. واحد بكره بتاعه في الرؤيه الفنيه وكمان عنده مسؤوليه وامانه لازم يقدمها للنادي الاهلي من خلال برنامجه اللي موجود على قناه الاهلي اللي بيتذاع كل يوم جمعه الساعه 3، لكن النهارده عشان اهميه اللقاء بالتاكيد كان لازم احنا كمان نطلع هوا. معلش خدنا منك البرنامج النهارده يا اسامه. ربنا يخليك يا كابتن سيد، يعني انا سعيد طبعا موجود معاك ومع كابتن شريف. زي ما انت بتقول كابتن شريف طبعا بيخطف الكاميرا نجم سينمائي قديم، يعني فهو بيعرف يخطف الكاميرا ازاي مع كابتن احمد بلال هداف اهداف مصر كلها. اتمنى ان شاء الله نكون يوم اهلاوي، يعني كل الناس الاهلاويه يعني تسعد باليوم دوت،
ان دايما يعني فرحه الاهلاويه دي بتبقى فرحه كبيره، ولما الاهلي بيكسب يعني دايما بيرسم البهجه على وجوه المصريين كلهم. فاتمنى ان شاء الله يبقى يوم اهلاوي خالص كده ان شاء الله، الناس كلها تحتفل، الناس كلها ترجع من برج العرب يعني فرحانه. وبس نقطه عايز اكد عليها على الجماهير يا كابتن سيد، يعني خلال السوشيال ميديا خلال يومين والثلاثه اللي فاتوا شفنا الجماهير وهي نايمه في الشارع والبطاطين وواحد رجليه مكسوره واقف عايز تذكره معاني. فيعني دايما لما بنقول جمله الجمهور ده حماه، دي جمله مش يعني ما تقالش كده عابره، لا ده فعلا جمهور النادي الاهلي دايما في وقت الشده مع النادي الاهلي، في وقت الفرح مع النادي الاهلي دايما هو اللعيب رقم واحد. فاحنا يعني انا لو واحد اهلاوي نفسي يعني ابوس راس كل واحد، بس بلاش ابوس راس كل عشان دي بتزعل الناس، ابوس راس كل واحد من شباب الاهلي ابوس راس كل واحد اهلاوي عايز يروح يشجع النادي الاهلي النهارده. طيب هو عايز يقول في الاخر يعني انا في وقت الشده شديد وفي وقت القوه قوي. طيب لازم قبل ما نبدا الاستوديو التحليلي نعزي طبعا اخواتنا في المنيا على الحادث الارهابي الغشيم والحادث الارهابي اللي ان شاء الله الرحمن قياده مصر ورموز مصر وكل الشعب المصري بمختلف ميوله وطوائفه يكون مواجهه الارهاب. يا كابتن شريف طبعا يا كابتن سيد البقاء لله وجنب بما فيها يا رب طبعا لشهدائنا وربنا يترحمهم عنده ويتقبلهم شهداء. مهما عملوا الناس ومهما حاولوا يهزونا عن الوضع اللي احنا فيه النهضه اللي احنا فيها والحاله العليا بتاعت العرب كلها اسم مصر مش هيعرفوا يهزوا كيان مصر ووضع مصر. احنا ماشيين الحمد لله بخطوه ثابته بيصطادوا الاوقات اللي هي زي النهارده مثلا في مهرجان، بكره في مهرجان الشباب، اي وقت بيحاولوا طبعا في غفله بنقول في عدم سهو. احنا مش هنمشي نراقب كل واحد ماشي في الشارع، انما ربنا عالم وربنا هيحمي هذه البلد ونتقبلهم شهداء باذن الله. شرفا كابتن بلال. عايز اقول لك يا كابتن سيد طبعا البقاء لله سبحانه وتعالى وربنا يصبر طبعا اهالي الناس دي كلها. يعني دايما المصريين يعني بيتوحدوا في وقت الشده، يعني في وقت الشده دايما في المصائب، في وقت الشده في الازمات تلاقي المصريين دايما بيتوحدوا مش بيتفرقوا. المواقف اللي زي كده والحالات اللي زي كده بتزيد المصريين ترابط وبتزيدهم قوه وبتخليهم اكثر تماسك واكثر وحده، وده بان في اوقات كتيره جدا. يعني طول عمر مصر اكيد مستهدفه يعني داخليا او خارجيا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال كابتن شريف يمكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حامي مصر، وربنا دايما يحمي مصر ويحمي شعبها باذن الله ان شاء الله. طبعا بنعزي اخواتنا المسيحيين في الحادثه اللي حصلت النهارده، لكن مصر دايما هتفضل متماسكه، مسلمين ومسيحيين كلنا ايد واحده مع بعض. كله عايز يعني النهارده ابسط صوره مباراه الاهلي والترجي والعدد الكبير من الجماهير ده بيبعث صوره ان مصر لا امنه، مصر فيها مباريات كره بتتلعب. يعني لو حادثه عدت ان شاء الله يعني الناس اللي عملت الحادثه دي يعني الشرطه في مصر تقدر يعني تجيب الناس اللي عملت الحادثه، لكن مصر ان شاء الله مستقره وامنه وهتفضل طول العمر امنه يا كابتن سيد. طيب قبل ما نتكلم في الامور التحليليه الفنيه وكل تفصيله صغيره وكبيره في الامور الخاصه باللقاء على المستوى الفني وفكر كارترون ومعين الشعباني وازاي هيواجه كارترون الترجي التونسي بقوته انيس البدري والبليلي وطه ياسين الخنيسي وفرانكو، كل بالك كل الناس ديت، او حتى معين الشعباني ومواجهه احمد حمودي واميدو جابر واسلام محارب ووليد سليمان ووليد ازارو. خلينا ناخد رؤيه للكاتب الصحفي الكبير طبعا والناقد الرياضي الكبير جدا جدا الاستاذ حمدي عز الدين. مساء الفل. ايه النور يا ابو السيد. ازي حضرتك؟ انا متابعكم من بدري جدا و بتابع من امبارح كل ما بيجري من استعدادات للمباراه وكيف ان الاهلي يصنع بهجه من نوع خط. استاذ حامد طب هيعيدوا يعني هنتكلم من جديد لانه مهم قوي كمان نشوف رؤيه يعني صحفيه ونقد رياضي للاستاذ حامد عز الدين. جبتوه؟ طيب كابتن شريف يعني دايما ببدا الاستوديو التحليلي واحد بيبقى ممكن يبقى عنده حاجه احنا مش واخدين بالنا منها ووجهه نظر او رؤيه لواحد من نجوم التحليل او كباتن ملعب الاهلي يكون عنده وجهه نظر مختلفه عن الطرح، فاسمع من حضرتك. طب معلش يا سيد قبل ما اسمع الاستاذ حامد، اتفضل يا استاذ حامد.
انا مش عارف انتوا سمعتوا ايه من اللي انا قلته يا كابتن. احنا اول ما حضرتك يعني قلت انا متابع من لحد امبارح والخط اتقطع فكمل يا فندم. طيب ماشي، احنا هنبقى نشوف مين المسؤول عن خط عن قطع الخط. مهم قوي، بيتقطع الخط ده كتير قوي الايام دي. انا بقول انا بتابع الاستعدادات لماتش الاهلي والترجي ونهائي افريقيا ونهائي افريقي عربي، بيتابعوا العرب والفرقة جميعا. فحالة بهجة شديدة يصنعها النادي الاهلي في مصر، هذه الحالة يبدو انها كانت التوقيت الاساسي لهؤلاء الجبناء اللي اختاروه لضرب هذه الحالة الطبيعية. هي الجملة انا باخد من اخر جملة قالها الكابتن اسامة حسني، فعلا انه وجود جمهور وانه النادي الاهلي نجح في الاتفاق على انه الجمهور يبقى 60,000 في الملعب، فشعر هؤلاء انه هذا المشهد اللي هتنقله كاميرات للعالم كله هيبقى شيء صعب عليهم ان تظهر مصر امام العالم وقد عادت اليها بهجتها وعادت اليها فرحتها وامتلأ ملعب بعشرات الالاف في نهائي بطولة افريقية. ده بيوجه رسائل عظيمة جدا، فهم لقوا ان دي تبقى فرصة رائعة يستغلوا فيها ان يضربوا عزل مدنيين عزل ابرياء. فقد استشهد اليوم 7 بينهم اطفال، لا حول ولا قوة الا بالله، واصيب 14 كانوا في اتوبيس رحلات عادي، اتوبيس رحلات عادي كانوا رايحين يصلوا في دير في منطقة العدوى في المنيا، وهم راجعين كانوا منتظرينهم بالرصاص، منتظرين بالرصاص بعد يومين فقط من إعلان المتحدث العسكري المصري أنه مصر حققت أهدافها بحملتها العسكرية الشاملة سيناء 2018 بعودة الحياة إلى طبيعتها في شمال ووسط سيناء. وبعد 3 أيام من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصر نجحت في مواجهة الإرهاب في سيناء، كانت تواجه إرهاب تشترك فيه 6 مخابرات لدول مختلفة إضافة للمغسولة أدمغتهم من إرهابيين يعني جهلة. فاليوم انا بوجه الرساله انه النادي الاهلي هو المعادل الموضوعي للوطن، المعادل الموضوعي لمصر. وبتمنى ان يكون حكام المباراه اليوم وصلت لهم الرساله بانه النادي الاهلي لازم يعني نقف حداد على شهداء الوطن. وبرضه طبعا ما بنساش اقول انه معلن النادي الاهلي النهارده بيلعب نهائي افريقيا وفي وجود جماهيره العظيمه الموجوده من 48 ساعه، فانه مصر النهارده بتستضيف شباب وقاده ورؤساء حكومات ووزراء من مختلف دول العالم في شرم الشيخ في مؤتمر شباب العالم. فده مع ده يعني يبدو انه اصابهم بغصه شديده كانت وراء هذا العمل الجبان، العمل الذي أرادوا به ضرب إرادة الأمة المصرية في البقاء وفي النماء وفي الاستقرار والبناء. ولا أعتقد أنه شيء ده هينجح لأنه لا طبعا أفعال الذين فقدوا الأمل في إعادة مصر إلى الوراء. أنا آسف طبعا ان انا اخذت من جماهير بالعكس انا بضم صوتي لصوت حضرتك استاذ حامد عز الدين، بضم صوتي لصوت حضرتك، لكن بضيف كمان بعض الاشياء المهمه جدا. طول ما الايد في الايد وترابط واحد والتجمع واحد والهدف واحد، وهي يعني وجود مصر في اعلى مكان من خلال كل مواطنيها بكل فئاتها بكل معتقداتها. يعني طول عمرنا البلد اللي معروفه على مدار التاريخ كله كلها انت بتتكلم على واحد على طول، انت مصري، ما بتتكلمش على ديانة
مكانه ولا ملته ولا اي حاجه خالص، بل بالعكس احنا عندنا واجب مع القيادات ومع المؤسسات ومع الجيش والشرطه، احنا كمان لنا واجب جامد جدا من خلال انتشار المعلومه الصحيحه وانتشار المفهوم الصحيح وانتشار التعاون المظبوط. يا استاذ حامد، لا انا كنت عايز اقول لهم يا جماعه المصريين، اخر دراسه اعلن نتائجها الدكتور وسيم السيسي قالت انه جينات 97.5% من المصريين هي ذاتها جينات توت عنخ امون ملك مصر من 5000 سنه. فالمصريين كلهم واحد وبصمه وشهم واحده وبصمه صوتهم واحده، يعني ما نقدرش نفرق بينهم. وان شاء الله ان شاء الله تكون دي عمليه تعطينا الفرصه للانتباه اكتر، خصوصا في اماكن هم يرونها اهدافا سهله لانهم بعدوا عن المواجهه الحقيقيه. تمنياتي بان يحقق النادي الاهلي املنا جميعا يا رب، امل مصر وتحقيق فوز كبير باذن الله، يعني ايه يداوي ولو جزء من الجراح اللي ان شاء الله انه هذه العمليه الجبانه ادت اليه. صحيح، يعني شكرا جزيلا للاستاذ حامد عز الدين الناقد الرياضي المعروف والكبير، شكرا جزيلا للاستاذ حامد عز الدين، شكرا جزيلا. طيب حابب تعقب ولا تخش؟ لا مش عقب، مفيش اكثر من استاذ حامد عز الدين انه يتكلم بهذا الشكل الجميل، ان هو تحدث عن هذا الموقف. نشكره طبعا على هذا الاحساس الجميل اللي موجود في مصر، ونتمنى ان كل حاجه خلاص تروح لحالها، خلاص الارهاب ملوش روح ولا ليه عمر، يعني كلنا عارفين الكلام ده، ان دي حاجات بتبقى بتحصل كده مش ملهاش اي لازمه خلاص. الحاجات دي المصريين تعودوا ان هم يقفوا زي ما قال بلال كده ايد واحده، مسيحي مسلم اي حد، البلد دي بلدنا احنا، محدش هيقدر يخرجنا من الاحساس الوطني الكبير اللي احنا موجودين فيه النهارده والفتره الجايه ان شاء الله. ارجع وارد عليك، عندك حاجه؟ لا اتفضل. ارد على سؤالك، ان انت بتقول احنا اي لعيب فينا بيبقى عنده ساعات الاحساس اللي هو غير مراقب في التحليل، يعني انا في الملعب النهارده لو انا كمكان كابيرون او مدرب الترجي ببحث عن حلول، لان هما الاثنين خلاص دول فرقتين كبار، كبار افريقيا النهارده بيلعبوا بعض الاهلي والترجي. نهينا عن ان هما فرقه كامله ما شاء الله، عندهم ديوتات، عندهم لعيبه محترمه جدا، علينا ان احنا بنضغط عليهم ونمنعهم من اساليبهم واسلوب الاستحواذ واسلوب التهديف بتاعهم، وهما كلنا عارفين ان اضعف خط عندهم هو خط الدفاع بتاعهم اللي احنا نقدر نروح فيه بكل حريه عن طريق وليد او الاثنين وليد سليمان وليد ازارو. انا عايز اقول لك يا سيد ان عندنا النهارده مفاتيح لعب تانية كبيره قوي، انا كاحساس انا بصراحه ان احمد فتحي وعمرو السوليه وايمن اشرف دول غير مراقبين خالص. اللاعب الغير مراقب النهارده ده هو الحدث، هو الفعل، هو اللي يقدر يفاجئ. يعني انا لن افاجئ ان عمرو السوليه بيشوط كوره من على خط ال 18 برجليه الجامده بالتصويبه اللي هي اللاعب مش منتظم. هو ده النهارده المفتاح الحقيقه اللي انت غير مراقب فيه، كل حاجه الفرقتين عارفينها عن بعض، مفيش حد مش عارف. انيس البدري هو بيقطع من ناحيه اليمين وانا لازم اكون معاه وهو بيقطع وبياخد الكوره وجاب هدف اخراني وبيلعب كوره بشماله وبيلعب، محدش بيقول ان يوسف البلايل ده مش من احسن المراوغين اللي موجودين في الفرقه. ده مراوغ عالمي بيعدي 1 2 3 4، وانت عملت احصائيات انا كنت بتفرج عليها حاجه تمام الكلام اللي انت بتقوله. التشكيله بتاعت الترجي اللي نزلت رسميا، التشكيله بتاعتنا بالظبط زينا اللي انت قلتها بالظبط، باستثناء ايمن بن محمد للاصابه ودخل حسين الربيع زي ما عرضناه من شويه، ويمكن دي في صالحنا شويه. حسين الربيع برضو ايه عنده شويه من البطء وما عندوش الجراه اللي لا طبعا مش بقوه ايمن محمد خالص. ايمن محمد عنده جراه ان هو يروح ويرجع ويعوض ولعيب منتخب يعني. باذن الله الجماهير الكبيره يا كابتن سيد اللي موجوده دي حافز جامد جدا وسلاح خطير جدا على فرقه الترجي، وهم عندهم عاده بيننا وبين بعض مقدريننا الحقيقه مهما كانت الظروف. احنا هم مقدريننا، بيحب يعني عارفين قيمه النادي الاهلي شكله صحيح. ايه وعارف ان النادي الاهلي بيلعب جوه وبره، ما بيلعبش بس على ملعبه، وهم عندهم من السوابق ان هم كانوا بيتعادلوا معانا 2-2 و1-1 هنا، بنرجع احنا نفوز هناك او بنعمل نفس النتيجه.
هم فريق محترم جدا وجماهير محترمه جدا جماهير تونس بصراحه الحقيقه. والنهارده جايين بيحددوا بيقول ده لقاء الكبار صحيح محدش يتدخل احنا والاهلي الكبير النهارده بنلعب في في, في 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 بلدنا الثاني وصفهم حقيقي شافك وصفهم بص الحكام وصلوا الدنيا وصلت وادي الجماهير وصلت اول امبارح يا كابتن اذا كنا اتكلمنا عن الجزائر والتشجيع والمؤازره الشرسه من وفاق سطيف فهذا هو جمهور مصر اللي هيقول بكل كلمه واحده وانا حاسسها من دلوقتي ومش عايز اقول لك قد ايه كلمه يا رب النهارده هسمعها النهارده من اول الماتش لاخر الماتش وباذن الله ربك يوفق. مش عايز اخد طبعا الكلام كله الكباتن عندهم حاجات كتير عايز يقولوها عايزين النهارده باذن الله كل التوفيق في اول 10 دقائق 15 دقيقه يكون لينا سبق تهديف باذن الله وده هيفرق معانا كتير ان شاء الرحمن. اتفضل يا كابتن بلال. نقطة مهمة برضو بالنسبة لجمهور النادي الاهلي خد بالك انت برضو بتلعب فرقة نفس ستايل النادي الاهلي. وادي هشام حنفي موجود في المدرجات والحكام بعد شوية هنعرض لكم صورة وصولهم كمان. لابس ابيض يا كابتن. لا بس في الكلام مكتوب الكلام مكتوب بالاحمر يا كابتن معلش. صحيح يا اما السابقة الكلام مكتوب بالاحمر. عايز اقول رد عليه العالم علم النادي الاهلي طبعا ان شاء الله رفرف بعد المباراه باذن الله تعالى ان شاء الله في كل مكان باذن الله تعالى. عايز اقول لك يا كابتن سيد النهارده يمكن يعني نفس الفرقتين متشابهين يعني نادي الاهلي نادي بطولات نادي الترجي نادي بطولات ستايل اللعب هو واحد ستايل مش مختلف الفرقتين بيلعبوا بنفس طريقه اللعب تقريبا يعني بيعتمدوا على المهاره شويه بيعتمدوا على الباص بيعتمدوا على الاستحواذ بيعتمدوا على امكانيات وخبرات اللعيبه اللي موجوده داخل الملعب. لكن مطلوب من جمهورنا النهارده في بدايه اللقاء قبل ما نخش في الموضوع في النقط التحليليه يعني وارد جدا النهارده ممكن يكون اللعيبه كابتن قلقانين في بدايه المباراه وارد جدا يكون اللعيب مخضوض شويه وضع طبيعي يعني في كره القدم في المباراه النهائيه دي يعني بتبقى في اول ثلث ساعه اول 10 دقائق في بعض اللعيبه ممكن يكون لسه عنده الخضه شويه لسه عنده الرهبه شويه لسه برده ما دخلش المباراه شويه تكوف. لسه يعني ما عملش كيك ده لسه فالنهارده طبعا مطلوب من جمهور النادي الاهلي من بدايه المباراه وهم طبعا يعني هم قادرين بالحته دي وجادرين بالحته دي وبيعملوها كويس قوي يا كابتن التشجيع يعني من بدايه المباراه لنهايه المباراه. انت بتلعب برضو مباراه على شوطين شوط هنا في القاهره شوط لسه موجود في تونس والسنوات اللي فاتت كلها بتقول ان المباراه النهائيه ما بتنتهيش على ملعبك ما بتنتهيش في الشوط الاول في المباراه الاولى المباراه النهائيه كلها بتنتهي برضو بنهايه صفاره الحكم في في المباراه الثانيه وده وضع طبيعي جدا. ممكن النهارده النادي الاهلي ان شاء الله يوفق ويكسب 2-0 3-0 يبقى دي عدى نقطه او عدى حاجه كبيره جدا ممكن لا قدر الله يكسب 1-0 بس ممكن لا قدر الله يتعادل. فالنهارده عايز بس من جمهور النادي الاهلي دايما زي ما هو عود اللعيبه انه من اول دقيقه لاخر دقيقه هو بيشجع اللعيبه من اول دقيقه هو سبورت للعيبه الضغط يبقى موجود على لعيبه تونس النهارده اكيد هم جايين قلقانين من النادي الاهلي هم وضع طبيعي ان هم قلقانين من النادي الاهلي. النادي الاهلي الموسم اللي فات هو وصيف بطوله افريقيا وصل برده السنه دي للنهائي فهو الاقوى بالنسبه اقوى من الترجي فوضع طبيعي هم عاملين حساب النادي بشكل كبير جدا. النهارده ممكن جمهور النادي الاهلي يبقى برده الضاغط او عامل ضغط نفسه يا كابتن برده على فرقه الترجي النهارده ممكن في بدايه اللقاء زي ما انت قلت شويه ضغط من بدايه المباراه في نص ملعب الترجي مع الهتاف الجماهيري داخل الملعب يقلب المباراه بشكل كبير جدا يخليك تليد تخليك يبقى ليدنج عليهم طول المباراه. النهارده الحاجات الصغيره دي في البدايه يعني بتفرق كتير جدا مع الفرق تشجيع وضغط من البدايه فرصه في العارضه وترقيصه كويسه من وليد سليمان مثلا وليد ازارو دي الحاجات دي بتفرق كتير جدا نفسيا وبتعليك قوي وبتخلي الفرق اللي قدامك بالظبط تبقى داون شويه. فالحاجات دي مطلوبه جدا مطلوب من الجمهور من بدايه اللقاء لنهايه اللقاء ممكن لعيب يبقى خارج الفورمه في البدايه ولكن مع التشجيع اكيد هيخش في مباراه تاني يعني فده اللي مطلوب من الجمهور وربنا يوفقنا يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه احنا لو قعدنا نشكر في ونتكلم عن الجماهير محتاجين حلقات كتير قلت لك يا كابتن سيد بدايه الجماهير من يومين ثلاثه واحنا بنشوف الناس بتنام في الشارع وبطاطين وواحد رجليه مكسوره وكله عايز يروح يآزر ويشجع النادي الاهلي لكن يعني هي العمليه النهارده زي ما كارتيرون مطالب يكون في 11 في الملعب ال 70 مليون يعني هيكون في 60,000 فهي دي العمليه مش سوء تنظيم ولا حاجه لكن انت مرتبط بعدد من الجماهير في الاستاد ان شاء الله 60,000 النهارده يكونوا هم بمقام ال 70 مليون اهلاوي اللي ورا الفرقه بيمثلوا ال 70 بيمثلوا ال 70 من اول دقيقه لاخر دقيقه في المباراه تشجيع وزي ما الكابتن شريف قال ماتش فاق سطيف هناك شفنا اثر الجمهور الجزائري على الاهلي النهارده نشوف بقى اثر جمهور النادي الاهلي. احنا اخر مباراه لعبناها جماهير النادي الاهلي قصاد كان حريه الغيني في ملعب السلام شفنا الملعب برغم ملعب السلام ملعب صغير لا يعني بيساوي حوالي 15,000 او 20,000 لكن شفنا اثر الجمهور في المباراه دي. النادي الاهلي فاز 4 لكن فاز نتيجه واداء فدايما جمهور النادي الاهلي ليه عامل مهم. كان في لقطه حلوه برده كان في على الصحراوي ناس مسافره واحد صاحبي بيوريني المسجد
كل المصلين لابسين تيشيرتات الاهلي. فبيقول لي طب الخطيب هيخطب ايه؟ قلت له هيقول محاضره الماتش الاهلي والترجي النهارده. فيعني النهارده الناس راحه تحتفل، راحه كرنفال، النهارده الناس خارجه من الساعه 10 الصبح كله رايح في حب الاهلي. لهم ثقه. طبعا. النهارده ربنا يكرمنا النهارده، اهم حاجه في 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 يوم زي ده هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى. النهارده انت كلاعب كره قدم في يوم بتحس ان الكره ماشيه معاك، بتعمل اي حاجه في الكره ماشيه. فالنهارده نتمنى ان شاء الله كل الناس بتدعي وبتقول يا رب النهارده يبقى يوم الاهلي، يوم اللعيبه تبقى الكره ماشيه معانا، كل حاجه تبقى في صالحنا. طبعا اسلوب اللعب والخطه اللي حطها كارتيرون ودوافع اللعيبه، لكن انا كلاعب. طب معلش يا اسامه، قدامنا على الشاشه ده ممر عالمي عالمي، اول مره في تاريخ مصر كلها في الدوريات او البطولات الافريقيه او البطولات المحليه ممر عالمي عالمي من برزنتيشن للنادي الاهلي، والصوره متقسمه باسماء ولاعيبه النادي الاهلي. فعايز اقول لك المقصوره كمان فيها حاجات تحفه، يعني فخامه ايه وجمال ايه، وحاجه تليق باسم النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. ده ممر عالمي عامله اعظم نادي في الكون، عاملاه برزنتيشن خصيصا طبعا للنادي الاهلي. قول يا برزنتيشن اسم كبير في سوق مصر زي ما النادي الاهلي يعني اسم كبير في قاره افريقيا وفي الانديه كلها، برزنتيشن اسم كبير في السوق المصري. وشفنا برضو الاستاذ محمد كامل برضو موجود هناك النهارده في الاستاد وموجود مع الشباب ومع الناس كلهم بتوع برزنتيشن. شوف ماتش السوبر بيتجهز ازاي في الامارات، ومحمد كامل بالتيم بتاعه بينزل بيعملوا حاجات يعني الجمال حلو قوي يا كابتن. اساطير الاهلي على المقصوره، في المقصوره ده كابتن صفوت عبد الحليم الله يرحمه. الحاجات الحلوه، الحاجات التاريخيه، التراث الكبير، التراث العظيم اللي موجود وورثناه احنا وهنورثه للي بعدينا. انا في متحف كابتن حسن حمدي. انت في متحف بالظبط كده. متحف. انت في متحف. دي المقصوره الرئيسيه كابتن صالح سليم. فانت بتتكلم على جمال ده المقصوره على فكره، دي المقصوره. كابتن الفناجيلي، رفعت الفناجيلي، يا سلام على الجمال. كابتن الله يرحمه كابتن ثابت البطل. يا سلام على الجمال، يا سلام على الجمال. الف شكر كابتن مختار التتش. كابتن مختار التتش، الرولز والمبادئ والقيم كلها من بعضه، وده موجود في المقصوره الرئيسيه. قد ايه بيدي لك يعني فخر واعتزاز ان انت اهلاوي، وفي نفس الوقت كمان للناس الغريبه اللي موجوده بتحضر اللقاء عشان تشوف استاد برج العرب وهو يعني متغطي باللون الاحمر. الله يرحمه كمان صاحبنا واخونا وحبيبنا محمد عبد الوهاب. طبعاً. كل دي لفتات رائعه جدا من برزنتيشن للاهلي. وما تعملش الكلام ده ليه وانت بتتكلم في النهائي الافريقي؟ وما تعملش الكلام ده ليه للاهلي؟ وهتعمله لمين غير الاهلي؟ احنا قيمتنا كده، احنا مكانتنا كده، فوضع طبيعي جدا تشوف الحاجات الحلوه ديت والمكان الحلو ده اللي موجود في مقصوره الاهلي. الاهلي والترجي الشغل عالي جدا جدا جدا. معاك تقرير فيقول حاجه؟ ها معانا تقرير؟ اتفضل يا كابتن شريف. ده ان شاء الله غير اللي هنشوفه في الملعب تحت كمان، يعني الشكل لما كنا بنعرف ان البرزنتيشن بيتعادوا دلوقتي على الملاعب وبياخدوها، ابلغ رد اهو اللي احنا بنشوفه، ده ابسط شيء رد النهارده محمد كامل بالتيم بتاعه كل المتكامل. الحقيقه ناس بتشتغل، ناس شايفه رؤيه للكره المصريه جميعا من ايام كاس العالم، من قبل كاس العالم بطولات افريقيا. فانا بنقول لهم الف شكر وعقبال كل الملاعب بنشوفها بهذا الشكل في جميع الانديه باذن الله. اتكلم في حاجه واحده بس قبل ما اروح، ارضيه الملعب النهارده يا كابتن ضد فرقه الترجي، الحاجات اللي انت سالتني عليها النهارده، ايه الرؤيه اللي انا بشوفها؟ الملعب بتاع برج العرب ارضيته ثقيله شويه، التحضير بتاعهم مش هيبقى سهل زي ملعب رادس، ملعب رادس اعتقد انه احسن شويه ارضيه الملعب. لا 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 اوروبيه. معلش لا انا قلت لك بقى معلش تعالى لي انا في الحته دي. ارضيه رادس. لا يا راجل ده ما فيش مقارنه. احنا عندنا احسن؟ بكتير جدا، ده برج العرب، ده برج العرب مثلا يعني بتتكلم في 9 من 10 9 ونص من 10 او 10 من 10، رادس انت على حسب انت وحظك هو بيبقى كويس. لكن ملعب بالنسبه لنا احنا بنأدي اداء غير عادي على الملعب ده. معلش لا هم بيتكلموا بطريقه لعب في برج العرب، بيتعاملوا بطريقه لعب مختلفه عن اللي بيتعاملوها في رادس. لكن ملعب برج العرب بالمقارنه لرادس، طبعا برج العرب حلو جدا، رادس حلو وجميل وعلى عيني وراسي، لكن مقارنه في الارضيه، ملعب كان في الارضيه ملعب واستاد وامكانيات وحتى بنيه تحتيه، لا طبعا برج العرب احنا عندنا اقوى كتير. انا بحس ان هي لا 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 اسالني انا حضرتك. الكره هناك اسرع يا كابتن. الكره هناك بتبقى اسرع من عندنا هنا، بياخدوا تحضير وبطء شويه. عايزك قتل في النجيله شويه، النجيله عندنا عاليه شويه. انا نزلت في الماتش بتاع انا نزلت في الماتش بتاع الوسط الاماراتي وشفت الارضيه، الارضيه عايزه زي ما تكون تتحف منها شويه. ملعب حلو وجميل وكل حاجه، لكن لو هقارنه
بنية تحتية والنجيلة برج العرب يتفوق بكتير. انت ابو الشيد خبرة عني في الحتة دي وحطيت ايه التشكيلة؟ انت حطيت التشكيلة؟ لا ما غلطتش. انت بقالك اسبوع معيشني بحلم بفرقة الترجي. عمل لي برزنتيشن لفرقة الترجي عايزين انا العب برشلونة. قدامنا خمس دقايق في الامور اللي حوالين الملعب. بعد خمس دقايق هنتكلم جوه الملعب. الاهلي وتشكيلته تمام وهيكون معانا ان شاء الله الرحمن بعد خمس دقايق واقل من شوية من الخمس دقايق. فلو بلال عندك حاجة حوالين الملعب التحضيرات بقى التجهيزات الدوافع الامور الخاصه حتى لو عايزين تتكلموا في حاجه خاصه في التحكيم مفيش مشكله لكن لو هتتكلموا في حاجه بره الملعب عشان بعد خمس دقايق هنتكلم كل حاجه داخل الملعب لا بس انا عايز اتكلم يعني اكمل كلام سعيد في الكلام اللي انت قلته من شويه وكلام الكابتن قالوه النادي الاهلي طبعا يعني دايما انت القيمه بتاخدها من اسم النادي بتاعك او من المكانه بتاخدها من مكانه النادي بتاعك النادي الاهلي النهارده عشان يتم الاحتفاء يا كابتن بالشكل ده في النادي الاهلي والدخله الحلوه دي والشكل الجميل ده فانت بتحتفل او بتقدم خدمه يعني مستحقه للنادي بتاعك اي برزنتيشن عملت شغل كويس جدا وشغل تشكر عليه طبعا بشكل كبير جدا تمام وشكل رائع جدا وحاجه حضاريه تمام متميزه جدا 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 ولكن ده برضو للنادي الاهلي يعني الاسم والقيمه الكبيره بتاعه النادي الاهلي برضو تخليك او تساعدك يا كابتن انك تقدر تعمل اي حاجه يعني انت النهارده اسم النادي الاهلي في الملعب بتاريخه وببطولاته النهارده النادي الاهلي ان شاء الله لو ربنا وفق باذن الله تعالى ان شاء الله قدرنا ناخد البطوله هتبقى البطوله التاسعه بالنسبه للنادي الاهلي وده انجاز كبير جدا وانجاز تاريخي وكمان هيحط النادي الاهلي خلاص في المصب او في المكان الطبيعيه بتاعته ان يعني يبقى برضو من افضل الانديه اللي موجوده على مستوى العالم حصلا للبطولات القاريه وده وضع طبيعي فالنهارده احتفال برزنتيشن بالنادي الاهلي النهارده بالشكل ده تمام ده قيمه كبيره جدا للنادي الاهلي طبعا وقيمه كبيره ايضا للبرزنتيشن ودي حاجه برضو عشان تقول للناس ان الكوره في مصر برضو يا كابتن تطورت كتير يعني شكلها حلو مش بس في الملعب وارضيه الملعب لا بره وجوه يعني الكوره في كل حته في العالم اصبحت يا كابتن متطوره والبطل ليه قيمه بالظبط طبعا قيمه تانية خالص طبعا قيمه البطل هم شوف شغلهم كمان يا كابتن شريف تو برزنتيشن محترفين محترفين بالاحتراف يعني مش سايبين اي حاجه للصدفه حتى شفناها من بدايه المؤتمر الصحفي لاعلان رعايه برزنتيشن للنادي الاهلي شفنا المؤتمر الصحفي اللي اتذاع على قناه النادي الاهلي وشفنا النقل جابوا طيارات كانت بتنقل الملاعب في كل فروع النادي شفنا المؤتمر ونقل المؤتمر فاحنا لا يعني ان شاء الله خلال الفتره الجايه هنشوف شغل كويس ما بين الاهلي وما بين برزنتيشن ان شاء الله تطور كويس تطور اكيد في تطور كبير جدا في الحته دي بره الملعب بس عايز اي حاجه تشرحها لنا انت بقى وتطمن الناس عليها الخاصيه بتاعه الفار النهارده فايه الحاجات اللي عايز اقول لك عايز اقول لك حاجه غريبه جدا اول مره تحصل في ال 20 سنه اللي فاتوا مثلا يعني او من ساعه ما اتطبق موضوع ان الاجتماع الفني يبقى موجود في البطولات الافريقيه ما قبل المباراه بيوم واحد يعني انا ما حضرتش خالص في كل المشاركات او كل المباريات اللي حضرتها ما حصلش ابدا ان في حكم ما جاش الاجتماع الفني ما فيش ولا حكم امبارح جه الاجتماع الفني خالص ولا حكم ولا حكم وده غريب جدا عجيبه جدا طب مين اللي بينظم التيشيرتات والالوان والميدان المسؤول عن الاختيار التحكيم دلوقتي في الاتحاد الافريقي المراقب يعني الحكم الجنوب افريقي المعروف طبعا يعني الحكم مباراه مصر ومصر والجزائر اللي كانت في ام درمان في السودان اللي صعد 1-0 طبعا 1-0 هو المسؤول عن اختيار التحكيم وكابتن عصام عبد الفتاح على فكره موجود دلوقتي في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي ويعني تحفظ الاتحاد الافريقي في اعلان اسم الحكم برضه دي حاجه غريبه جدا مهدي بن عبيد انا شرحته معاه واحد اسمه عبد الحق عبد الحق بس مش فاكر اسمه عبد الحق ايه عبد الحق ده اللي كان الحكم المساعد مع جمال حمودي في مباراه الاهلي واورلاندو اللي كانت في جنوب افريقيا فاكرين الجول بتاع احمد عبد الظاهر اللي كان ما فيهوش حاجه خالص هو اشار بالتسلل بس هو حكم كويس جدا يمكن خان التوفيق يعني فالفار موجود عليه النهارده ثلاثه من السنغال اثنين من السنغال وبكاري جسام بكاري جسام بس القرار الاخير لبكاري يعني لو في نقاش في اختلاف يعني يروحوا لبكاري اوكي والحكم الرابع اريك الجابوني يعني كل الحاجات اللي احنا قلناها هنا في الاستوديو التحليلي كلها مظبوطه حتى اريك الجابوني كنت انا متوقع ان هم يدوا له المباراه الثانيه لا حطوه النهارده حكم رابع يعني اللي موجود امبارح في الاجتماع الفني كان المنسق وكان المراقب بس ايا كان بقى منسق مراقب اللي موجود كده فربنا مهم جدا الفار النهارده في الدور ده يعني احنا لو رجعنا لمباراه اول اغسطس يعني مع احترام فرقه الترجي واول اغسطس كان هو اللي يستحق يكون في الدور النهائي صحيح الهدف انت النهارده كان لا من الاولى ان الفار يتطبق في الدور قبل النهائي الجول اللي دخل فينا في هواك الصيف طبعا بتاع الشناوي يعني لو في فار او في اي حاجه يحددها يحدد لنا بس لا انا بتكلم على الترجي ان اول اغسطس اتظلم بالهدف اللي جابوه مظبوط والحكم ده هدف اتكلم في الماضي خلينا في الماضي النهارده صح ولا لا انا ارجع بقى انرموا مش انرموا خلينا في اللي احنا فيه النهارده ها تقرير جاهز ولا عايز افصل واخش الحته الفنيه طيب
اذكركم بتشكيله الترجي وبعد كده هرجع بقى نتكلم في الامور الفنيه مع كابتننا كابتن شريف وكابتن بلال وكابتن اسامه حسني، لكن هاخد تقرير خاص بالاستاذ حسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعات او لعمليات مجموعه اعلام المصريين، ونرجع نكمل كلامنا في الامور الفنيه البحته من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره، مواجهه فرنسيه تونسيه من خلال كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي ومن خلال معين الشعباني التونسي لنادي الترجي التونسي. مبروك للبرزنتيشن، احنا سعداء بان احنا موجودين مع نادي الاهلي. طبعا الاستاذ محمد كامل رئيس برزنتيشن كانت يعني بالنسبه لنا خطوه كبيره قوي، والدعم جه من كل مجموعه اعلام مصريين برئاسه الاستاذ تامر المرسي ان احنا نحط كل المجهود مع النادي الاهلي. طبعا رعايه النادي الاهلي هي رعايه النادي الاكبر والنادي الأحسن في أفريقيا وواحد من أكبر النادي العالمية النهاردة، وهو النادي رقم واحد. فإحنا لما إحنا بنتكلم على النادي رقم واحد طبعا بيستاهل أن تشتغل معاه الشغل رقم واحد، فإحنا بنقدم للنادي الأهلي الشغل رقم واحد إن شاء الله. عايز أكلمك على الجمهور اللي هيبقى ليه تأثير كبير جدا النهاردة، أول مرة من فترة كبيرة نشوف 60,000 في استاد برج العرب، المساندة مطلوبة النهاردة، لو في رسالة بنقولها للجمهور، الالتزام مطلوب، جمهورنا على ثقة، إحنا عارفين إن إحنا عندنا ثقة كبيرة فيهم، بس إيه الرسالة اللي ممكن نقولها للجمهور؟ كنت بقول لابني واصحابه من شويه وهم خلاص داخلين على الاستاد ان رجوع الجمهور مربوط بيكو، مربوط بالالتزام اللي هيحصل بالشكل الحضاري اللي احنا هنعمله. احنا هنقدم شكل حضاري مش لمصر ومش للامن زي ما بعض الناس بتقول، لا احنا بنقدم شكل حضاري لينا، للكوره بتاعتنا شكلها ازاي وشكلها بيبقى حلو ازاي لما بيبقى فيه جمهور، وهنشوف ان شاء الله اداء احسن كتير قوي لما يكون في جمهور، لان يعني الجمهور هو اللعيب اللي موجود معانا. ولو حضرتك خدت بالك احنا شعار برزنتيشن اللي كان الكوره حياتنا بقى النهارده الشعار اتغير وبقى جمهور الكوره حياتنا، فانت لو بصيت على شعار برزنتيشن بصفه عامه هتلاقيه جمهور الكوره حياتنا، واحنا بالنسبه لنا الجمهور هو الاساس. يعني ذكر الجمهور، الناس كانت بايته في الشارع وقدام التذاكر قدام الاستاد، يمكن الصور دي يمكن نزلت على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، شفت الصور دي ازاي وتاثيرها عليك يا مستر صالح؟ انا هقول لك، انا جاي الفجر، ف وانا جاي ما كنتش مصدق ان انا كل ما اقف في محطه بنزين الاقي كل هذا الكم من البشر موجودين لابسين تيشيرتات النادي الاهلي، شايلين الاعلام، الاعلام بتتباع على الطريق كله، تحس ان في مهرجان، الناس مبسوطة، الناس عايزة تتبسط، فإحنا كلنا تفاؤل إن إحنا النهاردة إن شاء الله هيبقى في فرصة عظيمة لإن الناس دي كلها تفرح، مش بس 60,000 الموجودين، الملايين اللي بيتفرجوا، على عشرات ملايين بيتفرجوا على ده من خلال الشاشات ومن خلال قناة النادي الأهلي واللقاءات اللي أنتوا بتعملوها اللي بتخلي الجمهور عايش، حتى لو ما كانش معانا في الاستاد يكون عايش مع الجو اللي موجود هنا، جو الحقيقة جو رائع يعني. اخيرا لو بنقول رساله بقى لعيبتنا ان شاء الله قبل لحظات من هذه المباراه، مستر حسام صالح تقول ايه لكل لعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه؟ الحقيقه ان يعني انا ما اقدرش اوجه، انا مش راجل فني يعني، يمكن كابتن سيد يقدر يقول حاجات اكتر مني، انما انا النهارده اقدر اقول ان احنا محتاجين كل تركيز، محتاجين كل مجهود يتحط في الملعب. احنا بنتكلم على الدقائق بتاعتنا القليله قوي اللي بنلعب فيها الشوطين دول، هم دول الوقت اللي هيفرح ملايين وهيفرح ناس كتير قوي وهيخلينا نرجع حاجه من مجد من الامجاد اللي لازم ترجع اللي ده مكانها، فده طبيعي يعني سواء احنا في مجموعه اعلام مصريين برئاسه تامر مرسي او برزنتيشن برئاسه محمد كامل، احنا الدعم اللي احنا بنقدمه كرعاه هو ان احنا بنشيل كل الحاجات اللي تقدر عوائق او صعوبات تخلي الفرقه ما تلعبش بالطريقه المظبوطه او ما تخليش الاداء المظبوط، فبنذلل كل حاجه على امل ان احنا ان شاء الله هنأدي اداء عظيم ونوصل للمكسب اللي كل الناس متمناه. شكرا جزيلا، وان شاء الله نفرح مع بعض باذن الله بعد هذه المباراه. باذن الله، وشكرا للكابتن سيد، ونتمنى لقناه النادي الاهلي انها تبقى احسن واحسن واحسن ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا لمستر حسام صالح الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعه اعلام المصريين، باركنا له طبعا لاعلام المصريين وشركه برزنتيشن على عقد الرعايه. يمكن اللي احنا شايفينه فندق الاقامه كابتن سيد في اهتمام كبير جدا، مستر محمد كامل موجود، الرئيس التنفيذي موجود لشركه اعلام المصريين، اهتمام كبير جدا بهذه المباراه، كل التمنيات كمان لفريقنا باذن الله ان يصعد من هذه المباراه لرادس، تكون نتيجه باذن الله مريحه تريحنا في مباراه العوده، وبناكد ان شاء الله ثقتنا لم ولن تهتز في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني باذن الله ان شاء الله نكون
موفقين النهارده كالعاده. هنكون مستمرين معاك يا كابتن سيد هنا من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. احمد وشكرا كمان للاستاذ حسام صالح الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعه اعلام المصريين. ان شاء الله الرحمن يبقى يوم جميل يفرح كل المصريين باذن الله مش الاهلاويه بس. هنخش بقى في الجد الفني، الامور الفنيه بجد، يعني من خلال تشكيله الاهلي ومن خلال تشكيله الترجي وتشكيله الاهلي المكونه من محمد الشناوي، احمد فتحي، سعد سمير، كولوبالي، وايمن اشرف في نص الملعب، وفي نص الملعب حسام عاشور وعمرو السوليه واسلام محارب واحمد حمودي ووليد ازارو ووليد سليمان تحت وليد ازارو. يبقى كارتيرون كالمعتاد والطريقه المعتمدة عليها او المعتمد عليها كارتيرون في كل مبارياته داخليا وخارجيا، مهما كانت الغيابات او مهما كانت المؤثرات ومهما كانت العقوبات ومهما كانت الملاعب داخل مصر او خارج مصر، فبيعتمد عليها كارتيرون 4-2-3-1. يبقى تشكيلة الاهلي مرة تانية، الشناوي واحمد فتحي وسعد سمير وسليف كولوبالي وايمن اشرف، حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان واحمد حمودي واسلام محارب ووليد ازارو. تشكيلة الترجي التونسي من غير ما نبص في ورق ومن غير ما نتكلم يعني بشكل على الشاشة اللي احنا حافظينها من خلال شرحنا في قناة الاهلي وملعب الاهلي، معز الدين بن الشرفية وعلى يمينه سامح الدربالي وكمان شمس الدين الزوادي وخليل شمام وحسين الربيع بدل من ايمن محمد اللي اتعور امبارح في التمرينه، وفي نص الملعب بيلعب فرانك كوم وكولوبالي والشعلالي وانيس البدري والبليلي وطه ياسين الخنيسي. دي تشكيله الترجي التونسي. عندك تعقيب على التشكيله او تعليق على التشكيلين يا كابتن شريف؟ واتكلم بقى في التفاصيل الفنيه وهنسترد او هنسترسل مع كابتن اسامه. ده شكل توقعي والشكل القوام الاساسي بالنسبه للفريقين الحقيقه. هو ده الشكل اللي خدوا بيه خاصة من دور الستاشر لغاية ما وصلوا للنهائي. فريقين محترمين. أنا لما سألت قلت 50% 50% أن ما أقدرش أعمل حالة تفوق غير أن أنا على ملعبي وعلى قدرة الجماهير بتاعتي وعلى إحساس لاعبي النادي الأهلي بأن إن شاء الله زي ما أنت قلت مكتوبة لك وتسعى بإذن الله تبقى موجودة. النهاردة كل لاعبي الأهلي والرجولة كلها لما تقول لي مين اللي هتشوفه نجم المباراة هقول لك ال 11، هقول لك اللي قاعدين معاهم صلاح محسن ومروان محسن، هقول لك اي حد قاعد على الخط هو النجم برضو النهارده اللي موجود. تحركات اللعيبه واحساسها باللعيبه الثانيه اللي هي ما بنديهاش فرصه ازاي يستلموا الكوره وينقلوا عليك كوره ويشوفوا التحركات الاماميه بتاعت البدري والبلايلي هما بيخشوا بيطلعوا من جوه وبيطلعوا من بره الحاجات اللي هي الرؤيه وانك انت تبقى مركز تماما يا كابتن بلال وانت قاعد بتتفرج على الماتشات اللي قبل كده سابقتش. دي لعيبه متحركه لازم انت تبقى حاله التركيز بتاعت اللعيبه بتاعتك كلها يا كابتن سيد النهارده في الملعب. مفيش حاجه واخداك غير التعليمات اللي انت خدتها من الجهاز الفني، لان الجهاز الفني برده عمل لهم محاضرات كتير قوي وفرجوا على فرقه الترجي كويس جدا. كلنا متفقين على ان الحاله الدفاعيه بتاعت الترجي هو مفتاح الفوز بتاعنا النهارده، فبنرجو كل التوفيق النهارده زي ما احنا قلنا للعيبه بتاعتنا، ان وليد سليمان برضه العين هتبقى عليه جامده جدا، ما يعرضش نفسه يا كابتن سيد ان هو يتضرب، ما يعرضش ان هو ياخدوه واحده اثنين ثلاثه في الانكل صحيح. ابص ليه كل شويه وليد وليد زي البلايلي والناس دي من اللي هي بتحب تحتفظ بالكوره وتعدي واحد اثنين وتضرب خط او اثنين وده مطلوب عايزين الرؤيه بتاعت وليد ازارو مفتاح العمق الهجومي بتاعي اللي هو انا كمان اقدر اسرق باسلام محارب بيخش دلوقتي منطقه الجزاء وبيعمل لي حاله الحقيقه انا بفرحان بيها انا بشوف هو الجول هو بيعرف عنده حسن تصرف لما بيبقى في الموقف ده فبكل التوفيق لفرقتنا النهارده. طب بلال من زاويه برضو فنيه لما تبقى عارف فريق افريقي بقى مش محلي كل تفاصيله بكل قدرات لعيبته بكل امكانيات لعيبته بكل حتى صفات لعيبته ده يعني مفيد ولا ممكن يبقى مضر؟ يعني انت بتتكلم مثلا على فرقه من شمال افريقيا ولا من وسط افريقيا ولا من غرب افريقيا فتقول عندهم فلان وفلان وفلان وبقيه المجموعه عارف اسمائها لكن ما تعرفش امكانياتها وقدراتها. في فرقه الترجي لا انت عارف كل حاجه، عارف كل حاجه على الفرقه زي ما هم عارفين كل حاجه عليك. اكيد يعني. طبعا. شايف ان ده ايجابي ولا ممكن في بعض الاوقات يبقى سلبي؟ لا بص ده ايجابي اكيد بكل المقاييس يعني النهارده لما اكون عارف الفرقه كلها يعني انا عارف نقاط القوه عندك، يعني انا عارف نقاط الضعف عندك، يعني عارف ازاي هقدر العبك، يعني عارف ازاي هقدر اقفل على مفاتيح اللعب بتاعتك، دي كلها حاجات تمام بتفيد المدير الفني لما يكون بيقاري الفرقه اللي قدامه، دي نقطه، النقطه الثانيه كمان بتفيد اللعيبه كمان يا كابتن لما تكون هي كمان عارفه اللعيب اللي قدامه عامل ازاي، يعني انا النهارده كراجل مثلا بلعب ستوبر بلعب فول باك يعني، ببقى عارف اللعيب اللي قدامي هل عنده سرعه؟ يبقى انا مش هخش معاه في سباق سرعه، مش هدي
له المساحه اللي يشتغل فيها. لعيب لو مهاري بيرقص بشكل كويس قوي يبقى انا مش هضطر ادخل عليها اعمل عليه الضغط، ما ادلوش المساحه عشان يعرف يرقصني. فكون ان انت تبقى عارف كمدير فني او كلعيب امكانيات اللعيبه اللي قدامك او امكانيات الفرق اللي قدامك، ده شيء مفيد جدا اعتقد للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، خاصه كمان وانت بتلعب جوه ملعبك. انا النهارده لما اكون انا عارف النهارده زي ما كابتن شريف قال ان انا عارف امكانيات الترجي، عارف ان عندهم نص ملعب كويس قوي، عارف ان هم عندهم مهاجمين كويسين جدا، عارف ان هم عندهم خط دفاع يعني قليل جدا، فبالتالي النهارده مطلوب من النادي الاهلي داخل الملعب ان هو ما يعملش ستريتش للملعب لا بالطول ولا بالعرض، لان خلاص انت عندك لعيبه عندها امكانيات، فرقه الترجي عندهم امكانيات جيده في نص ملعب، فلما تديهم مساحه وتديهم زمن في نص ملعب ممكن يعملوا عليك شغل كويس قوي. وده اللي الترجي عملوه كتير جدا جدا في مباريات هنا في مباراه القاهره. يعني هم دايما يقول لك برج العرب ده بتاعنا، واحنا نقول ده رادس ده بتاع النادي الاهلي، لكن عايز اقول للفرق الكبيره زي الترجي زي النادي الاهلي لما بتديهم مساحه وبتديهم زمن لا يقدروا يعملوا كوره كويسه قوي. فالنهارده مطلوب من النادي الاهلي ان هو ما يديش مساحه لفرقه الترجي النهارده خاصه في نص ملعب. مطلوب كمان ان انت تضغط عليهم من نص ملعبك. يعني دايما في كره القدم احنا بنقول ايه يعني، وانت حضرت القصه دي كبيره وكل الكباتن حضروها، لما بتضغط على الفرقه من ثلث ملعبها تقدر تغلط الدفاع، تبقى قريب جدا ان انت تسجل هدف، تبقى قريب جدا ان انت تقطع الكره في خط في نص ملعب الفرقه الثانيه، تبقى بعيد جدا عن مرماك وبعيد جدا ان يتسجل فيك هدف. ده بتهيألي ده الجول بتاعك ده يا سيدي. شبك شبك وعايش في الناحيه الثانيه. فطبيعي جدا لا انا بشوف ان انت لو عارف الفرقه كويس قوي دارسهم كويس جدا لا ده فايده ليك مش عليك، فايده للنادي الاهلي اكيد، وفايده طبعا اكيد لفرقه الترجي ان هم برضو عارفين مفاتيح لعب النادي الاهلي يقدروا يشتغلوا عليها، ويقدروا ان هم طبعا زي ما قال كابتن شريف ان في بعض الاسماء في النادي الاهلي معروفه، اكيد النهارده في مان تو مان على ويد سلمان في نص ملعب الناحيه الثانيه ممكن يسيبه يشتغل في نص ملعبه، لكن اكيد الناحيه الثانيه لما يوصل نص ملعب الترجي هتلاقي كابتن مقفول عليه الدنيا. يعني هو دلوقتي وليد سلمان اخر 3 4 مرات في افريقيا هو اللي بيكسبك. عشان كده انا قلت لك الماتش النهارده الغير مراقب، اللاعب اللي هو مش هم مركزين عليه قوي هو اللي يقدر يعمل لنا اي طبعا. فالنهارده هيبقى في جزء كبير جدا او مهم جدا لحمودي واسلام محارب ان هم يشتغلوا فيه. النهارده اللعيبه دي يعني وليد سلمان ممكن يشتغل الشغل ده من نص ملعب ويدي مساحه ويدي فرصه لاسلام محارب وحمودي ان هم يشتغلوا بالمهارات والسرعات بتاعتهم. النهارده ماتش محتاج سرعات، مش محتاج ان انت تلعب في نص ملعبك وتحضر كتير، لا مع فرقه زي دي عندها بطء في الدفاع محتاج انك تلعب الكره بسرعه جدا في الناحيه الهجوميه. ده حقيقي. طب خليني اقول لك برضو الاحتياطي، اكرامي محمد هاني كريم ندفد وميدو جابر وصلاح محسن ومروان محسن وصبر رحيل. اكرامي محمد هاني كريم ندفد ميدو جابر صلاح محسن ومروان محسن وصبري رحيل. ما خرجناش برضو. ما خرجناش. طيب كابتن اسامه خليني اقول لك، انت عندك اي اختلاف في التشكيله؟ كنت متوقع حاجه في تشكيله الاهلي غير اللي بدا بيها كارترون ولا كلها متوقعه ومعتاده؟ كلها معتاده. صعب انك تيجي تلعب في التشكيل في مباراه نهائيه. ممكن تلعب في عنصر واحد يعني تقفل بيه في حته معينه او يعني باسلوب معين، لكن صعب انك تغير التشكيله او تغير على الاقل 2 او 3 لعيبه. اسلوب الاهلي ثابت 4-2-3-1، نفس اللعيبه اللي خاض بيها كارترون كل المباريات حتى سواء على ملعبه او خارج ملعبه. نفس الكلام للترجي التونسي، هي نفس الطريقه برضه 4-2-3-1، ما بيغيرش من شكله، وهي دي سمات الفرقه الكبيره. ما ينفعش النهارده من عوامل نجاح الفرقه دايما ان دايما يبقى عندي ثبات في التشكيل، دايما عندي ثبات في اسلوب لعبي، ممكن الاسلوب يتغير في الشوط الثاني نظرا للمجريات المعطاه، لكن دايما بيبقى عندك ثبات في التشكيل، ثبات في طريقه اللعب واسلوب اللعب. النهارده كان متوقع طبعا كل التشكيله اللي بدا بيها كارترون النهارده، بدا من الشناوي هو الحارس الاساسي خلال الفتره اللي فاتت. احمد فتحي ما شاء الله بيقدم يعني مباريات قوية جدا في سواء في الناحية الدفاعية أو في الناحية الهجومية. كولوبالي وسعد لعبوا مع بعض فترة كويسة، طبعا كان بيلعب كولوبالي برضو فترة وأيمن أشرف، نظرا لإصابة علي معلول النهاردة فدخل أيمن أشرف وبقى موجود سعد، والخط ده يعني فيه استقرار. احنا لما اتكلمنا كابتن سيد من الماتشات اللي فاتت وقلنا في نقطة سلبية في النادي الأهلي 10 أهداف يدخلوا فيك في 4 مباريات، كان السبب ان ما عندكش استقرار في الحته اللي ورا. مره نشوف محمد هاني، مره نشوف ايمن اشرف، مره سعد يريح ويدخل، يعني كان دخل صبري بره وصبري رحيل دخل فترات، فما كانش عندك الاستقرار. الاستقرار تلقيت 10 اهداف في 4 مباريات، النهارده الاستقرار موجود والتشكيله الاساسيه موجوده. عندك عاشور والسوليه من العناصر الاساسيه داخل تيم النادي الاهلي بقالهم فتره، ما شاء الله حفظوا بعض، عاملين ثنائي كويس، بيعرفوا دلوقتي يقفلوا ازاي في نص الملعب وعمق الملعب. حسام عاشور بقى ليه دور مهم جدا وانت بتكمل في التكمله الهجوميه، بقى بيعرف يغطي الناس، كان بيغطي معلول، النهارده يقدر يغطي ايمن اشرف، يغطي ازاي ورا احمد فتحي.
السوليه بيبقى ليه دور هجومي اكبر، التكمله الهجوميه لازم يدخل النهارده ال 18 ولازم يبقى ليه تواجد النهارده في ال 18 وهو بيأدي الشكل ده بيأدي الشكل ده بدور كويس. عندنا طبعا الخط الهجومي الامامي في استقرار برضو عن طريق اسلام محارب، وليد سليمان، احمد حمودي، وليد ازارو، في يعني كيمياء بينهم بعض، خلاص فاهمين بعض في التحركات، فاهمين بعض في الشغل ما بينهم. النهارده وليد سليمان زي ما الكابتن شريف والكابتن بلال هيبقى عليه الرقابه النهارده، ممكن النهارده نشوف فرانك كوم ممكن يبقى يلعب في الحته اللي قدام المساكين وكلوبالي، هيبقى مراقب بوليد سليمان. مطلوب النهارده من وليد سليمان ما سلمش نفسي. النهارده لو قدر وليد سليمان يتحرك ياخد على الاطراف ويبدا يفضي العمق في الحته دي، تبقى نقطه ضعف النهارده انك انت عندك شمس الزوادي وخيل شمامي عندهم بطء، لو قدر حد يروح واحد على واحد تقدر تشتغل على خط دفاع الترجي. فالنهارده مش عايزين ثبات، يبقى اسلام محارب ثابت ناحيه الشمال على طول، واحمد حمودي ثابت ناحيه اليمين على طول، ووليد سليمان لازم يحصل ما بينهم التغييرات والشيفت ده. مش عايزين مركزيه في اللعب، هي ده اللي هيضرب دايما دفاعات الترجي، خاصه ان هم بيمتازوا بالطول، مع عنصر الطول ده بتلاقي فيه بطء شويه في الحركه. تقدر النهارده وليد سليمان واحد على واحد يقدر يعدي بسرعته، النهارده احمد حمودي يقدر واحد على واحد يعدي بسرعته، اسلام محارب يقدر يعمل باص ويقدر يكمل من ناحيه الشمال ويعمل الكروسات المميز بيها. لكن عندنا نقطه مهمه جدا النهارده، زي ما احنا احمد فتحي مفتاح هجومي في ناحيه اليمين، لازم ايمن اشرف النهارده يدوس في الناحيه الهجوميه اكتر، لازم النهارده استلامه للكوره واحنا بنحضر الهجمه يا كابتن سيد ما يبقاش واقف جنب كلوبالي وسعد سمير تحت، لا لازم يطلع على نص الملعب ويعدي نص الملعب علشان حتى انيس البدري يبقى دايما في حاله دفاعيه. بدل انيس البدري بيشتغل في 50 متر، لا ده انا النهارده عايز اشغل انيس البدري في 100 متر، عايز افقد الناحيه البدنيه بتاعت انيس بدري. فالنهارده لازم ايمن اشرف واحنا بنحضر الهجمه من تحت لازم ياخد في مساحه قدام، ده هيخلق لنا مساحه ويبقى مفتاح لعب ايجابي النهارده. طيب كابتن شريف، كابتن اسامه اتكلم على يعني فعاليات الطرفين بتوع الاهلي الدفاعيين سواء كان احمد فتحي او ايمن اشرف، لكن في اثنين كمان عمود فقري في الملعب هنا وهنا، يعني من الحاجات او مش من النوادر، من الحاجات القليله اللي بتحصل ان انت عندك اهم اثنين مش اخطر اثنين، اخطر مجموعه المجموعه الاماميه للاهلي واكثر مجموعه في الترجي المجموعه الاماميه، لكن بتكلم على الاهم، لو دول مش كويسين الكره اصلا مش هتوصل للنص الثاني او الثلث الثاني، بتكلم على حسام عاشور وعمرو السوليه وبتكلم على كولوبالي وفرانك كوم. من الجميل يا كابتن سيد ان انا لما يكون عندي حسام عاشور وعمرو السوليه وخاصه عمرو السوليه يكون رجع واستشفى خلاص واستعاد لياقته البدنيه، ان انا كدفندر انا نفسي بتاع النادي الاهلي لما الكره بتجيلي عاليه وبرد الكره الاقي الاثنين بتوع المفاتيح دول هم اللي بيستلموا، اللي عندهم الرؤيه السريعه والثاقبه جدا مع الدوتات اللي اتكلم عليها اسامه وكابتن بلال، سرعه احمد فتحي في تلقي الاوردر بتاع حسام عاشور ان هو ازاي بيطلعني بسرعه، سرعه السوليه هو بيميل ناحيه ايمن اشرف اللي تمناها اسامه ان هو يبقى عنده العمق الهجومي النهارده يحسسني ان هو جناح مش مدافع، فهو ده برضه اللي هيعمل حاله خلق وزياده عدديه على فرقه الترجي، انا محتاج النهارده زياده عدديه على فرقه الترجي باي شكل، فهو التدعيم بتاع الاستلام والتسلم من الديفندر بتاعي الاولاني اللي هو النقطه اللي انت اتكلمت عليها من ضابط الايقاع بتاعي النهارده هو ازاي اللي بيحسسني بالامان حتى في اللعيبه اللي هي بتيجي زايده عليا وضربه اي خطوط، التماسك بتاعها والتركيز بتاع السوليه النهارده حسام عاشور هو اللي بيديني طمانينه وقطع الكوره، ويا سلام كمان يا كابتن لو الميز باص قل بقى النهارده الميز باص بقى كل مكان مظبوط واللعيبه بتاعتي زي ما قال اسامه بيعملوا السويتشات ويتحركوا لبعض، ده الارهاق النفسي لاي فرقه النادي الاهلي بيلعب عليها بيخليهم يتشتتوا بيخليهم ما يركزوش، كل اللي هم جايين الشحن بتاعهم بيخليهم يدوروا على الكرات العاليه، الكرات العاليه حتى لما كوليبالي ياخدها او سعد سمير في السرعات مع اي مدافع مع اي حد بيضرب خطوط عندي بيعمل تغطيه كويسه قوي لازم السبورت برده من حسام عاشور الاقيه والاقي السوليه، فدي حاجه مهمه جدا ان الاثنين دول هم يعني مفتاح الامان بتاع الماتش بتاعي، وانا كسبان وانا متعادل وانا لا قدر الله اتاخرت اللي انا مش عايز اسمعها خالص النهارده دي باذن الله، هم برده ضبط يعني هم ضبط الايقاع زي بلال بيقول قبل الماتش، ساعات احنا بتبقى الطلعه تقيله علينا شويه، اللعيبه بتبقى تاخد تسخين شويه وحاسين بقيمه فرقه الترجي، الترجي لما بيمسك الكوره في نص الملعب اللعيبه بتاعته بتتحرك كويس لبعض وعندهم ثقه، عندهم ثقه زي فرقه غانا كده لما كانوا بيجوا يسلموا في الرجلين صح،
او هم يا كابتن بيحاولوا ياخدوا ثقه بيحاولوا ازاي يدوا كره في رجل اللاعب صح. انا طول ما انا ما بخلوش يستلم مستريح, ما هو هيستلم هيستلم انما هيستلم مستريح دي بنقر فيه على طول, ما اعرفش بشتته بخرجه بره الهجمه يعني بلال كان بيخش في وسط 3 4 لو سابوه ثانيه ابص اللي راح عادل ومدي بشماله مفاجاه جوه الجول. انت لو كنت بتصطاد وبتبص برؤيه اسامه نفس الشيء بيطلع وبيرتقي بيروح عامل. كل واحد فينا كان عنده الميزه اللي هو بيصطاد فيها الضعف اللي موجود. اهم حاجه كابتن بقى الضربات الثابته اللي لو جات لنا النهارده نستغلها بقى علينا. علينا طبعا دي محاضرات كافه اتعملت عليها علينا دي. احنا بقى احنا المره دي عندنا اثنين بيلعبوا برجليهم الشمال حلوين قوي. انا عايز حمود يستغله لانه فاكر وفاك الصيف عمل ايه بقى يلف يا كابتن ويقطع لجوه ويروح مسقط يروح وليد سليمان الغير مراقب بدماغه جول. اسلام محارب يحاول ترد بسرعه لوليد ازارو اللي جاي منطلق بيه تراك بيحاول يجيب جول بتوفق او عدم توفيق, انما هو عامل حاله رعب عامل حاله زعزعه لهذا الدفاع. فهتلاقي اوريدي كده فرانك كوم ده بيرجع لتحت شويه كل بالي بعد ما هو بقى عامل في نفسه غرنفر وقاعد بقى هيستلم مني ويروح يغذي في انيس البدري هتلاقيهم بينزلوا بدل ما كانوا باربعه تحت بقى هتلاقيهم بسبعه تحت. سبعه تحت يعني هيحصل زي ما انت قلت يا كابتن سيد حسام عاشور وسوليه هتلاقيهم في نص الملعب بتاعهم الثاني. هو ده اللي انا كنت بتمنى النهارده ان شاء الله ويبقوا موفقين فيه. طيب بلال اسلوب لعب الترجي التونسي مش هيختلف عن كل مره بيجي بيها القاهره او مصر, يعني هتلاقيه بيعمل زون ديفنس خطوط قريبه الدنيا بتنزل البدري بينزل لتحت مع شعلالي وكولوبالي وفرانك كومبو نفس الكلام بالنسبه ليوسف البليلي وقدامهم بس على طول بيلعب الاخ طه ياسين الخليسي اكنه بيلعب 4 5 1 في الحد الدفاعي 4 5 1 اسلوب اللعب هتلاقيه في نص الملعب بيسيبك تحضر ما بيضغطش قوي غير في حالات بيبقى يعني شاكك او عنده حته احساس ان ممكن يقطعها او من خلال الضغط. لكن الاهلي يلعب باسلوب ايه؟ هل اسلوب الضغط العالي من البدايه من خلال وليد ازارو ووراه وليد سليمان واحمد حمودي واسلام محارب, ولا يتأنى هو كمان ويلعب من ثلث الملعب او ثلاث ارباع الملعب؟ لا يعني عايز اقول لك ان بص الفرق الكبيره اللي عندهم امكانيات كبيره وعندهم لعيبه عندها امكانيات الضغط بيتعبهم ويقلبهم بشكل كبير. يعني انت النهارده الفرق الصغيره يا كابتن وضع طبيعي هي بتبقى متاهله لعمليه الضغط دي, فبالتالي بيبقى عندها يعني كم من اللعيبه بتحطها في الحته تلعب في الحته بتاعه الحته الديفنس دي عدد كبير جدا من اللعيبه موجودين, فبالتالي اعتقد بالنسبه للفرق الصغيره ما فيهاش مشكله خلاص هو اتعود على حته الضغط بيحط اكبر عدد من اللعيبه بيلعب بطريقه لعبه مختلفه شويه ما بيلعبش ب 4 2 3 1 بيلعب ب 4 3 2 1 واحيانا مش احيانا وفي معظم الاوقات بتتحول طريقه اللعب ل 4 5 1 بحيث ان يكون عنده عدد كبير جدا من المدافعين. الفرق الكبيره مشكلتها كلها في الضغط عليها لما بيضغط عليها اللعيبه اللي عندها امكانيات وعندها كوره كويسه قوي تمام زي الفرقه الترجي الثلاثه بتوع نص ملعب الاثنين اللي موجودين تحت الفرود حتى الفرود نفسه لما يضغط عليهم في نص ملعبهم اعتقد دي اكبر مشكله بالنسبه لهم. انا النهارده بتخيل ان الاهلي افضل طريقه يلعب بيها النهارده المباراه ان هو يلعب اولا في 45 متر سواء اذا كان في الحته الدفاعيه او في الحته الهجوميه يبتدي ضاغط على فرقه الترجي من نص ملعبه هناك كابتن عشان يبتدي يغلط الديفنس اللي موجودين هناك. كل ما الفرقه تبتدي تلعب كرات طويله وتجبره ان هم يلعبوا بكرات طويله بيحصل عمليه ملل للعيبه اللي موجوده قدامي. اللعيبه اللي قدام بتفقد الثقه اولا بتبقى خلاص مش منتظره انك انت بتلعب كره سريعه جدا فبالتالي بيبقى الامل عندهم ضعيف جدا ان هو يستلم كره او يلعب في مساحه او تتخلل له اي مساحه. النهارده لازم النادي الاهلي او متخيل ان مستر كارتيرون النهارده ممكن في بدايه اللقاء يقول للعيبه او التعليمات بتاعته ان احنا هنضغط من نص ملعب الترجي هنحاول نغلطه يا كابتن هنحاول ان احنا نسجل اهداف لان دي فرصه بالنسبه لك انت بتلعب على ملعبك ودي برده مش عايزين ننساها تلعب على ملعبك محتاج ان انت تسجل اهداف النهارده محتاج دايما تكون متواجد في نص ملعب فرقه الترجي محتاج كمان حته التحول السريع لما اقطع الكوره لازم يبقى عندي تحول سريع يا كابتن من الحته الدفاعيه للحته الهجوميه خاصه ان انت النهارده بتمتلك اربع لعيبه عندهم السرعه وليد ازارو عنده السرعه وليد سليمان عنده السرعه احمد حمودي عنده السرعه اسلام محارب عندهم السرعه فانت لما تتحول بسرعه من الحته الدفاعيه للحته الهجوميه دي هتبقى العامل الاساسي او النقطه الاساسيه بالنسبه للاثنين الميدفيلدرز بتوعنا السوليه كمان وعاشور هم لما قطع كوره كابتن على طول يلعب اللعب السريع عندنا المساحات واسعه وعندنا لعيبه كمان عندها مهاره فالنهارده حته التحول دي مطلوبه بشكل كبير جدا حته انك تلعب 45 متر كابتن سيد وتبتدي ضاغط من نص ملعب الترجي دي اهم نقطه النهارده في المباراه. أيوة. شايف ان انت لو ضغطت عليهم النهارده نص ملعبهم ابتديت تغلطهم
هتبتدي الثقه عندهم تقل بشكل كبير، هيبتدي يلجا للكرات الطويله، ودي بتبقى اسهل حاجه بالنسبه للفريق المهاجم انك ان هم يلعبوا الكره طويله. طب صح اكيد، عشان كده بقول لك تلعب في 45 متر. طيب خلي بالكم دي لقطات بنعرضها لحضراتكم في تواجد كبير جدا كابتن محمود خطيب في صلاه الجمعه النهارده في فندق الاقامه ومسجد فندق الاقامه. بعد شويه كمان هيظهر لنا بعض اللقطات لكابتن حسام غالي، كابتن محمد فضل، كابتن هاني والمهندس هاني بوريده رئيس الاتحاد المصري موجود برضه في مؤازره للنادي الاهلي، كل بيتكلم وبيشارك وبيساند لو ما كانش بكلام بالتاكيد من خلال تواجده مع بعثه النادي الاهلي او مش بعثه النادي الاهلي، فريق النادي الاهلي اللي موجود في برج العرب. هنعرض حاجات كتير جدا من خلال المشاركه اللي موجوده في الوقت الحالي، كمان هنقول لكم تقنيه الفار هتبقى موجوده من خلال صوره. تقنيه الفار مش في وحده زي كل المباريات الاوروبيه، مش في وحده خاصه لوحدها، دي هتبقى داخل الملعب بحيث ان الحكم يجي يبص عليها بسرعه لو استدعى الامر ده. كابتن اسامه برضو على الحاجات الفنيه مهمه، الدوافع حلوه، الحماس جميل ومطلوب، لكن في النهايه انا استخدمت او قلت لفظ استخدم العقل والقلب. في وقت بتبقى حماسي جدا لكن عقلك كمان موجود في راسك، استخدم الدنيا ماشيه ازاي. التشكيله حتى بتاعت الترجي بعد ما استعرضناها هقول لكم الاحتياطي رامي جريدي وعلي مشاني ده مدافع، بلال المجري ده لاعب المباراه الاولى لو تفتكروا، سعيد بكير وده بيستخدمه لو كانت سعيد بكير لو كانت الفرقه متاخره او عايز يحسن نتيجه او عايز يحسن نتيجه. هيثم الجوني مش عنده النهارده، هيثم الجوني متعور، يبقى الاخبار كلها صح، هيثم الجوني متعور وايمن بن محمد متعور وهاب المباركي اللي راجع من رباط الصليب واللي شارك في مباراه حمام الانف الاسبوع اللي فات ده البكرايت الاساسي اصلا على سامح الدربالي، وعندك كمان محمد علي يعقوبي السرد باك اللي كان موجود مكان خليل شمال في المباراه اللي فاتت، ومحمد امين مساكني ده في وسط الملعب. دي التشكيله، لكن نروح كمان لكيفيه يعني التعامل بالثنائيات. ايمن اشرف مع انيس البدري، احمد فتحي مع البليلي، سامح الدربالي مع احمد مع اسلام محارب، وحسين الربيع مع احمد حمودي. هتبقى النهارده المواجهات كلها قويه، احنا بنتكلم عرض لنا الناس اللي يعني موجوده في المواجهات كلها النهارده قويه كده سوري في فندق المواجهات النهارده كلها قويه خاصه في نص الملعب. النهارده هتلاقي في مباراه ثانيه في نص الملعب ما بين حسام عاشور والسوليه، وليد سليمان هيكون هو الثالث معاهم اللي بيربط بين الخطوط وبيعمل راس المثلث ما بين حسام عاشور والسوليه وبين فرانك كوم وكلوبالي وغيلان الشعلال. لو النادي الاهلي النهارده قدر يسيطر على منطقه نص الملعب، منطقه التحضير دي اللي بتميز لعيبه النادي الاهلي وبتميز هويه النادي الاهلي من خلال السيطره من خلال الاستحواذ، النهارده ان شاء الله هيبقى ليك السياده في الملعب. النهارده لو قفلوا نص الملعب، متوقع يا كابتن شريف النهارده ان ممكن تلاقي فرقه الترجي كله بيقفل على 18، كله بيعمل الزون ديفنس من على 18 والخطوط قريبه من بعض. النهارده تبدا تفضل الاطراف بتاعتهم، لازم نشتغل بقى من على الاطراف من خلال احمد فتحي ومن خلال ايمن اشرف ومن خلال حمودي من خلال اسلام محارب. النهارده عايز اشوف احمد حمودي وبيعملها ما شاء الله، عملها في فاكس طيف وكان يعني مثمره، كانت مثمره وكان كمان واسلام محارب واحرز منها اهداف وعمل اهداف. حته ان احمد حمودي ما يفضلش ماسك الخط على طول، النهارده لازم زي ما بيشتغل بره لازم يشتغل من جوه الملعب، لازم يوسع برده لاحمد فتحي. في وقت من الاوقات احمد فتحي هتلاقيه عايز يطلع، فالنهارده لو لا حمودي دايما واقف قدامه مش هيطلع، لازم احمد حمودي يبقى شغله برده من جوه ويدي المساحه لاحمد فتحي النهارده انه يشتغل. في الوقت ده ايمن أنا اشرف، انا افاجئك ان انا حلمت ان احمد فتحي جاب جول امبارح يعني في الماتش بجد والله؟ والله يعني دخل وقطع وراح مديها بشماله، حلم هو جاب جول قبل كده في الترجي على فكره في ماتش 2-1 ما اعرفش، عشان كده النهارده بقول لك المفاتيح اللي هي مش مراقبه دي، فدي ان شاء الله تكمل كلامك يعني النهارده خلي بالكم هتلاقيهم مركزين زي ما احنا قلنا في الاول يا كابتن شريف، في رقابه على وليد سليمان، في تضييع على وليد ازارو، في على احمد حمود، الناس اللي جايه من تحت بقى الفاضيه هي بقى اللي هتمثل الخطوره النهارده. علشان كده بقول ايمن اشرف مش عايزه النهارده والنادي الاهلي بيحضر يبقى واقف على خط واحد مع كلوبالي، لا انا عايز اطلع استلم من قدام، يبقى عندي مساحه اجبر انيس البدري ان هو ينزل معايا يستلم. انيس البدري لما ينزل يستلم هيأدي الواجب الدفاعي، النهارده هيبدا يشتغل في 100 متر، لو عايز يعمل المرتده يبقى حتى النفس ولياقته مش هتبقى معاه طول المباراه. الروح الهجومي اللي انت بتقول عليها دي من اللعيبه كلها ان هي بتضغط عليهم وبتروح وبنسترسل، هنلاقي حتى سعد سمير ممكن ياخد كره ويروح
يحسسهم ان هو بيضرب كذا خط. الحاله الهجوميه مش عايز الجا لها بعد ما اتاخر مثلا. لا لا ده من الاول، عايزين من الاول وبعدين هو ده المبدا. ده دي البدايه والرساله انا عايز اوصلها لعيبه الترجي. انت بتلعب على ملعبي وسط جمهوري النهارده، المباراه هتطلع ان شاء الله مكسب للنادي الاهلي. ده انذار من الاول لعيبه الترجي، لازم التحرر في الملعب. احنا قلنا هنتكلم في الامور الفنيه بس دي صوره بألف معنى وألف طبعًا. تعبير طبعا يعني لفه نفسها بعالم الاهلي، واول واحده وصلت الاستاد، اول واحده وصلت الاستاد. تخيل ان شاء الله هي رايحه لوحدها ولا مع حد. يا سمير كبرها يا سمير واعمل عليها زوم يا سمير حبيب قلبي. اوكي طب عندك حاجه للخاصه بالفار برضو عشان نبقى الناس تبقى فاهمه، لان هو تقنيه جديده بالنسبه لنا، يعني كنا جربناها في الدوري المحلي بس كانت حاجه جميله جدا المستوى الحقيقه دون المستوى يعني. طيب عايز تضيف حاجه كابتن اسامه عشان هنقل لنقطه ثانيه في خلال كابتن شريف؟ احنا كنا بنتكلم على الثنائيات النهارده اللي يعني هتبقى اقوى الثنائيات واقوى التحدي النهارده هيبقى في وسط الملعب. اللي بنتكلم لو النادي الاهلي تملك ان شاء الله نص الملعب هيبقى لينا الغلبه ان شاء الله. النهارده بتوقع ان شاء الله من خلال الماتشين النهائيين ترجي هنا وهناك ان شاء الله وليد ازارو يعني هو يعني الامور مصعبه معاه شويه، مفيش اهداف يعني. انا بتوقع ان شاء الله هيكون هو مفتاح الفوز للنادي الاهلي في الماتشين ان شاء الله. شرحنا وده الحاجه اللي هي لما يبقى في شك في كوره او لعبه هيستدعي الحكم يبص هنا، يبص في الحته ديت. احنا شفنا المنظر ده في كاس العالم لو تتذكروا يعني. أيوة فيبلغوا الحكم على طول اللي هو بكاري جسامه والاثنين السنغاليين اللي موجودين معاه، وهيبلغوا سواء كان ايريك الحكم الرابع او الحكم مباشره من خلال الاتصال اللاسلكي طبعا بينهم وبين بعض، فهيروح يبص عليها اللعبه دي في الصندوق ده كابتن شريف. طيب كابتن شريف عايز اقول لك على حاجه في منتهى الاهميه، سواء كان طه ياسين الخنيسي وانا بقول ان هو واحد من القدرات العاليه جدا، سعد سمير يمسكه ولا كلوبالي هو اللي يمسكه؟ والله هقول لك على حاجه، حسب الهجمات اللي بتجي لنا يا كابتن، العرضيات والكلام من ده، احنا مش زيهم. احنا هم عندهم ديفو جامد قوي، هم بيبصوا على الكوره يا كابتن سيد بيبقى جايه منين، ما بيشوفوش اللي جايين من اللعيبه اللي بتنطلق من الانطلاقات اللي هي بتيجي من الزياده العدديه. احنا عندنا خلاص بقت الحاسه الدويتو اللي قال عليه اسامه الاثنين سعد وكوليبالي. انا ما اقدرش اقول لك انا حاليا ارد عليك اقول لك مين فيهم اللي يمسك يبقى مساك، غير ان هو سعد سمير هو اللي عنده الحريه الاكتر، يعني عنده السرعه الاكتر، فده لعيب بيعمل سويتشات مع انيس بيعمل على طول السويتش ده وبيحاول يعمل له الفراغ هو ويسقط لتحت. طب فهل انت هتسمح له ان هو تروح معاه في اي حته والراجل التاني يجي يسرقنا عن طريق ايمن اشرف وتبقى فيه سرعات؟ الراجل ما لحقش لما راح يجيب الجول، ده جايب 7 اهداف الراجل ده. فانا عيني كلها الحقيقه على انيس البدري ده، سيبك من اللعيب اللي هو كان زي ده اللي هو الدريبلر ده اللي هو البلايل انت وحظك مع فتحي لو جاي ولا احسن وينج ليفت في العالم يقدر يعمل معاه حاجه، مسك العيال بتوع غانا قطعهم يعني، ما ادم مركز وادم صحته ما شاء الله شايلاه خلاص ما حدش. فالحته دي بلوك عندي مع الضعف اللي هو بيبقى فيه المسانده من حمودي شويه، انما فتحي قادر يعني قادر على انه الحقيقه يقفل حتته. انا بس اللي خايف منه اللي انت اشرت ليه كتير جدا انت كابتن سيد اللي هو الراجل اسمه انيس البدري ده. طبعا انيس البدري ده اخطر لعيب فيهم. الثاني بقى لقاط هجوم زي الازارو عندنا كده، يعني الخنيسي وازارو دول عمله واحده، عايزين اللعيبه تديهم مساحات وياخدوا العين عنهم وهو يلقط ويعمل السرعات ويتعامل. ونبص نلاقي زي ما قال اسامه، انا نفسي في ازارو يجيب جوال النهارده يا كابتن، او نمنع الخنيسي ده انه يجيب جوال. الحاله بتبقى غريبه جدا، بيجيب الصعب والسهل، اعتقد ان هو بيتعامل معاه مش بالقوه اللي هو بيتعامل فيها في الحاله الصعبه. عشان كده انت قلت ايه؟ عايز تقول تركيزه بيبقى على ايه؟ التركيز النهارده على الحاجات اللي حاجينا ده رزق يعني، اي حاجه جايه ان شاء الله على ال 18 يعني، زي ما عمل في ماتش وفاق الصيف بقى بيشوط من بره، بقى بيجي يعمل يشوط ويعمل عرضيه جميله جدا. بص الصوره دي معلش ده طالب بيذاكر في المدرج يعني، موجود من بدري بيحط الخطه ولا بيذاكر؟ يا رب نكسب، يا رب نكسب عشان خاطر الصور دي والمعاني دي. دي ايات قرانيه ممكن، كل حاجه انا اتوقعها من جمهورنا العظيم النهارده اللي انا شفته بهذا الزحف يعني. ف حته ان انت بتقول لي على الاستاد كوليبالي كابتن شريف بيقطع كلامك، احنا اللقطه دي شفتها في كاس العالم مباراه الايه كونغو اللي احنا صعدنا فيها لكاس العالم. يا رب في اخر ثانيه بعد محمد صلاح، محمد صلاح والبينالتي، يا رب بالشكل ده، يا رب نكرر النهارده بفوز انه يريح الجماهير دي كلها. والله العظيم لو اديتهم فرصه مش 5 طيارات بس برزنتيشن هتطلعها، احس ان مصر كلها لو كسبت مكسب كويس النهارده هتبقى نص ملعب رادس هناك باذن الله، هتطلع ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن بلال اروح لنقطه ثانيه بقى عكسيه للاهلي.
الاهلي لو وليد ازارو مثلا هو كمان بدا يتطرف بشكل كبير ولا حاجه ممكن يبقى سهل يمسكه، وفي نفس الوقت مطلوب ان هو يعني يبقى متنوع في لعبه، لابد من تكمله اسلام محارب، لابد من تكمله احمد حمودي، واحمد حمودي يا رب يكون الكلام ده واصل له، لو ما كملش داخل ال 18 بتاعه الترجي العدد هيبقى قليل شويه، مش هنكتفي بوليد سليمان او هنكتفي باسلام محارب. اه طبعا يمكن بص فكره ان انت بتلعب مهاجم واحد دي فكره يعني لازم المهاجم بتاعك يكون عنده تحركات كتيره جدا داخل الملعب، تحركات على طرف الملعب، تحركات في العمق، تحركات في حتى من تحت كمان، يبقى ينزل في بعض الاوقات من تحت، يبقى احنا شفنا الجول اللي فات نسجله وليد سليمان هناك في فاق الصفه التحرك كان عكسي، يعني وليد ازارو اللي بيتطرف وليد سليمان هو اللي بيروح في العمق، فده وضع طبيعي جدا. ورؤية احمد فتحي ان هو يعمل طبعا ورؤية احمد فتحي والكره كمان يا كابتن مرعوبه بنص ملعب، يعني ده انفراد من نص ملعب، كونتر اتاك عالمي طبعا، تحول سريع جدا من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، وده اللي احنا بنقوله، يعني في وقت من الاوقات يا كابتن سيد بتبقى محتاج ان انت مفيش لا مركزيه في الملعب، يعني محتاج ان انت وليد يبقى ناحيه اليمين، حمودي ناحيه الشمال، وعمودي عملها المباراه اللي فاتت في الكره اللي عملها لوليد ازارو من ناحيه اليمين وهو حطها، لكن حارس المرمى جت في حارس المرمى، حارس المرمى قدر يخرجها ويصدها، ده برده كان تحرك جيد من حمودي وتكمله جيده جوه ال 18. انت عشان تكسب لازم عندك يبقى عندك حلول كتيره جدا، اولا حته التحرر وان اللعيبه كتيره جدا تكون موجوده في ال 18 ده مطلوب بشكل كبير جدا، فكره ان انت تبقى متمركز في حتتك دي ده فكره ملغيه من كره القدم، يعني انت تلعب النهارده بلعب ناحيه الشمال يبقى هفضل اشتغل يا كابتن ناحيه الشمال برجلي الشمال تمام عشان احطه في العكسيه، او ان انا مثلا ادخل برده من نفس من ناحيتي دي حته خلاص اتلغت، النهارده ناحيه الشمال طالما بتلعب بفرد واحد واثنين من تحتيه لازم الاثنين دول يا كابتن سيد لازم دايما في حاله شيفت على طول، ما ينفعش ان انا اكون واقف ثابت في الملعب، لان حته التغيير نفسها وقت التغيير نفسه هو ده اللي بيخلق المساحه. شفت طولي عشان الناس تبقى متعجبه معانا يا بلال، شفت طولي من خلال مثلا معاك مع وليد ازارو بالزبط. يعني وازارو بينزل نزل يبقى وليد صح وليد صح، او ازارو بينزل وحمودي بيروح، او ازارو بينزل واسلام محارب بيروح او شفت عرضي بالظبط، او شفت عرضي، يعني شفت العرضي كمان بيديك فرصه وانت بتعمل الشيفت انك ما تبقاش مراقب، انك تقدر تستلم بحريه، فيبقى عندك مساحه ان انت تستلم فيها يا كابتن، تقدر تلعب وشك على الجول، دي الحاجات دي اللي تقدر تشتغل فيها بشكل كويس. فمطلوب النهارده من الاثنين بتوع مش بس وليد ازارو، مطلوب من الاثنين اللي موجودين على طرف الملعب اسلام محارب او احمد حمودي يبقى دايما في حاله حركه. النهارده وليد سليمان برده خد بالك من اللعيبه اللي ما بتحبش يا كابتن تثبت نفسها في نص ملعب، لما ما بيحبش يلعب بس حته رقم 10 دي ويفضل دايما يلعب طولي. انت حضرت لي بكلامك ده روح نجم الساحلي، العرضيات اللي كانت من الشمال ده ووليد ازارو تك جول، العرضيات اللي من الشمال ووليد ازارو تك، العرضيات اللي كان انت حضرتني كده معرفش رحت معاك لنجم الساحلي يا رب يكون هو ده يا رب ان شاء الله. كمان يا كابتن يعني زي ما انت قلت كده انك التحرك والدخله بتاعت حمودي او اسلام محارب بتدي فرصه للباكين بتوعك ان هم يتحركوا، النهارده لو فضلت ثابت على الخط خلاص مش هتدي فرصه للاثنين الباكين ان هم يطلعوا ويكملوا معاك، هتبقى صعبه جدا هتقفل عليهم، فانت النهارده مجرد ان اثنين بس يكونوا واقفين في الحته دي من الترجي هيقفلوا عليك الجبهات بتاعتك، زي ما شفنا قبل كده في ماتشات كثيره جدا ان انت لما بتلعب فرق يبقى الطرفين بتوعهم يا كابتن سيد ثابتين يبقى من السهل جدا ان انت تقفل عليهم، ما يبقاش عندهم مساحه وفرصه ان هم يشتغلوا لا الباكين ولا كمان حتى الطرفين بتوعك، فالنهارده تحركات حمودي واسلام محارب داخل عمق الملعب او لجوه الملعب يكملوا واحد يكمل كفرد والتاني ممكن يكمل جنب وليد سليمان من تحت ال 18 يبقوا دايما موجودين اربعه بالاضافه لتكمله السوليه عشان يبقوا الخمسه، هو ده الشغل اللي ممكن تقدر تشتغل. انت بتقول السوليه ده لازم نشوفه الناحيه الثانيه، لازم اعمل فرانكوم ده حاله احباط ان هو مش جاي لنا بالظبط، لا هو يقعد هنا بقى الراجل ده يدافع معاهم، هو كوليبالي ده لو يعرف يعمل اللونج باس ولا اي حاجه، انما هو الحال اللي انت بتقوله ده يا اسامه 100% بلال 100% اللي انت بتقوله ده ازاي انا ارجعه بالظبط بالظبط، يعني معين هيلعب كده انت عندك شعباني مش هيفتح المباراه من لا معين عمل كده ولا خالد بليح خد بس بالك كان بنزرتي ولا فتح الدنيا شويه، لكن غير كده كل الناس اللي جت هنا حتى صعب يفتح الملعب، لا صعب يفتح الملعب عليك هنا في استاد القاهره مع السرعات اللي موجوده عندك صعب جدا، يعني يفتح الملعب بشكل كبير ويمط الملعب كده وده منطقي واقعي برضه وده واقعي جدا، ده وضع طبيعي. انا النهارده انا كنادي اهلي لو بلعب المباراه الاولى هناك هلعب بالشكل ده، انا لعبه 4-5-1 بالظبط هلعب بالشكل ده، ما انت بتوصل في بعض الاوقات يا كابتن بالطريقه اللي احنا بنلعب بيها 4-5-1 بترجع بتتحول في الحاله الدفاعيه ل 4-5-1 يبقى 4 في نص ملعب والخمسه اللي موجودين بينزل الاثنين اللي موجودين قدام وبتتحول طريقه تلعب اوتوماتيك على طول يعني. فالنهارده دور مهم جدا يا كابتن سيد معلش لعمرو السوليه النهارده، وده هيبقى دوره مهم جدا جدا النهارده في التكمله الهجوميه يا كابتن، لما بلعب باثنين ميد فيلدرز لازم واحد فيهم يبقى عنده حته الزياده، وهو السوليه بيجيد الحته دي بشكل كويس قوي، يقدر يسدد يقدر يلعب مع الفرود يقدر يلعب مع وليد سليمان،
يقدر يشتغل. لازم يبقى اخطبوط الماتش النهارده هو شولاي. اتكلمنا على كل واحد في المنظومه هنا وهنا او في التشكيله هنا وهنا. هنتكلم بعد ما نشوف التقرير اللي جاي على حراسه المرمى الشناوي ومعز الدين بن شرفيه. يمكن الشناوي ما لعبش الترجي قبل كده خالص، السنه اللي فاتت ما لعبش الترجي، السنه دي بس لعب ماتشين. اول مباراتين ليه لكن نهائيات ما لعبش قدام الترجي. معز الدين بن شرفيه عنده خبره لكن زي ما قلت لكم يعني مهايبر. معز الدين بن شرفيه مش عارف هيقوله منين لا مهايبر بتلاقيه بيتحرك كتير جدا جدا جوه وطوله وعرضه عايز يبقى لاعب مش عايز يبقى حارس. انا بتفكيره كله الاول معز هو عايز يبقى لاعب كوره يستلم ويلعب ويحضر ويلعب هو الاثنين اللي قدامه برضه. طيب والشعلالي كمان ما اتكلمناش عليه، كل الناس رايحه للجزء الامامي، انيس والبليلي وطه ياسين والشعلالي ده اللي بيعمل الربط ما بين الهجوم ووسط الملعب. وهنتكلم بالتاكيد كمان على اسلام محارب، يعني دور مهم جدا النهارده واحساس الشخص زي ما قلت لكم انه ممكن يبقى له بصمه. لكن نروح بقى رؤيه فنيه خاصه بالترجي التونسي. قبل اسمع الكلام ده كله من اسامه حسني، مجدي تراوري المدرب العام للترجي التونسي وعلي مشاني اللاعب الترجي التونسي، وكيف يروا اللقاء من خلال شاشه قناه الاهلي وملعب الاهلي. ومنورين مصر ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم نادي الترجي والنادي الاهلي. كيف ترى هذه المباراه، المباراه الاولى 180 دقيقه، المباراه الاولى ومباراه العوده، كيف ترى 90 دقيقه الاولى يا كابتن؟ والله صحيح المباراه الاولى لازم ناخذ مباراه بمباراه. اليوم معنا 90 دقيقه الاولى هنا في 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 برج العرب، معناها ضد فريق اللي هو متعود على البطوله هذه، فريق كبير نادي الاهلي، كيف كيف ترجي فريق كبير، جوج فرق تعرف بعضها مليح. ظهر لي دور نهائي باش يكون على مستوى عالي، لازم نكونوا مركزين كما يلزم على طول 90 دقيقة أو أكثر باش نجموا نتعداو المباراة في 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 أحسن الظروف ونجموا نروحوا بنتيجة إيجابية. هذاك الشيء المأمول، وإن شاء الله نكونوا مركزين كما يلزم، والشيء اللي خدمناه خاصة معناها على المستوى الذهني حضرنا اللاعبين كما يلزم، وان شاء الله غدوه يكون تطبيق في الميدان وراحوا بنتيجه ايجابيه لتونس ان شاء الله. يمكن لو بتكلم فنيا يا كابتن مجدي، بتشوف غياب علي معلول، غياب جونيور اجاي، عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي بيفقدهم في هذه المباراه، بتشوف ان ده ممكن يبقى ليه تاثير معاكس عليكم، يمكن ليه تاثير ايجابي على فريق نادي الترجي التونسي؟ لا ما عنده حتى تاثير، كما هو ما عندهم غيابات احنا عندنا غيابات زاده كيف كيف، يعني نفس الوضعيه بالنسبه للفرق اثنين. فكما قلت لك ربما احنا لازم نكونوا مركزين اكثر لانه فريق الاهلي عنده خبره كبيره على مستوى البطوله هذه. فنحن ان شاء الله يعني فريق فايز بثمانيه بطولات، احنا لازم نكونوا كما قلت لك على مستوى عالي من التركيز باش نجموا نتعداو فريق كبير كما الاهلي. ان شاء الله ربي معنا وعندنا الاسلحه نتاعنا وعندنا اللاعبين اللي نجموا ان شاء الله نوصلوا بهم للتتويج، ان شاء الله ربي معنا ونكونوا في نهارنا ان شاء الله. استاد رئيس هيكون مليء على الاخر، واستاد برج العرب هيكون مليء على الاخر، بتشوف حضور الجمهور غدا ازاي، وبتشوف حضور الجمهور بالنسبه لرئيس مباراه العوده ازاي؟ حضور جماهير مؤكد في ادوار نهائيه اللي هو باش يكون معناها حاجه ممتازه، كيما هنا في مصر احنا زاد عندنا جماهيرنا في تونس في رادش يكونوا بعدات كبيره. كيما قلت لك ناخذوا مباراه بمباراه، وان شاء الله اهم شيء تخرج معناها روح الرياضيه هي المنتصره في النهائي هذا ان شاء الله. برحب بيكم في البدايه منورين مصر، ان شاء الله تكون مباراه موفقه للفريقين. عايز اتكلم بشكل عام استعدادكم للمباراه وكيف ترى حضور الجمهور الكبير في استاد برج العرب. الله يخليك، ما مشكور على الترحاب نتاعك. نتصور عنا توا ثلاثة أسابيع قاعدين نحضروا في مباراة نهائي، ظهر اللي نعرفوا خدمنا على نقاط القوة نتاع ونقاط الضعف نتاع فريق الأهلي. إن شاء الله غدوة كما قلت نكونوا حاضرين، إن شاء الله نكونوا مركزين من الدقيقة الأولى والدقيقة الأخرى، إن شاء الله بحاول نروحوا بنتيجة إيجابية من مصر إن شاء الله. هل في إصابات بتعانوا من بعض الإصابات؟ اللعيبة كلها جاهزة، عايزين نطمن على فريق الترجي، هل في أي إصابات بتواجهكم ولا لا؟ الفريق الولاد الكل لاعبين الكل في حالة صحية جيدة، إن شاء الله غدوة الولاد الكل يكونوا حاضرين، وإن شاء الله كما قلت إن شاء الله نعمل نتيجة إيجابية بها إن شاء الله. بتشوف يمكن اثنين كبار بحجم فريق نادي الترجي والنادي الأهلي، أبطال أفريقيا نادي الترجي وأبطال أفريقيا النادي الأهلي، إن هم يصلوا مجموعة واحدة، إن هم كانوا مع بعض مجموعة واحدة، إن هم يصلوا للنهائي، بتشوف الأمر ده إزاي؟ بون يمكن متوقع، ظهر لي زوز فرق كبار كيما النادي الاهلي كيما الترجي الرياضي التونسي، زوز فرق كبار، باش تكون مباراه طيبه، باش تكون زاده مباراه صعيبه. ان شاء الله قلت لك نكونوا احنا حاضرين، وان شاء الله ان شاء الله نعملوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله، ونتوج ان شاء الله ببطوله الفريق. انا اقصده يعني كنت اهلا بكم من جديد، وجزء خاص بالامور الفنيه لنهايه افريقيا. الاهلي والترجي اقوى فرقتين في افريقيا في العشر سنين اللي فاتوا في مواجهه ناريه عربية خالصة بإذن الله. البطل ألف ألف مبروك في أولى الخطوات وأولى المباريات في لقاء ممتد لحد 9 نوفمبر، أسبوع كامل هنتكلم في نهائي أفريقيا. كابتن أسامة عايز يقول حاجة في الخاصة بالأمور الدفاعية قبل ما أتكلم في التفصيلتين، معز الدين بن شرفية ومحمد الشناوي أو الشعلالي كمان؟
احنا النهارده يعني كل الكباتن عماله تتكلم طبعا ان النادي الاهلي يبدا من الاول ضاغط. كل المفاتيح الهجوميه بتاعتنا وليد ازارو ووليد سليمان والاطراف احمد فتحي وحمودي واسلام محارب وايمن اشرف وازاي نشتغل وما يبقاش في تمركز، بس لازم يبقى عندنا دور دفاعي مهم جدا. النهارده الوقفه الدفاعيه وانا شغال قدام النهارده لازم يبقى عندي ناس مركزه مش 100% مليون في المية. النهارده عندي سليف كلوبالي، عندي سعد سمير، عندي حسام عاشور بيلعبوا على الامان. ايوه النهارده ولازم ابقى مصحصح وقاري اللعب كمان يا كابتن شريف، والشناوي في الكرات الطويله اللي ممكن تبقى في ظهر المدافعين ازاي يبقى هو الليبرو بيطلع وبياخد الكور دي. فالنهارده والعرضيات يا كابتن اسام يعني لو واحد بيروح يعمل عرضيات ما يفضلش واقف تحت ثلاث خشبات، ياخد خطوه لقدام يلقطها كابتن سيد يريح. يا كابتن شريف اوريدي الناس بتنزل وكله بيبقى مراقب، بس انا بتكلم النهارده وانا في الحاله الهجوميه بتاعتي وانا شغال وانا رجلي قدام عندي ناس مصحصحه ورا، عندي لازم سعد سمير وسليف كلوبالي النهارده. يعني انا يعني بفضل ان سليف هو اللي يكون مراقب وسعد سمير هو العامل العمق، ان سعد عنده السرعه ممكن لو كره اتعملت في ظهر سليف ممكن يقدر يعمل هو السبرنت والسرعه ويقدر يستحوذ على الكره ويبدا يشتغل تاني. النهارده لازم يبقى عندي الزياده العدديه، ما ينفعش النهارده يبقى عندي سليف وسعد وعندي النهارده طال خنيسي مثلا وانيس البدري يبقى عندي 2 على 2 في موقف، لا لازم يبقى دايما عندي زياده عدديه في الوقفه الدفاعيه سواء حسام عاشور او طرف من الاطراف. لو طرف ايمن اشرف مهاجم يبقى لازم احمد فتحي ماخر نفسه شويه عشان تحسبا لو كره اتعملت لازم النهارده لو كره اتعملت طويل يبقى عندي زياده عدديه. النهارده لو ربنا كرمنا وكسبنا 2-0 تبقى افضل من 2-1 ورغم انت كسبان بس دايما شباكك تبقى ما يعني ما فيش اهداف. طيب كابتن شريف اتكلمنا على كل الامور الخاصه بالثنائيات ومجموعه ودفاع وهجوم بقى لنا 3 4 ايام، لكن لو بنتكلم على معز الدين بن شرفيه وبنتكلم على محمد الشناوي، محمد الشناوي عامل رقم كويس قوي السنه دي مع البطوله الافريقيه 8 مباريات ما دخلش فيه اهداف، اقصر او اكثر حارس مرمى في تاريخ البطوله قعد عدد من المباريات ما دخلش فيه اهداف كانوا معز الدين بن شرفيه في 2011 وكان حارس مرمى مازيمبي ومحمد الشناوي دلوقتي، فان شاء الله الرحمن يكسروا الرقم ده باذن الله نتكلم فيه بعد اللقاء باذن الله تعالى، لكن لو تكلمني على حاله الاثنين واهميتها في اللقاء يا كابتن شريف. بص انا محمد الشناوي احنا عارفينه مع كل الحاله من ايام ما خد احسن لاعب في المباراه بتاعت اورجواي والتحضير النفسي اللي هو كان عامله لنفسه قبل كاس العالم وازاي تفوق على نفسه وقدر يوصل للمرتبه دي، هي دي الحاله اللي انا بطلبها منه النهارده، مش طالب منه اكتر من كده. محمد الشناوي اللي عودني ان هو لامم كل الكور اللي هي موجوده في ال 18 العاليه بيفكرني بكابتن ثابت الله يرحمه، يعني ما بيديني الامان وانا بلعب الحقيقه. انا مش عايز منك يا شناوي غير كده والثقه الزايده اللي عندك، ممكن تمسك الكوره وممكن في نفس الوقت الامان اللي قال عليه كباتن يحطها من فوق العرض كورنر، مش هجري اي حاجه يعني، انت دام انت سيفتي وحليت مشكله هو دي انت عايزك تبقى حلال المشاكل الديفنس بتاعك النهارده، الطمانينه بتاعت الديفنس. انما الراجل بقى الثاني بتاعنا معز بن شرفيه ده اللي هو فاكر نفسه ليبرو وفاكر نفسه ديفندر ده انا عايز اجربه النهارده يا كابتن، عايز اشوف اللغه بقى بتاعت التصويب. النهارده عايز اشوف وليد سليمان بيبعت بشماله من ال 18، عايز الكره تترد للسوليه لن يتردد يبعتها زي ما هي كده بالسكيتنج على الارض اللي انا قلت لك عليها مفاجاه. انا الراجل ده لازم اهزه، الراجل ده لازم يعمل عليه فولو، لازم اريح وليد ازارو من الاسبرنتات كل شويه. احنا مش هنقدر نعمل اسبرنتات طول الماتش ولا هنبقى متفوقين ال 90 دقيقه الا بالاهداف. صحيح. الهدف هو اللي بيدي اللاعب الروح بيبقى دبل. صحيح. بلاقيه مش 100%، لا بلاقيه 300%، طول ما احنا بنجيب اهداف طول ما احنا بنركب عضلاتنا بتلاقيها بتجري لوحدها. الروح بتاعتنا مبسوطين، الجماهير معذرانا، الضحك التفوق لينا، الضغط على الفرقه الثانيه، فهو احنا لازم على طريق معز بن شرفيه ده لازم نجربه بقى، لازم نعمل له تيست بقى، ما نسيبوش بيمسك الكوره ويقعد ثلاث دقائق. هم النهارده هيستفزوك استفزاز خاصه عن طريق الحراس المرمى، لو هم حسوا ان الدنيا بتتاخر هيقعوا في الارض وهيطلب الاسعاف والتحكيم، بدل ما انت ليك 8 9 دقايق هتلاقي احنا بنلعب بدل ال 45 دقيقه بنلعبها 35 دقيقه. كل ماتش بيجي السيناريو ده انا شفته مليون مره الحقيقه، وبيبقى عن طريق حارس المرمى. فاحنا عايزين النهارده نخلص معز بن شرفيه ده، نخليه لا عارف هو يطلع قدام ولا يطلع ورا ولا نادي هتشوط ولا العرضيات هعمل فيها ايه، خلاص يبقى احنا اللي ركبنا منطقة الجزاء بتاعته، مش هو اللي عنده الحالة الارتياحية وحافظ ان ازارو هيجري من ناحية اليمين او يبص هو كان ويعمل كده، حاسس ان احنا قليلين. انا عايز اعمل على طول رسائل، كل ما حارس المرمى يا كابتن بيروح له رسائل غير متوقعة او رسالة مفاجأة هو بيهتز نفسه مهما كان احسن حارس في العالم.
فانا نحب نشوفها النهارده في الترجي مش فينا احنا. كل التوفيق ليك يا شناوي النهارده انك انت تبقى طبيعي، انا مش عايز منك اكتر التركيز والطبيعيه بس اللي انت موجوده كمان فيه. يا كمان يا سعيد مهم جدا في البدايه يعني حارس المرمى انا بشوف ان هو بيبقى نفسيا اكتر يعني لو هو جاهز نفسيا او لو مؤهل نفسيا الفتره اللي فاتت اللي كان انا بقول لك يعني هو كمان يعني لو انت جهزته نفسيا في الماتش بياخد يعني بياخد الكيرف العالي بتاعه قوي يعني انت النهارده مثلا كروس بيطلع كروس سهل جدا يطلع ياخده شوطه ضعيفه يطلع يمسكها فالكلام ده بيعلي معنويات الحراس قوي يعني الحارس دايما بياخد معنوياته بالظبط من الحاجات الصغيره دي كره مثلا انفراد كره طويله فطلع خدها الحارس فبالتالي الحاجات دي بتزود قوي وتعلي كمان الحراس اللي هم بعدهم ثقه في نفسهم الحاجات دي بتعليهم قوي فمصر. فالنهارده الكروسات بقى اللي هي البالونه دي اكيد مش مطلوبه في بدايه في النهارده ماتش زي النهارده لا يحتمل الكلام ده لا يحتمل كره عاليه مثلا تلعبها كره عاليه او كره طويله مثلا يطلع الحارس ياخدها فيصيد نفسه الحاجات دي مش مطلوبه النهارده مطلوب النهارده دقه الباص ودقه الاوفرات خد بالك الفرقه دي عندها مشكله كبيره جدا يا كابتن سيد كبيره جدا في الكروسات العرضيه مشكله التمركز الصحيح عندهم يعني خط الدفاع بتاعهم دايما يعني حته المان مش مفيش تركيز مع المان دايما بيبص على الكوره خلي بالك هم كانوا مميزين الحادثة دي في كده يا سيد الحادثة دي في كده بس السنه دي وحشين قوي في الحته دي يعني دايما الكرات العرضيه دايما تلاقي المهاجم لوحده دايما يعني لو بيلعبوا 3 على 2 تلاقي يا كابتن 2 من عندهم ماسكين نفسهم او مش مراقبين صح والكوره لما بتتلعب بالعرض الاتحاد سجل فيهم كده الكوره العرضيه اللي سجلها خالد قمر كانت كده يعني 3 على 2 وفي نفس الوقت هم ما احترموش فرقه الاتحاد عشان كده ربنا عاقبهم وكابتن الكرات العرضيه كمان الارضيه برضه هم عندهم مشكله في الوقفه مشكله كبيره جدا في الوقفه فالفرقه دي تقدر تضربها بدبل باص او كره او كروس عرضي تبقى سهل جدا العرضيات اللي انت بتقول عليها دي تهزهم كلهم طبعا وهيتنرفزوا على بعض انت عندك كمان في بطء شمس الدين الزوادي وخليل شمام في بطء يعني كنا شرحنا موضوع الضربات الثابته ده في بطء لازم تستغله بيحاولوا بالبطء ده بيحاولوا بالبطء ده يحسسوك ان هم لعيبه كبار بيكون باور يعني ربيع بس عارف بس عارف يا كابتن بلال بيغلطوا كتير دخل فيهم اهداف كتير في تونس ان الحته دي ظهرت عندهم في الماتشات اللي في تونس وهم في الحاله الهجوميه عندهم تبقى في مساحات في خط ظهره فهتلاقي دايما اول اغسطس سجل كل الفرق سجلت فيهم في ملعبهم النهارده هو بقى بيعتمد في الماتشات اللي بره على الحته انه دايما ينكمش كل الخطوط بتقفل بتلاقي طال خميسي نزل نص الملعب نيس البدري والشعلاني الشعلالي وفرانكو كله قرب من بعضه علشان يقرب الخطوط دي فالنهارده لازم تشتغل كتير من على الاطراف مع الاهلي بيبقى وضع مختلف اطلع لتقرير مع المهندس ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ونكمل كلامنا والجزء هيبقى الاخير ما قبل مباراه الاهلي والترجي نهائي افريقي عربي ناري كابتن سيد عبد الحفيظ بجد التحيه ليك كابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي كل جمهور النادي الاهلي زي ما قلنا طبعا المسانده الدائمه والمعتاده من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب كل مجلس الاداره في خلف النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اعضاء الجمعيه العموميه سريعا كمان الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله نكون النادي الاهلي موفقين النهارده مباراه باذن الله 90 دقيقه الاولى تكون من نصيب النادي الاهلي وال90 دقيقه فرادس باذن الله نرفع الكاس شايف المباراه النهارده ازاي الاولى بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله ربنا يسهل اول بحيي كابتن سيد وضيوفه الكرام بحيي جميع الجماهير الاهلاويه اللي مش عارفين نقول لها ايه بصراحه يعني مش عارفين يعني بس هو ده جمهور النادي الاهلي شفنا المنظر ازاي الناس كانت بايته في الشارع عشان تستنى التذاكر ازاي الناس في ناس كتير رهنت ان الماتش الجمهور مش هيكتمل عشان سعر التذاكر فوجئنا ان الجمهور اكتر من الطبيعي واكتر مما توقعنا بنشكر الجمهور وبنشكر مساندته وبنطلب دعمه لحد اخر لحظه في المباراه احنا المباراه دي يعني بتعتبر الشوط الاول وان شاء الله الشوط الثاني وباذن الله في اخرهم الاثنين نرفع الكاس وتبقى المرة التاسعة بإذن الله يا ريت الجمهور يبقى في الإطار الروح الرياضية بحيي جمهور الترجي في وصوله وفي كلامه وفي تصريحاته برضو حاجة محترمة جدا أعتقد الجمهورين جمهورين لأكبر أندية أفريقيا الناديين يعتبر وهم متربعي على عرش أفريقيا طبعا النادي الأهلي بقى يعني بنقول هو الأول وده بصفتنا أهلوية لكن برضو في منافسة شريفة إن شاء الله المباراة تطلع بشكل جميل وشكل يليق بنهاية أفريقيا وبدولتين كبار زي مصر وتونس شايف المباراة طبعا مباراة نهائي فطبيعي أنها تبقى مباراة صعبة فنيا وإداريا نتمنى أنها تبقى كمان تحكيميا ممتازة هنا وهناك ودي حاجة مهمة بتدعم نجاح البطولة وبتدعم نجاح النهائي ومظهر أفريقيا قدام العالم لأن ده بيعتبر تاني أهم ليج بعد البطولة الأوروبية طبعا فيعني مهم جدا أن يكون المظهر متكامل بشكل كويس
اتمنى باذن الله وان شاء الله كلنا يعني ثقه في فرقه النادي الاهلي ان نقطع شوط كبير وان النتيجه باذن الله تسهل علينا مباراه العوده. مش عايزين نعتمد ان احنا دايما موفقين في رادس، المره دي ان شاء الله باذن الله احنا موفقين في مصر وموفقين في تونس باذن الله. بجانب حضور مجلس الاداره المعتاد، لكن شايفين استاذ محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن، مهندس هاني ابو ريده، كل الجميع مسانده النادي الاهلي، وده قدر النادي الاهلي لابد الجميع يسانده، لان النادي الاهلي هو من بيسعد الشعب المصري وكل جمهور النادي الاهلي. ما احنا مش عايزين نقول يعني هو طبعا النادي الاهلي اللي بيلعب النهائي، لكن مصر كلها النهارده بتلعب النهائي، النادي الاهلي ممثل عن مصر في النهائي، فطبعا من المتوقع الدعم من جميع الاطراف. الاتحاد الكوره النهارده بيدعم مصر ممثله في النادي الاهلي. كون ان جمهور الاهلي طبعا هو الغالبيه العظمى من الشعب المصري زي ما كلنا عارفين، لكن ده ما يمنعش ان كل النهارده في ظهر النادي الاهلي، كل بيتمنى انتصار النادي الاهلي، لان ده كله عائد على مصر. فباذن الله النادي الاهلي يبقى عند حسن ظن جمهوره وحسن ظن الجماهير كلها اللي بتساعده وبتدعمه النهارده باذن الله. ستين هامين جدا من عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ ابراهيم الكفراوي، الاولى لجمهور النادي الاهلي والثانيه لعيبه النادي الاهلي. لو نبدا بالجمهور، ممكن نقول للجمهور يا ابراهيم؟ جمهور النادي الاهلي احنا دايما ظننا فيكم خير، عارفين مدى انتمائكم وولائكم، مش عايزين حد يوجهنا لهتافات خارجه، عايزين يبقى كل همنا فرقتنا، دعمنا للفرقه حتى اخر دقيقه. انتوا عارفين النادي الاهلي حتى لو حصل ان في عصلجه في اي ماتش، دايما عشمنا في لعبتنا وثقتنا في لعبتنا هي اللي بتنهي الماتش في اخره. فالنهارده عايزين الدعم والتشجيع المثالي الرياضي اللي هو الاخر دقيقه، وده اللي عايزينه دايما في الماتشات الجايه. وعايزين احنا مش جايين ولا نوجه سباب لحد، ولا جايين عشان نقول عندنا اتجاهات او حاجات معينه، لا احنا جايين عشان نشجع نادينا، عشان لينا هدف واحد. حتى مجلس الاداره استحمل في سبيل الهدف ده كثير من السخافات على الفتره اللي فاتت، لكن كنا عارفين اتجاهنا ايه وعارفين هدفنا ايه، وصلنا، عايزين بقى نكمله على خير باذن الله. لعيبه النادي الاهلي طبعا طول عمر لعيبه النادي الاهلي مش محتاجه توجه لها رساله، لان عشمنا فيهم كبير، ثقتنا فيهم اكبر، عمرهم ما خذلوا جمهورهم وهيقاتلوا لاخر لحظه، عندنا ثقه فيهم بلا حدود، يعني عندنا ثقه فيهم تفوق الحدود، وان شاء الله مش هيخذلونا، وان شاء الله جميعا هنحتفل مع بعض في رادس باذن الله. اشكركم وشكرا جدا، شكرا لكم للتغطيه. بنشكر اكيد الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. باكد لك كابتن سيد، الكل على قلب رجل واحد، جمهور النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، باذن الله النهارده نفرح باذن الله في المباراه الاولى. مستمرين معاك يا كابتن سيد كالعاده من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ولقاءات خاصه مع اعضاء مجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي، الكل المتواجد في فندق الاقامه، وايضا كمان في وصولنا لملعب المباراه بعد المباراه يكون لنا فرحه كبيره مع الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. مرة ثانية وأخيرة قبل لقاء الأهلي والترجي النهائي الإفريقي العربي الناري، يواجه أو مواجهة ما بين أكبر فرقتين وأقوى فرقتين في العشر سنين اللي فاتوا على المستوى الإفريقي، الأهلي والترجي التونسي. من خلال الأرقام، شوط أول هيبدأ بعد 10 دقائق من دلوقتي إن شاء الرحمن، يكون كل التوفيق للنادي الأهلي وكل التوفيق حليفه في مجمل اللقاء بإذن الله، ويحقق نتيجة تساعده في مباراة العودة. أيا كانت النتيجة هي مش الأخيرة ولا الختامية، وأنا ليا وجهة نظر برضه شاركوني نجومنا فيها، يعني لو ما قدرناش نكسب واحد ما يدخلش فينا اهداف، لو ما قدرناش نكسب اثنين ما يدخلش فينا اهداف، لو ما جبناش جول خالص، لو اثنين ولا واحد ولا قدرنا نجيب اهداف خالص يا كابتن شريف برضه ما يدخلش فينا اهداف. طبعا ده مهم جدا المعنى ده. طبعا. طيب عشان نكون مخلصين كل حاجه بقى، كلمنا على كل واحد، يمكن ما عدا حسين الربيع. حسين الربيع لعب لظروف اضطراريه لاصابه ايمن بن محمد، هو اقل منه شويه وابطا منه شويه، وايمن بن محمد امهر. الشعلالي اللي هو اللاعب الثالث مع كومب وكولوبالي هو لعيب دينامو متحرك بشكل كبير جدا، نشيط وبيروح ناحيه اليمين كتير وبيخش على العمق، يمكن ناحيه الشمال ما بيروحهاش كتير، رجليه ما بتاخدوش. لكن على دكه البدلاء هنا او هنا بقى، حضرتك تاخد الاهلي ولا تاخد الترجي؟ عشان كابتن بلال هياخد الفرقه الثانيه. انا هاخد الاهلي. طيب مين ممكن يبقى الورقه الرابحه اللي يستند اليها او يرجع عليها كارترون في المشاركه؟ عندك شريف اكرامي، عندك محمد هاني، عندك كريم ندفت، عندك صلاح محسن، عندك مروان محسن، عندك ميدو جابر، وعندك صابر الرحيم. صلاح محسن. ده الحريه. اولى اختيارات كارترون من وجهه نظرك في اللقاء. لا انت عارف ده انا بتاع 4 4 2 انا مش بتاع فيرود واحد. انا قصه فيرود واحد دي احنا ماشيين بيها لظروفنا، المستشفى الاهلي دي مخليانا في هذا الوضع الحقيقه.
انما احنا عندنا امكانيات من اللعيبه ان انت تلعب ب 4 3 3 عندك مروان محسن، صلاح محسن، وليد ازارو، دول ممكن يعني مهندس ابو ريده في المسانده ومؤازره طبعا للاهلي من خلال اللقاء وتواجده في الاستاد في الوقت الحالي. اتفضل يا كابتن. ده في الفندق الاول. التحول المسانده الهجوميه احنا محتاجينها على ملعبنا النهارده يا كابتن. يعني هي دي اللي انا بامل فيها. فمروان محسن، صلاح محسن، هم دول. ولا اقول لك على حاجه كمان، ميدو جابر موجود. انا اقول لك على حاجه، انا حسب سير اللقاء انا شايف في القصه دي من تمرينات اللي عملها النادي الاهلي الثلاث ايام اللي فاتت، كان عنده كذا تاكتكس بيلعب بيهم، منهم احد التاكتكس ان هو عنده استعانه الحقيقه بصلاح محسن ومروان محسن في التقسيمات اللي عملها، يعني غير على التشكيلات وغير في التشكيل حسب الحاله البدنيه بالنسبه للعيبه. حاج عامر حسين كمان موجود. اتفضل. طب كويس عشان يبقى ينظم لنا الدنيا بقى واحنا راجعين بالكاس ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل. فالحاله البدنيه اللي كان بيتوسم فيها ان هو اسلام محارب حل لنا حاجات كتير قوي، حل لنا الاستعانه بصلاح محسن من الاول، وصلاح محسن ان شاء الله ومروان محسن يكون ليه بصمه النهارده، دي البدايه اللي حضرتك بتتكلم عنها الافكتيف قوي يعني. مروان محسن وصلاح محسن الاول ومروان محسن حسن. وممكن يبقى ميدو جابر او حد من الحته الدفاعيه ووسط الملعب حسب النتيجه وحسب حسب بقى صحه يعني. لعيبتك اللي متعوره ووليد سليمان يكمل، ومش عايز حد بس النهارده بعد اذن حضرتك قبل ما نروح له يطرد او انذارات او حاجه ياخدوا بالهم من القصه دي. احنا عايزين نكمل، احنا عايزين هم واحد منهم يطرد بس احنا نكمل باذن الله. لا واحد تاني ياخد انذار. عندك عندهم ثلاثه دول عايزين نخلص من عايزين نخلص بس هو عندهم ثلاثه عايزين نخلص من حد فيهم من الثلاثه اللي هو عندك. وعندك شلالي وعندك شمس الدين زوالي. سهل قوي على وليد سليمان يطلع علينا اثنين ثلاثه منهم دول. كوم ده سهل ياخد انذار يعني. سهل جدا. بلال العكس بقى، فرقه الترجي عنده رامي جريدي وعنده علي مشاني ده مدافع، وبلال المجري ده برده في نص اسف مهاجم، وده ممكن يستعين بيه لو طه ياسين الخنيسي كان هيثم الجوني وهيثم من بره، فده بيلعب مكان طه ياسين الخنيسي او بيلعب على الاطراف كمان. سعد بكير انا اتوقع انه ممكن يبقى اولى الاختيارات، وهاب المباركي ده الباك رايت الاساسي اساسا يعني، ومحمد علي يعقوبي ده سند باك، ومحمد امين المساكني. من وجهه نظرك مين ممكن معين الشعباني يستخدمه في اللقاء؟ برضه على حسب سير اللقاء يعني، على حسب برضه انت النتيجه ماشيه ازاي، على حسب الاداء بتاع لعيبته في الملعب والتوفيق بتاع لعيبته النهارده. ممكن لو النادي الاهلي كسبان النهارده مثلا 1-0 فممكن برضه يبقى عنده حته في نهايه المباراه، ممكن يبقى عنده حته التبديل المعتاده ان هو يخرج واحد من نص ملعب وينزل مثلا بلال المجري او ينزل سعد بخير يعني. ممكن في الحته دي لو هو مغلوب النهارده 1-0 مثلا او مغلوب 2-0 ده وضع طبيعي، خلاص انا مغلوب 2-0 فخلاص، وبطبيعه الحال يعني الفرقه اللي بتبقى كسبانه في اخر الوقت بتحاول ان هي كمان تحافظ على المكسب بتاعها، فبيرجعوا لورا فبيدافعوا بشكل منظم، هو بالتالي خلاص بتبقى عنده الحاله المعنويه ان هو عايز يهاجم خلاص، فبالتالي هي دي احدى التغييرات بتاعته. لو هو مثلا متعادل والمباراه ماشيه بشكل كويس جدا ممكن يخرج واحد من الثلاثه اللي موجودين قدام ويلعب واحد من اللعيبه بتاعت نص ملعب او يزود واحد في الحته الدفاعيه، وممكن يغير طريقه اللعب من 4-2-3-1 او من 4-3-2-1 يلعب حتى 5-3-2 او 5-4-1. يعني التغييرات هتبقى الترجي على حسب نتيجه المباراه، مش برضو على حسب سير الاداء، مش على حسب حتى لو هو النهارده اداء الاهلي افضل منه لا ممكن برضو ما يغيرش، ممكن يفضل باللعيبه زي ما هي. انما لو النهارده هو مغلوب 1-0 ممكن كمان حتى 1-0 دي ما تخلوش يتهور يا كابتن، ما تخلوش برضو يقول لك لا انا هجازف واخرج واحد بالظبط، لسه عنده فرصه هناك تانية. لسه في مباراه هناك ثانيه. انما 2-0 يخليه يعمل حته المجازفه دي، خاصه ان هو 2-0 عايز يضغط على النادي الاهلي، فبالتالي عايز يعني اكبر عدد من اللعيبه في النواحي الهجوميه، فممكن ساعتها يغير سعد بخير او يغير بلال المجري على حسب على حساب واحد من اللعيبه المدافعين في نص ملعب، سواء اذا كان كوليبالي او فرانكوم او حتى ممكن انيس البدر، حتى ممكن يغير على حسب الحاله بتاعته موجوده ازاي. هو بلال مساكني ده كان اساسي، كان بيلعب اساسي في مين؟ محمد امين. لا محمد امين مساكني. لا الثاني عندك ايهاب المساكني، وعندك الثاني اسمه وعندك امين ايهاب المساكني ويوسف المساكني دول اخوات. لكن دول يوسف ده تشابه اساسي، يوسف ده حاجه ثانيه، ده لعيب تقيل قوي طبعا. دي من خلال التسخين. تحيه لوليد سليمان. اوكي، تتوقع اهداف بدري ولا ننتظر شويه؟ ان شاء الله الاهلي يعني من الاول تكون البدايه ان شاء الله في الشوط الاول يكون في اهداف للنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن شريف انا وبلال وسام رايحين نجيب جوان ان شاء الله. 10 دقايق ان شاء الله اتمنى يا رب ان شاء الله. معاك استوديو تحليل كله احنا كلنا بنلعب براسنا كله هجوم النهارده. اخر حاجه الفار عشان ما حدش يتلخبط، الفار ده هيستخدم او هيتم اشتراكه او اقتحام الملعب في ثلاث اربع حالات، اولها الهدف، التسلل، البنالتي، الطرد، دول الحاجات اللي ممكن يتم فيها تدخل الفار.
الفار مش الفار، الفار بيلعب في عيب، الفار ما بيلعب في برج العرب، الفار ما بيلعبش خالص. الاهلي بلعبته بنجومه بجماهيره قادر باذن الله على الخطوه الاولى في النهائي العربي الافريقي الناري ما بين الاهلي والترجي التونسي 2018. بعد اللقاء اوعى تحوله في اي مكان تاني، خليكم معانا هنا في ملعب الاهلي ان شاء الرحمن، كل التفصيلات وكل الفرحه هتبقى عندنا ان شاء الله.